الحقيقة احنا ده ثالث لقاء مع المجموعة، وبإذن الله يعني نستمر مع بعض، وإن شاء الله بإذن الله لغاية ما إيه ما نصل إلى مرحلة إن احنا نقول بقى إن احنا فعلا بقينا في مستوى إن احنا ندير مشروع دولي، وإن احنا الناس اللي تجري ورانا وتطلبنا وإحنا إيه ما بنجريش على حد. اللقاء النهارده استكمالا للخمس لقاءات اللي فاتت عنوانه ايه؟ تيم بيلدينج اند ليدرشيب سكيلز. الحقيقه دي من الموضوعات الهامه جدا. لو تلاحظوا ان انا كل الموضوعات اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي عن اداره المشروعات مالهاش علاقه بالهندسه خالص. بتشترك مع الهندسه الاداره في ايه؟ في انها يعني بروسس او بروسيجرز او تفكير منطقي، ده بيشتكي فيه. انما احنا توجهاتنا الحقيقه بالنسبه لاداره المشروعات دي لاي حد عايز يعرف يدير مشروعات. وزي ما اتفقنا وقلنا قبل كده وبنؤكد هذا الكلام بنحب نقوله دايما علشان ايه برضه تبقى الناس دايما فاكراه، اللي هم الثلاث نقاط اللي احنا مطالبين بان احنا ننتهجهم جميعا عشان نصل الى يعني مستوى عالي في اداره المشروعات. اول حاجه اتقان اللغه العالميه اللي هي اللي بتحكم العالم دلوقتي، زي ما احنا واحنا حكمنا العالم كله باللغه العربيه 700 سنه، كان يعني اقام العدل في الدنيا بحاله من هو الخلق باللغه العربيه، وكانت اللغه العربيه هي اللغه العامه، وكان اللي يعرف اللغه العربيه هو اللي بيتقدم وبيتعلم. فاحنا النهارده لازم اللغه السائده عالميا هي اللغه الانجليزيه. فلازم اول حاجه ليا كمدير مشروع دولي او كمدير او حتى محلي، يعني يعني ما حدش ياخدها ان انا لازم ادي مشروع دولي، ان انا ادي مشروع محلي وادي مشروع دولي وادي مشروع دولي جوه مصر او ادي مشروع دولي في اي مكان. واحنا برضه على فكره بدانا ندير مشروع دولي هنا في مصر، يعني احنا في شبابنا يعني. المهم في اول نقطه اللانجوج، لازم اللانجوج تبقى مستوى عالي جدا، وبقدر ما انت اللانجوج بتاعتك ما هي قويه بتقدر ايه تعرض نفسك. النقطه الثانيه اللي هي عشان الثلاث نقاط اللي دايما بكررهم علشان نحطهم حلقه في ودننا زي ما بيقولوا عندنا بايه في البلد يعني. النقطه الثانيه ايه؟ ان انا في الاول انا ببتدي تكنيكال، ببتدي مهندس، ببتدي طبيب، ببتدي محاسب، ببتدي صيدلي، ببتدي اي يعني اي حاجه زي ما اتخرجت من الكليه بتاعتي او زي ما اللي انا اتعلمته يعني. فاللي بيحصل ان انت بمرور الوقت بعد 3 4 سنين بقى امسك انت رئيس قسم او مدير قسم او مدير موقع او الى اخره. فكلمه مدير دي بتضاف لنا ما هيش اقدميه ولا كتر شغل، كلمه مدير دي يعني انت مسؤولياتك كبرت ولازم تعرف يعني ايه اداره ولازم تفهم يعني ايه اداره. عشان كده بنقول 4 5 سنين خبره عمليه في المجال في اي مجال، لازم بعديها 4 5 سنين تعرف يعني ايه اداره. واتكلمنا على الكلام ده في الخمس لقاءات اللي فاتت. وتستمر بقى ايه النقطه الثالثه والهامه، هم ثلاث نقاط هامين جدا، ان انت تكمل التحسين المستمر بتاعك في كل المجالات، يعني في مجال اداره المشروعات او الاداره الكوربوريت. هي الاداره كلها يعني مرتبطه ببعضها، ويعني في فروقات طبعا ما بين الكوربوريت وما بين المشروعات وما بين اي من انواع الاداره، لكن طول ما انت ماشي بتطور من امكانياتك في الاداريه وامكانياتك الفنيه وما تقفش عند نقطه معينه. فدول الثلاث نقط الهامه جدا اللي هي بتدعونا دايما ان احنا ايه، وزي ما قلنا برضو قبل كده ما حدش تتغر لا بعلمه ولا بماله ولا بمركزه ولا بأي حاجة، لازم يعني ايه يستمر في التعلم ويستمر في المشاركات العلمية والعملية يعني. فموضوع النهارده انا هتكلم فيه تيم بيلدينج ليدرشيب سكيلز، اللي هي بناء فرق العمل ومهارات القيادة في إدارة المشروعات. ده موضوع هام جدا 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 جدا، ان احنا نعرف فريق العمل بيتعمل ليه وازاي وايه الكاركترستكس بتاعته
وايه الفايده اللي بتفيد اللي بيبقى عضو في الفريق. وهنتكلم على ايه، على حاجات كتير جدا، وفي الاخر هنيجي نتكلم برضه على مهارات القياده، وهنتكلم برضه في الاخر على ايه، يعني موضوع من الموضوعات الهامه والجميله ان شاء الله كلنا نستفيد منها. اهداف هذا اللقاء، اول حاجه هنقول الفريق، يعني ايه فريق، وبعدين السمات المميزه للفريق، بعدين الفرق بين الفريق والمجموعه، يعني مش اي مجموعه ناس قاعده مع بعض بتشتغل مع بعض اسمها فريق، لا، في مواصفات وفي يعني وفي كاركترستكس الفريق، في كاركترستكس لاعضاء الفريق. طيب ايه الفرق بين الفريق والمجموعه؟ هنتكلم عليه، وبعدين ليه بتتكون فرق العمل في المشروعات؟ وبعدين بعد كده المزايا التي بيحققها الفريق للاعضاء. هو انا كعضو فريق اذا ما كنتش هكسب من وجود الفريق، او ايه اللي بستفيده انا عشان اشتغل في الفريق، هستفيد ايه؟ وبعدين بناء فريق عمل المشروع، ازاي بيتبنى فريق العمل؟ وبعدين المتطلبات الاساسيه لبناء فريق العمل، وبعدين معوقات بناء فريق العمل الفعاله. يعني دايما في اي حاجه احنا بنعملها لها معوقات، يعني انا بعمل فريق العمل بتاعي، ايه اللي ايه الايشوز اللي تخليني ما اقدرش اعمل فريق عمل كما ينبغي او زي ما انا عاوز، او هنا مراحل تكوين ودوره حياه فريق العمل. ده برضو ده لازم نفهم ان فريق العمل ده له لايف سايكل، بيبتدي بيكبر بيوصل للتوب، بيبتدي ينزل الناحيه الثانيه، وبينتهي دوره ساعه ما بيخلص ايه المشروع بتاعه. طيب الادوار التسعه لفريق العمل الفعال، هنلاقي ان اي فريق في الدنيا، فريق الكوره 11 واحد، كرة القدم، فريق الباسكت مش فاكر كان كام، سبعة ولا مش فاكر، فريق السباحة، يعني كل فريق بيبقى له أدوار معينة. فهنلاحظ إن فريق العمل بالنسبة لإدارة المشروعات هيبقوا 9 أدوار. بعد كده المهام ومحددات النجاح لفريق العمل، إزاي ينجح فريق العمل، وإزاي نحدد إذا كان حقق النجاح ولا ما حققش. بعدين فن قياده فريق العمل، هنا نتكلم على بقى ايه؟ على القياده. يعني هي مش قصه ان انا ابقى مدير مشروع وخلاص، لا، ده المفروض ان انا ابقى قائد الفريق، قائد الفريق، والفرق بين القائد وبين المدير بس يعني. هي الموضوع يعني ايه جميل وسهل، وزي ما لاحظنا قبل كده ان احنا بنتكلم كلام خالط بيخلط ما بين العلم وبين العمل، وموجه طبعا انا بالنسبه لي موجه للناس كلها، وخصوصا زملائنا وابنائنا واحفادنا واساتذتنا من الساده المهندسين اللي احنا اتعلمنا عليهم كتير قوي. طيب بنتكلم بعد كده كيفيه الحصول على الاتصالات المفتوحه. احنا اتكلمنا على الاتصالات قبل كده، فهنا برضو يعني استمرت ان احنا برضو هنتكلم على فيه العمل، ان احنا نقول ازاي نعمل الاتصالات المفتوحه. بعدين كيفيه حل الصراعات بين اعضاء الفريق. اي حاجه في الدنيا، اي كائن حي بيعيش مع كائن حي تاني بيبقى فيه، او بين المخلوقات عموما بيبقى فيه صراعات معينه، فبين اعضاء الفريق بيبقى فيه صراعات. صراعات برضه كلمه الصراعات دي ما هياش وحشه دايما، يعني في صراعات ايجابيه وفي صراعات سلبيه. الصراعات الايجابيه ان انا في واحد مثلا جاب امتياز، انا عايز اجيب امتياز زيه، واحد مثلا تفوق في 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 اللغه، في التكنيك، في اي حاجه، انا عايز ابقى زيه. دي او المدير الفريق او القائد او المدير بيعمل نوع من الايه، من الكونفليكت البوزيتيف عشان ايه، يرفع الرغبه بتاعت الناس اللي بتشتغل معايا. طيب مداخل واساليب حل الصراعات، دي ايه ان شاء الله تكون اخر نقطه في العرض بتاعي.
اعمل هذه الوحده. What makes a team? A project team is made up of individuals with different functional roles. يعني التيم مكون من افراد لهم ادوار وظيفيه معينه. Who share commitment to the project. بيشتركون في الالتزام نحو مشروع معين. And cooperate with each other to achieve its objective. ويتعاونون من اجل تحقيق اهدافه. وانا برضه قلت الكلمه دي قبل كده، اذا اشتغلت في اي شركه من الشركات اللي لا تتكلم العربيه كان اللغه الانجليزيه، اول حاجه بتسمعها من اللي انت بتشتغل معاه، سواء اذا كان مديرك او الانترفيور بتاعك او رئيسك، كلمه ايه؟ كوبريشن. كوبريشن دي من اهم الـ 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 الصفات او المتطلبات في المشروع. انت بتحقق، يعني احنا مش هنحقق اهدافنا الا اذا كنا كلنا متعاونين وكل واحد بيعمل دوره معين. طيب السمات الفريق، السمات المميزه للفريق، الكاركترستكس اوف تيم. اول حاجه التيم مجموعه افراد، وبعدين مهام وادوار وظيفيه مختلفه، كل واحد له دور. Different members have different functions. كل واحد له دور وظيفي مختلف. بعدين في وجود التزام مشترك، في shared commitment. احنا كلنا موجودين مع بعض وملتزمين ان احنا نوصل الهدف بتاعنا اللي هو ايه؟ تحقيق الهدف من المشروع. اهميه التعاون cooperation زي ما بقول لحضراتكم. اي شركه اجنبيه هتدخلها هتلاقي المدير بتاعك او قائد الفريق بتاعك يقول لك ايه؟ The best or the main issue or the best characteristics is the cooperation. You have to be in cooperation with any person. السعي لتحقيق اهداف مشتركه، common goals. انا اي مشروع له جول معين او جولز معينه. وزي ما برضه شوف عرفنا المشروع في فتره من فترة ان الفريق معناه ايه او المشروع معناه ايه؟ ان اي فكره عايز احققها او اي هدف عايز احققه هل ده مشروع في حد ذاته. فالسعي ان انا احقق اهداف مشتركه هي دي الايه؟ بتاعت الفريق كله. طيب ايه الفرق بين الفريق والمجموعه؟ يعني احنا بنلاقي في حتت كثيره جدا فاكرين نفسهم فريق، بس واقع الامر هم مش فريق، هم مجموعه مع بعض، يعني بيشتغلوا مع بعض بقالهم مده ففاكرين نفسهم فريق. ما نقدرش نقول على اي مجموعه مع بعض ان هي فريق. فهو عشان نفرق ما بين الاثنين، شعار المجموعه ايه؟ المثل العربي القديم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يعني كل واحد فيهم له هدف معين بفكر معين، مش مجتمعين على حاجه، مش مجتمعين على هدف، او مش مجتمعين على يعني على على على, على يعني على, على بروسيدرز مع بعضهم، مش متفقين مع حاجه مع بعضهم عشان يوصلوا للهدف اللي هم عايزينه. وكل واحد بيشتغل وخلاص، هو بيشتغل. فايه تحسبهم جميعا؟ احنا بنحسبهم هم جميعا مع بعض يعني، لكن ايه؟ قلبهم شتى، كل واحد قلبه في مكان معين. انما شعار الفريق بيبقى ايه؟ بنيان يشد بعضه بعضا. الفريق عباره عن بنيان يشد بعضه بعضا. طيب المقارنات بقى ما بين دي جماعه ولا فريق، في 9 نقاط هي هيبقى معيار المقارنه. يعني في الجماعه الاول حاجه اللي هي اسلوب العمل. في الجماعه دايما مزاوله العمل بطريقه فرديه، يعني كل واحد بيحاول يحقق اي موضوع بصفه فرديه مش بالتعاون مع بقيه الفريق. بيبقى في ايه؟ نوع من الايه؟ من الاحساس الفردي يعني في حاجات في دماغه عايز يحقق ذاته، وعايز ينفذ حاجه معينه خاصه او الى اخره، او لحد معين او الى اخره. والاستقلاليه الوصول الى الاهداف، يعني كل واحد بيحس بيقول لك انا يعني عايز اوصل اهداف نفسه، اهداف شخصيه لنفسه هو. انما في الفريق لا، الارتباط والفهم المشترك، لازم يبقى في ارتباط وفهم مشترك بين جميع اعضاء الفريق. وبعدين الاعتماد المتبادل، احنا كلنا
في اهتمام متبادل، كل واحد له مسؤوليه من النقطه دي، ومن النقطه دي للنقطه دي بتاعت علي، النقطه دي للنقطه دي بتاعت خميس، النقطه دي بتاعت جو، النقطه دي للنقطه دي بتاعت عز، النقطه دي للنقطه دي بتاعت حسين، النقطه دي للنقطه بتاعت فلان. يبقى احنا كل واحد فينا ايه عنده، ايه عنده، بيعتمد على بعض يعني. طيب الاهداف، معيار المقارنه الثاني الاهداف، قد نتفق او تتعارض مع اهداف المشروع. يعني قد اكون انا في جماعه لي اهداف معينه، اكون مش عارف في شركه، مش عارف في مؤسسه، مش عارف في مكان معين، كل واحد عنده هدف معين، انما ما هوش مش متفق مع الباقي. انما في الفريق لا، بتتفق مع اهداف المشروع، بتتفق مع اهداف المشروع. يعني انا هدفنا كله انجاح المشروع والاتفاق على الطرق والوسائل والبروسيدرز وكلها، تتفق مع اهداف المشروع وكذلك الاعضاء. يعني اهدافنا كلها واحده، الاهداف الخاصه بالمشروع يعني كلها اهداف واحده وكلها مرتبطه ببعضها. نمره ثلاثه محور التركيز، ده المعيار الثالث من المقارنه. في الجماعه الفرد نفسه، يعني 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 زي ما بيقولوا الانا بتبقى يعني ايه سائده، يعني انا فلان، انا اللي عملت، انا اللي وديت، انا اللي بعمل، انا اللي هعمل. انما لما بيبقى في الفريق بقى او منظمه يعني كما ينبغي، بيبقى الفريق عباره عن ايه؟ محور التركيز بتاعه على المنظمه بتاعته او المشروع بتاعه. تحديد الاهداف برضو اللي هو معيار المقارنه الرابع. الاداره هي اللي بتعمل بتحدد الاهداف بتاعت الجماعه اللي هم يظنوا هم فريق. يعني لما تيجي تبص في مكان معين وتلاقي ان اللي بيحدد الاهداف بتاعت الناس اللي بتشتغل دي الاداره العليا او يعني من خارجه، يبقى ده تعرف ان دي جماعه مش 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 مش, مش فريق. المشاركه محدوده، يعني مشاركه الافراد او اعضاء الفريق في تحديد الاهداف بتبقى مشاركه محدوده جدا جدا جدا، يعني اذا حصل. بالنسبه بقى للفريق، مشاركه ايجابيه في تحديد اهداف الفريق واولويات العمل. يعني الفريق نفسه بيبقى الناس كلها مشتركه مع بعض في تحديد الاولويات وهي ايه وتحديد اهداف الفريق. ودي عاده بتيجي بالايه؟ بالبرين ستورمنج سيشنز، بجلسات العصف الذهني، عشان نصل دايما لطرق معينه لتحديد اهدافنا. اتخاذ القرارات، دي النقطه الخامسه في معيار المقارنه ما بين الجماعه وبين الفريق. ده كل واحد بيقوله ليه؟ عشان اعرف يعني مش اي مجموعه لا جمعوا مع بعض بقى اسمه فريق، لا. التركيز على النواحي الشكليه دون النتائج في الجماعه، يعني ايه؟ احنا ده احنا انتصرنا، احنا عملنا، احنا 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 كسبنا، احنا لا. وواقع الامر ايه؟ النتائج مش اللي هي، يبقى احنا ايه؟ نواحي شكليه بس. الميل الى القرار الوسط عند وجود خلاف، لما بقى في قرار هيتبان الكلام ده في الاخر اللقاء بتاعنا ان شاء الله، اللي هي طرق ايه؟ حل الخلافات او حل الصراع. بالنسبه للفريق لا، دي مشاركه ايجابيه بغرض الوصول الى افضل النتائج، احنا كلنا بنتشارك عشان نوصل لافضل النتائج. وبنتقبل راي القائد وجود خلاف، لما بيبقى في خلاف ما بين افراد الفريق بنتقبل راي القائد. يعني ممكن في احيانا بيبقى في خلاف مش قادرين نحله مع بعض، او مش قادرين ان احنا مش واصلين لحل فيه مع بعض. يعني يعني فعلا الخلاف في الراي لا يوصل للود قضيه، وما يخليش الناس تخسر بعضها، بالعكس بالعكس. الخلاف في الراي انا في رايي يعني لما يبقى صحي بيثري الحوار، كلنا بنتعلم وكلنا بن ايه بن 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 انما لو ان احنا ما قدرناش نصل لحل معين مع بعض، بيبقى راي مين بقى؟ راي القائد هو اللي بياخد هذا الكلام وبيوزنه وده الكلام ده برضه هيبان فين؟ في اخر اللقاء بتاعنا ده، في الاخر اللي هي الايه؟ في حل الصراع. احنا بنسميها كلمه الصراع كلمه كبيره قوي على حاجه زي كده، حل الخلاف يعني. يعني ازاي نوصل لحل خلاف بين اي فردين او اكثر من الفريق. طيب النقطه السادسه في معيار المقارنه هي المعلومات. في الجماعه، ودي يعني احنا الواحد بيشوفها كتير قوي، بيشوفها كتير قوي، عشناها كتير قوي.
بتلاقي مثلا في شركة معينة تلاقي مثلا المدير العام او رئيس المكان او رئيس المؤسسة او حتى مدير المشروع، المعلومات مش مع الناس كلها، يبقى ايه، معلومات متاحة لواحد اتنين مثلا بيعتبرهم اهل ثقة، انما بقية الفريق لا، ما يعرفوش الكلام ده كله، ده كلام مش مظبوط. لازم المعلومات تبقى بشفافية شديدة. في حاجات خاصة معينة، في حاجات خاصة طبعا مش ما 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 يعني مش كل الناس اللي بتعرف عنها، خصوصا ده اللي انا يعني لاحظته في خلال خبراتي مع شركات مصرية وغير مصرية وشركات شرق آسيا وشركات بآخره. موضوع الكوست كنترول، الكوست كنترول بالذات بيبقى كونفيدنشال، يعني ايه، يعني مقفول شوية، لأن إيه، المؤسسة أو الشركة أو المشروع ما بيبقوش عايزين كل الناس يبقى عارفة أنت كسبت أنت خسرت، لأن لو الفريق العمل عرف إن أنا المشروع بيخسر، نفسياتهم مش هتبقى كويسة. المشروع بيكسب ومثلا ما بياخدوش مكافآت كما ينبغي، هتبقى يعني إيه. فعشان كده موضوع الكوست كنترول هو الموضوع الوحيد اللي أنا حسيت في خلال حياتي، في خلال تجاربي الحقيقية العملية، ان هو بيبقى كونفيدنشال شويه، ما بيبقى في دايره ضيقه يعني. لو جينا المعلومات قد تتركز عند بعض الاعضاء. للاسف انا بشوف هذا الكلام في شركات، وغالبا بيبقى في شركات جديده، يعني اللي بيبقى اسمه مقاول بس مش شركه مثلا، بيبقى يعني ايه، المعلومات بتبقى مركزه على بعض الاعضاء بس، انما مش للناس كلها. ده كلام مش مظبوط. المفروض ايه بقى؟ المعلومات متاحه للجميع، للجميع بلا بلا يعني، لان كل واحد المفروض ان هو فريق مرتبط ببعضه، فاهم حدوده، فاهم هو بيبتدي فين وبينتهي فين، فاهم يعني كل ما يتعلق بالمشروع وايه وينجح ازاي واهداف معينه ومحدده، وما فيش اي حاجه استوجب ان انا ايه واحد يقف جنب التاني يكلمه على موضوع تاني والتالت يعني لا. ودي يتم تبادلها بين الاعضاء، وعاده بيبقى زي ما بكلم حضراتكم برضو، ان كان على حاجه خاصه مثلا بقطاع المقاولات، انت لما تملك مشروع مقاولات لازم يبقى عندك تقرير اجتماع يومي مهما كان، 5 دقائق 10 دقائق زي ما يكون، انما يعني اجتماع يومي مهم جدا، بيبقى المعلومات بتبقى متاحه للجميع. مفيش حد فرح بقى ان هو يعرف حاجه والتاني ما يعرفوش، لا، بنبقى كلنا يعني على نفس المستوى يعني. بيتم التبادل بين الاعضاء اللي هي المعلومات دي مهمه جدا. طيب النقطه السابعه في معيار المقارنه بقى ما بين الفريق وما بين الجماعه، اسلوب حل الصراعات. في الجماعه هتلاقي تسويف، بلاش دلوقتي بكره بعده نبقى نشوف الحكايه ايه، الكلام ده كله ما بنحلش، انما احسن طريقه لحل الصراعات او المشاكل او اختلاف وجهات النظر هو المواجهه وسرعه الحل. وزي ما قلنا برضو الكلام ده ان شاء الله هنلاقيه برضو في اخر عرضنا ده. طيب خطه العمل، شوف هنا برضو بتوضح تحديد الاهداف، بتضعها الاداره وتنفذها الجماعه. يعني باجي ابص الاقي الاداره بتاعت الشركه اللي هي الكوربريت مانجمنت عامله، هي اللي عامله الخطط العمل، وانت معلش انك تنفذ وخلاص، هذا الكلام طبعا ما هواش مش مظبوط. وايه، والمشاركه محتمله، هي احتمال الشركة بتاعها هيقول لك ده انتوا هتاخدوا الحاجه وتنفذوها زي ما هم. ويعني قابلنا الكلام ده كتير في حياتنا، وللاسف كانت النتيجه دايما مش كما ينبغي بالنسبه لاداره المشروع في الكلام ده. طيب يضع الأعضاء الخطة بالمشاركة مع القائد ويحددون دور كل عضو فيها. ده الكلام ده ناس كتير معتقدة مثلا إن التخطيط دور واحد بس، إنه بلانر مثلا. لا، البلانر يبقى هو المسؤول، بياخد لم كل الداتا وكل الكلام بتاع التخطيط العام. التخطيط ده لازم، يعني انا بقول الكلام ده قدام ناس كتير
يعتقدوا ان انا يعني خيال او حاجه، لكن انا شخصيا في اي موقع مسؤوليه كمدير مشروع او رئيس قطاع او مدير منطقه، او بيبقى الخطه اللي بعملها لتنفيذ المشروع لازم بيجتمع فيها البلانر، يجتمع فيها مدير التنفيذ، يجتمع فيها المسؤول عن القسم المدني، المسؤول عن القسم المعماري، المسؤول عن الكهرباء او المسؤول عن الميكانيكا. يعني كل واحد له فانكشن رول في الفريق لازم يكون موجود. انا شخصيا بفضل يكون المدير المالي موجود، بفضل يكون موجود المدير الاداري. هو مش هخش في التفاصيل، بس في الاجتماع لتحديد خطه العمل بنقعد وبنقول ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، وكل واحد بيبقى متخصص اكتر بيقدر يعرف طلباته ايه بالنسبه لايه لخطه العمل. بعد كده السكيدولر بقى او البلانر بتاع المشروع بيعمل ايه؟ بياخد الداتا دي كل مره واخرها ويحولها الى ايه؟ الى يعني بقى عنده بريمافيرا، بقى عنده فاست تراك، عنده سوت تراك، عنده الام اس بروجكت، بيحول كل هذا الكلام وكل هذه الاراء بيجمعها في برنامج زمني، بيحط عليه الريسورسز بقى ويحط عليه كل حاجه، ويبتدي المتابعه بعد كده، بعد كده طبقا للايه؟ لخطه العمل اللي اتعملت. فدي فرق برضه. ناس كتير مش ما بتستوعبش هذا الكلام، ناس كتير بتعتقد ان انا بقول لها هذا الكلام، ان انا بتكلم كلام يعني نظري. لا لا، ده هو ده الكلام العملي. واحنا لو جينا على فكره في اللين كونستراكشن مانجمنت اللي فيها الايه؟ الفيلوزوفي ايه؟ اوف لاست بلانر. يعني لاست بلانر اللي هو الناس اللي اللي هو اخر واحد بيخطط، اللي هو المقارب للتنفيذ. يعني فدي يعني احد التطورات في اداره المشروعات يعني. طيب المناخ السائد بقى، دي اخر نقطه في معيار المقارنه ما بين الاثنين. طيب المناخ السائد بيبقى غير مشجع عاده. بتلاقي كل واحد في السكه، كل واحد بيفكر بطريقه معينه، كل واحد فاكر نفسه ان هو يعني يعني تبع الشخصيه بقى، او تبع الهدف، او تبع الترند بتاعه يعني. كل واحد بيبقى الانا بتبقى واضحه، وكل واحد مثلا بيخبي المعلومات اللي عنده، ومعتبر ان تخبيته المعلومات دي سر بقائه، ويقول لك انا بعمل جوب اللي هو التامين الوظيفي، لان انا ما اخليش حد يعرف حاجه علشان يعني ما يعني ايه، لو حد تاني يعرفها ممكن اي حد تاني يجي مكاني ويمشوني والكلام ده ومن اخره. فطبعا ده كلام مش ايه، مش مظبوط، بيبقى الجو العام غير مشجع. هنا بقى المناخ السائد مع الفريق بتبقى الدنيا عامله ازاي؟ مشجع على الثقه ومشاعر الود. ونخلي بالنا برضو الثقه مفهومه، مشاعر الود دي هامه جدا. احنا بشر وبني ادمين، وعلاقاتنا لازم يبقى فيها حب وتفاهم ورقي وإثكس. فدي لازم تبقى موجوده في مناخ السائد ما بين الناس وبعضها. الشباب يقول للناس الكبار يعني الموجودين معاهم، حضرتك وسعادتك. الكبير برضه يكلم الناس اللي معاه، حضرتك وسعادتك. هي مش قصه يعني القاب بنديها لبعض واخر، لا، يبقى في خلقي اخلاق، في اخلاق، في إثكس موجوده، وفي ثقه ما بيننا وبين بعض، وفي مشاعر ود ما بيننا وبين بعض. وبرضه انا عايز برضه النقطه دي، انا عايز اقول لكم على حاجه برضه. مشاعر الود والحب ما تعنيش ضعف، او ما تعنيش ان انا افوت خطا حد بيعمله علشان هو عشان انا بحبه، او بالعكس. بالعكس، ودايما الحته دي انا دايما بقول مثلا بقربه بالاب، اذا شاف ابنه بيعمل غلطه، هو وابنه وابن الجيران بيعملوا غلطه، شافهم بيعملوا نفس الغلطه، الاب بيعمل ايه؟ بيجي على ابنه بيقول له ايه؟ بيمسكه يظبطه، يعني بيبقى قاسي معاه جدا لانه بيحبه وعايزه يبقى يعني 100%. انما الابن الجيران هيطبطب عليه يقول له يا ابني ايه؟
بلاش تعمل الحاجه دي. يعني معنى ان في ود ما بين اعضاء الفريق وبعض، وما بين القائد بتاع الفريق والمشاعر ود وحب واحترام، دي لا تعني ان في حاله الخطا او في حاله التجاوز الناس بتسكت على الخطا او التجاوز، بالعكس. لماذا تتكون فرق العمل بالمشروعات؟ ليه بتتعمل فرق عمل؟ احنا قلنا المشروع له كاركترستكس معينه واتكلمنا عليه قبل كده، بيبدا وبيستمر في 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 في, في البروجكت فيزز، في مراحل المشروع عمره وبعدين في الاخر ايه بيخلص. فليه بتتكون بقى فرق عمل؟ خلق رؤيه مشتركه للمشروع من خلال تحديد مضمونه واهدافه واضحه. يبقى احنا كل الناس اللي بتشتغل في المشروع تبقى عارفه هي بتعمل ايه وعايزه توصل لايه وهدفها ايه وداخليات ايه. الاستفاده من وجهات النظر في المواقف المتنوعه. انا مدير مشروع، لازم ابقى عارف كويس قوي ان مش انا، ما دام انا مدير مشروع، ان وجهه نظري اللي هي اللي ماشيه، او وجهه نظري هي الصح. لا، اي وجهه نظر في المواقف المتنوعه كلنا بنتعلم منها كلنا، وما استكبرش. بالعكس، لو انا مدير مشروع وبنتناقش وقاعدين مع بعض ولقيت معايا حد قال له يعني راي كويس مهما كان سن، لو هو حتى ايه، لا يبقى انا لازم ايه، بنستفيد كلنا من ايه، من وجهات النظر في المواقف المتنوعه. تشجيع الابتكار وتطوير اساليب العمل في المشروع. يعني انت في مشروعك، وده يعني برضو انا مش هتكلم عن نفسي، احنا عجزنا يعني. يعني اذكر ان انا في مشروع من المشروعات كان عندنا مشكله كده في تسليم عمدان وكلام ده كله واخره، وصلني لان انا عملت ايه؟ اخترعت جهاز صغير خالص 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 بيعمل ايه؟ بيقيس 0.1 ملم عشان الفيرتيكاليتي اللي في الـ في الـ في, الـ في السايت تبقى يعني ايه، تبقى مثلا يعني. لازم اشجع الناس اللي عندي انها تبتكر وتطور اساليب العمل. يعني هو يعني طبعا احنا كلنا بنمشي تبع بروسيدرز معينه، انما لما نيجي نبص برضو عشان نيجي نفكر النهارده اللين، مش عارف اسمها اللين، اللين كونستراكشن او اللين بروجكت مانجمنت. اللين ده عباره عن ايه؟ ان انا بعمل ايه؟ اساليب العمل بتاعتي بطورها. اللين 6 سيجما عباره عن ايه؟ ان انا بطور، يعني سواء ان انا زي ما بنقول البروسيس او الخط في البروسيدر اللي هي ليست غير ما لهاش فايده الغيها على طول. فتطوير اساليب العمل دي بتيجي من اي حد ومن اي حاجه يعني. فاحنا لازم يعني نترك لاعضاء الفريق ونترك للانسان ان هو يبتكر ويفكر ويشغل دماغه، مش قصه يعني ايه زي ما واحد مره قال لي انا المهندس عندي في الموقع احط له كده يعني زي الحصان، يعني يبقى عنده حته كده محمل عليه كده. هذا كان طبعا انا رفضته وبرفضه. الانسان كما خلقه ربنا سبحانه وتعالى لازم يبقى عنده حريه ويشجع ويبتكر ويفكر ويطور. طبعا بيبقى اصول ويعرف برضه الاراء باصول، كل حاجه باصول زي ما اتفقنا، الاثكس والود والحب والاحترام هي الموجوده ما بين اطراف الفريق. تنميه الاتصالات والتعاون المشترك بين الاعضاء. احنا اتكلمنا قبل كده في الـ في الـ في 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 سيشن سابق او في لقاء سابق عن ايه موضوع الاتصالات، لانه موضوع مهم جدا 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 بالنسبه مش بالنسبه حتى للمشروعات بس، لاي حاجه. يعني النهارده نجاح الانسان النهارده ينتج عن ايه؟ عن الاتصالات بتاعته. يعني في ناس عندها قدره بتدخل في كل حاجه، هتلاقيها على الفيسبوك وعلى اللينكد ان وعلى التويتر وعلى، ففي ناس بتبقى عندها بتنمي اتصالاتها دي ودي دي دي يعني، وبقت اسهل دلوقتي في العصر الحديث، بيبقى لها شبكات كبيره جدا جدا من المعارف دي كلها ايه؟ يعني بتدي قوه وبتدي ثقه للانسان ان هو عايش في وسط يعني، وبنكسب ناس كتير جدا جدا
بالايه بالاتصالات، سواء الاتصالات اللي هي زي ما اتفرجنا عليها في قبل كده، انواع الاتصالات من اول فيس تو فيس لغايه يعني دي ممكن يتعاد عليها يعني، يعني لو عاوز اي حاجه يدخل ويشوف ويراجع الكلام ده برضه، لان هي ايه المعلومات كلها من اول لاخرها يعني مع بعضها يعني كوميليشن يعني مع بعض يعني. تأييد القبول للسياسات والقرارات المتعلقه بالمشروع. دايما في سياسات للمشروع، انا عايز اوصل لايه وهعمل ايه وازاي. وبقى في قرارات برضه يعني، احنا لما نقعد مثلا في جلسه في اجتماع خاص بالمشروع عادي بنتناقش في موضوع معين، انا وانا قاعد ليا وجهه نظر ومعتبر ان هي وجهه نظر دي صحيحه. طيب واحد تاني له وجهه نظر تانيه، واحد تالت له وجهه نظر تالته، وعملنا برين ستورمنج وطلع ان في وجهه نظر مختلفه عندي وعندي، وطلعنا بقرارات تخالف اللي انا كنت بفكر فيه او تخالف وجهه نظري عن الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. خلاص؟ ما دام اتفقنا وطلعنا من البرين ستورمنج سيشن او من الاجتماع بوجهه نظر وراي في حاجه معينه، كلنا بلا استثناء اللي كان حتى اللي كان رافض وجهه النظر دي وكان ضدها وما قدرش حد يقنعه بغيرها، لازم يتحمس ولازم يؤيد السياسه دي والقرارات المتعلقه بالمشروع حتى وان خالفت وجهه نظرنا. ويترك بقى الايام تثبت له ان هو مثلا ايه كان غلط او كان صح. انما ما دام اتفقنا خلصت خلاص خلاص، يبقى احنا كلنا لازم نلتزم بهذا الكلام. تجميع الخبرات الفنيه المتخصصه وتعظيم الاستفاده منها. لما تبص في اي فريق، هنخش في الكونستراكشن دلوقتي يعني ان شاء الله هنبتدي نخش بقى في الايه، انا بعتبر احنا لغايه دلوقتي بنتكلم في اطارات في مشروعات في اي اتجاه، في اي تي، في اجتماع، في صاروخ، في واحد بيعمل فرح، في واحد جميع انواع المشروعات. في فتره هنبتدي ان شاء الله، بس انا في الاول بنعمل الحاجات اللي هي بتورينا وبتثبت لنا ان كلمه اداره المشروع دي مش إدارة مشروع كونستراكشن بس، إدارة أي مشروع. تجميع الخبرات الفنية المتخصصة وتعظيم الاستفادة منها. يعني إحنا بناخد خبراتنا منين؟ يعني أنا مثلا أصلا مهندس إنشائي ومعايا ماستر في الإنشاءات وإلى آخره. أما ببقى معايا وأنا مدير مشروع، بلاش وأنا مدير مشروع، وأنا ممبر في المشروع. معايا محاسبين بنتعلم منهم المحاسبة. معانا قانونيين بنتعلم منهم إدارة العقد أو إلى آخره. معانا مهندسين إلكتريكال بتعلم منهم الإلكتريكال، مهندس ميكانيكال بتعلم منه الميكانيكال، بلانر بتعلم منه. فهنا بتعمل إيه بقى؟ ده الإنسان اللي عايز بقى يتطور ويحسن من يعني إيه من قدراته ويستمر في الكونتينوس إمبروفمنت بتاعه. هنا الاستفاده من وجهات نظر في المواقف المتنوعه. احنا فين؟ احنا كنا بنتكلم فين دلوقتي؟ تجميع الخبرات. هنا تجميع خبرات فنيه متخصصه، يعني كل دي خبرات فنيه متخصصه، يعني من بدايه التكنيكال اوفيس اللي فيه كميه الحاجات كلها من اولها لاخرها دلوقتي، لغايه مثلا ال 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 الكونتراكت مانجر، ودي ما كانتش موجوده زمان، دلوقتي في حاجه اسمها كونتراكت مانجر، لازم ما فيش جواب او مراسله تطلع من المشروع الا لما اكون قاريها، ما فيش حاجه تدخل لما يكون هو موافق عليها. بعد كده الناس اللي بتشتغل في اي مجال بقى، في ناس بتشتغل في السبلاي تشين، ابقى اعرف يعني ايه السبلاي تشين. انا مش بقول ان انا كمدير مشروع هبقى يعني كل ده هتخصص فيه، لا، انما انا كمدير مشروع او كواحد حتى بيشتغل في مشروعات، يبقى انا عندي فكره عن جميع كل الكلام ده كله واخره، وعارف كل واحد من دول بيفيد بايه ويتخش امتى ويخرج امتى، وازاي افيد، ازاي انا استفيد كانسان من لان معلوماتنا كلها واخرها ما حدش اتولد يعرفها، واللي يعتقد في لحظه من اللحظات انه خلاص عارف كل حاجه، يعني ايه انصحه انه يراجع كلامه تاني ويراجع نفسه تاني، لان العلم بيجري وبيجري اسرع بكتير من مثلا من 50 سنه، اسرع بكتير من 20 سنه،
يعني الموضوع ما بقاش لينير، ده بقى يعني رهيب. يعني النهارده يعني التطور العلمي في جميع المجالات بما فيها الاداره لا حدود له. فلما بنجمع الخبرات دي كلها، الناس بتوع الاي تي لازم ابقى يعني ايه اتعلم منهم برضه وتعظيم الاستفاده منها. فيعني ده الخبرات ممكن تكون اول اخرها بتفيد كل اللي موجودين، وده اللي بيخليني في الاخر لو انا مهندس شغال في التكنيكال وبدات ادرس اداره مشروعات او بسمع اداره المشروعات، ببتدي اتعلم الكلام ده كله، وده اللي بيفيدني في ان انا ايه اتطور واكبر، ومش اكبر يعني ان انا يعني استكبر، لا يعني ان انا اتطور واصل ان انا بعد ما كنت مثلا مهندس مثلا مدني او مش انشائي ورئيس مش عارف موقع او الى اخره، ان ابقى مدير مشروع. لازم الكلام ده كله يبقى انا في دماغي وابقى عارف. طيب، لماذا تكون فرق العمل بالمشروعات؟ تاسيس المناخ الايجابي والثقه المتبادله والاعتماد المتبادل. يعني لازم في مناخ ايجابي. طبعا ناس كتير جدا هتعتقد ان انا بتكلم كلام نظري، مفيش حاجه اسمها كده، يعني ما شافوش هذا المناخ الايجابي. في ناس بتعيش ومده كبيره جدا وبتعتقد ان هي يعني ان كلمه مناخ ايجابي دي مش موجوده، لا موجوده. وثقه متبادله موجوده، والاعتماد المتبادل موجود. لكن يعني احيانا كده بحس بنبره مش حلوه يعني بين ابنائنا المهندسين او زمايلنا المهندسين، هو يقول لك يعني ايه ده كلام كله يعني ما يعني مش زي ما بقول لك اكاديميك. لا، كلام مش كده خالص. الاكاديميك يحترم، لان الاكاديميك بياخد من البراكتس وبيحولها لعلم وبيحولها لكتب وبيحولها للقاءات ومحاضرات وتدريس عشان يسهل لك، بدل ما انا لازم اقع في الغلطه ولازم امارس هذا الكلام. فلازم يكون كده، لازم يكون عندك زي ما يعني مثلا الناس بتاخد قرارات زي العبد الفقير، ان انا اكمل حياتي العلم في ايد والعمل في ايد التاني. لازم اتطور فيما يخصني من علوم، ولازم اتطور فيما يخصني في العمل يعني. طيب، فتقسيم المناخ الايجابي والثقه المتبادله والاعتماد المتبادل، انجاز مهام محدده. ليه احنا فريق عندنا مهام محدده تتعمل؟ واحيانا في لو واحد غاب من الفريق بتحس على طول. انا مش بتكلم على مدير المشروع، انا بتكلم على واحد لو انت عندك مثلا ودي مشكله قابلتنا عن قريب، يعني المساح اللي عندي ابن عمه توفى ده وما عندكش غيره، ممكن يقعدك اسبوع المشروع بتاعك يكاد يموت. المعقول بيقول على مساح، مهندس مساح، لو انت ما عندكش واحد تاني يلحق مشروعك بيبوظ. مواجهه مشكلات معينه، يعني فرق العمل عشان ايه؟ مواجهه مشكلات معينه. النمرة 10، تنمية الولاء والانتماء للمشروع. لازم لو اشتغلت في شركة، لو اشتغلت في مشروع، لازم أحس إن هي حاجتي. حاجتي. يعني أنا دي 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 أنا لازم أبقى عندي ولاء لها وسعيد بيها وبنتمي لها. توليد الحماس للإنجاز. دي بقى مدير المشروع اللي هو الإيه؟ اللي هو اللي بيبقى قائد بقى، ما بيبقاش مجرد مدير. يعني مش قصه مش وظيفه، لا ده بقت دور وبقت قياده. يعني القائد دايما بيعمل يعني فرق بين القائد والمدير، احنا خدناها بره عن اتكلم فيها قبل كده. وبرضه هتبان في الاخر هنا معانا. القائد بيخلي الناس تبقى بتموت نفسها عشان تشتغل. يعني اي واحد في الفريق حاسس انه لازم يسهر النهارده هيسهر. حاسس ان هو لازم يعني يبات في الشغل هيبات. يعني مش محتاج ان مدير المشروع يطلب منه يعمل ايه، هو عنده اما بقى هذا الكلام. وهذا الكلام ما هوش خيال وما هوش كلام جاي من كتب مثلا اللي هي تنميه بشريه، لا ده دي واقع. يعني في كل مشروع وهيبان بعد كده في التيم، هتلاقي ان في ناس عندها الكاركترستيك دي، حماس الانجاز، توليد المناخ الايجابي اللي هو يعلي دايما البرفورمنس،
ودي هتبان برضو في دور الحياة المشروع، هنتكلم عليها دلوقتي. تنمية الشعور الداخلي للأعضاء بالفخر والاعتزاز ومعنى الإنجاز. في المشروع عادة بنقول إن في إيه؟ إن في المايلستونز. المايلستونز دي فكرة كويسة. بمعنى إيه؟ المايلستون دي هدف بيبقى انترميديت جوه المشروع. يعني إحنا مثلا إيه؟ هنخلص الأساسات في تاريخ كذا، كلنا كمجموعه كفريق عمل وعمال خلصنا الاساسات بتاعت العماره مثلا او بتاعت حاجه معينه في تاريخ كذا. المايلستون ده لو حققناه بدري شويه او في ميعاده لازم نحتفل مع بعض. احنا مش هنعمل لازم ونحسس الشركه ان احنا انجزنا ونحسس كلنا في ايه. يعني هذا الكلام بيعمل ايه بقى؟ بيخلي اعضاء التيم عندهم احساس بالفخر ان احنا كتير مع بعض عملنا هذا الكلام، وبنعتز بشغلنا واحنا انجزنا، بحيث ان انا اما اكمل مشروعي ابقى انا مكمله بايه؟ بـ 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 بنفسيه عاليه. طيب هنا بقى ايه المزايا اللي بيحققها الفريق للاعضاء؟ في 5 انواع من المزايا. يعني الفريق بيديني ايه؟ يعني انا كعضو في الفريق ابتداء من مدير الفريق او قائد الفريق الى كل اعضاء الفريق. يعني كل واحد اذا ما حسش ان هو في هذا الفريق حصل له مزايا من تواجده مع الفريق ده، مش هيبقى مبسوط، وممكن يضطر ان هو يعني اهو بيشتغل وخلاص، او ينسحب يسيب الايه الفريق ويمشي. ففي مزايا تنظيميه ومزايا وظيفيه ومزايا عمليه ومزايا نفسيه ومزايا اجتماعيه. طب نبص لهم. مزايا تنظيميه ايه؟ بتبقى تماسك التنظيم، يعني احنا كتيم بنحب بعض جدا وقلبنا على بعض جدا، ولو احنا شاطرين بقى بيبقى دايما واحد، لو واحد غاب او حصل عنده ظروف او اي حاجه بيعمل ايه؟ بيشيل واحد، يعني في غياب واحد، غياب طارق او غياب قهري، بتلاقي التيم نفسه بيقسم الشغل بتاع اللي غاب ده عليهم بدون ما حد يحس، بدون ما حتى مدير المشروع يحس. فدي دي 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 مزايا تنظيميه، تنسيق المجهودات، فهم وقبول الاهداف، الاهداف بتبقى مفهومه ومقبوله، زياده الانتاجيه، لان دي يعني على ناس احنا حتى في البلد بنقول ايه، لو واحد بينتج 10 وحدات اتنين، لو كل واحد بيشتغل لوحده هينتجوا 20، طب لو اتنين اشتغلوا مع بعض في عمليه انتاجيه مش هينتجوا 20، هينتجوا 25. يعني دايما التيم بي بي ما بي ما 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 بنعملش مالتيبيكيشن لانتاج واحد في عدد الناس، لا، تواجد التيم مع بعضه بي ايه بي بي بيعلي الانتاجيه بتاعت، ما بتبقاش الانتاجيه بالتجميع. دي الـ 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 الناس الاشتراكيين سموها ايه؟ سموها المنفعه الحديه. يعني ايه؟ يعني دي اللي قام عليها، يعني حتى يعني هي مش بره السياق قوي، يعني ده الماركسيه قامت عليها كارل ماركس، قال لك ليه صاحب العمل بيستعمل راس ماليه في كتابه اللي هو اسمه راس ماليه، ليه صاحب العمل ياخد نتيجه مجهود الناس دي او الفارق بتاع مجهود الناس دي؟ يعني مفهومه الحته. فده طبعا ده خلل في التفكير، يعني لان يعني ان هو يعني لو انا عندي مجموعه وبتشتغل، انا جمعتها وعملت شركه او عملت مجموعه او عملت حاجه وعملت شغل، انا اللي عامل هذا الكلام، وانا ك ك ك يعني ك لما لميت الناس دي كلها من اولها لاخرها، ما انا لازم هكسب منين؟ هكسب من نتيجة العمل اللي عملوه الناس دي كلها وإلى آخره، وهم برضو بيكسبوا منه، لأن لما هتزيد زيادة الإنتاجية
مش هتبقى لصاحب العمل لوحده او لصاحب المكان لوحده، لا لازم بتعود بنسب معينه على كل العاملين. فدي المزايا التنظيميه. في المزايا الوظيفيه بقى، الهويه المهنيه، انت يعني مهنتك انت بتتاكد وبتعظم، تبادل الخبرات ودي اتكلمنا عليها برضو، مشاركه الافكار والحلول الابتكاريه، دي جميله جدا ومهمه جدا في خلال العمل بتاعنا. في المزايا العمليه، تنميه المعرفه وبتتعلم مهارات جديده في النمو والتقدم. كتير جدا جدا في مشروع كتير جدا باجي الاقي مهندس كان بيشتغل عادي، يعني مشروعات كتير جدا كمهندس لسه حتى جونيور انجينير يعني متخرج بقاله سنه سنتين ودخل وبص قعد مع بلانر وقعد مع الكونستراكشن كله، السنه الثانيه بلاقيه دخل في بقى بلانر يعني حب البلاننج فتخصص فيه وايه وتعلم مهاره جديده، ودي كان السبب ان هو بعد كده بقى يعني ايه مدير تخطيط كبير جدا جدا في شركه كبيره جدا يعني. المزايا النفسيه، الشعور بالانجاز، لان انت في كتيم انت ما بتنفذش حاجه لوحدك، يبقى احنا كلنا بنحس بالانجاز ده مع بعض. اثبات الذات، انا برضو نفس القصه، انا عارف انا دوري ايه ومثبوت يعني، انا من ضمن الفريق انا حققت كذا كذا وخليت الفريق وصل لكذا كذا كذا كذا، بينا كلنا مع بعض. كلمه ايه؟ نحن مش انا، لا نحن. التقدير المعنوي، دي المزايا النفسيه، انا ما بحس ان انا اشتركت في مشروع وبينجح ونجح وخلص وعمل، بتبقى يعني ما بمشي بقول ده انا ده اللي بيبقى يعني رئيس طبليه ولا حاجه وكان بيبني في مبنى كبير يعدي يقول لك انا اللي بنيت المبنى ده مش المهندس اللي اشتغل فيه. التقدير المعنوي ده بيبقى يعني ايه؟ يعني بيرتبط حتى بالانسان يعني، الولاء والانتماء طبعا دي ايه؟ واضح برضه اتكلمنا عليها. طيب المزايا الاجتماعيه بقى في علاقات متبادله، ودي مدير المشروع الشاطر او اللي عايز يبقى يستمر في يبقى عنده علاقات متبادله، بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي انا مسكت مشروع مثلا في حته معينه، بصرف النظر اذا كان لو مشروع كونستراكشن او غيره او الى اخره، خلصنا المشروع، واحنا اي مشروع احنا بنمسكه بيخلص. طيب رحت مشروع تاني حتى في بلد تانية، وده انا بتكلم عن ايه؟ عن تجارب، انا مش بتكلم عن كلام نظري، لا رحت بلد تانية مسكت مدير مشروع فيها. الصح برضو دي نقطة من النقط اللي هي الهامة جدا، بس هي غلطة شايعة في مجال البيزنس. يا باشا شركة المقاولات تروح عاملة ايه؟ فلان وفلان 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 وفلان، يلا بقى ندور لهم على مدير مشروع، سواء عندهم من الشركة بقى او من بره الشركة. هذا الكلام مش صح. الصح ان انا اول واحد اختاره مدير المشروع اللي انا اعرفه واثق فيه، او اعمل اعلان واجيب ناس واعرف ناس اشتغلت فعلا، مش ناس يعني ايه مظبطه ورقه مظبطه حاجه، لا جيب معايا مدير المشروع الاول. ومدير المشروع لابد وان يشارك في تكوين الفريق، لابد، لان في حاجات كتيره جدا 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 يعني ايه بتبقى هامه جدا للمدير ده هشتغل معاه. قبل برضه اطلع من النقطه دي بقى على العلاقات المتبادله، يعني انا مثلا مسكت مشروع في 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 في, في القاهره مثلا، وكونت فريق فيه معايا بلانر، معايا دوكمنت كنترولر، معايا ستراكشر انجينير، معايا كونتراكت مانجر، معايا كل حاجه الناس دي كلها الخير. طب انا خلصت المشروع ومشيت رحت مشروع تاني، اول ناس هفكر فيهم ايه؟ ما انا بتكلم على الايه؟ على البيئه الصحيه، اللي هي البيئه الصحيه بتخلي مدير المشروع بيختار بيشارك في الاختيار بتاع الناس. هيعمل اول حاجه يعملها ايه؟ تعالى يا مصطفى، تعالى يا جورج، تعالى يا خميس، تعالى يا علي، الناس اللي كانوا بيشتغلوا معاه قبل كده. دي بتساعد بايه بقى؟ انا بتكلم على دي برضو، على ايه؟ على دي المزايا الاجتماعيه دي، ان انا من اول يوم وانا مدير مشروع هنتج حاجه، انا هعمل لنا بعد كده في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في اللايف سايكل بتاع الـ بتاع الـ بتاع الـ بتاع الـ بتاع الـ بتاع الـ بتاع المشروع، اللايف سايكل بتاع الفريق، هيبقى الفورم وبعدين الستورمنج، يبقى في فتره الناس تتعرف على بعض. فانت لما تجيب ناس يشتغلوا معاك قبل كده وعارفهم وعارف بيشتغلوا ازاي وناس عارفين بعض،
هتلاقي ان انت من تاني يوم بتشتغل في الفريق وبتنتج في الفريق، فريقك بيشتغل لغايه ما ايه ما تكمل بقيه الفريق بتاعك او او الى اخره. فدي مهمه جدا جدا، الاحترام والثقه زي ما بنقول. يعني ده الحديث عادي، ليس منا من لم ايه من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. احنا ايثكس، دي ايثكس، دي ايثكس. انا مش بتكلم يعني مش قصه تدين بقى وبتاع يعني، لا يعني قصه ايثكس، ان انت لازم احترم الكبير واثق في الايه في اللي بيشتغل معايا. في ناس كثيره جدا بتاخد مبدا ايه، تقول لك انا ما اثقش في حد لغايه ما يثبت لي ان هو اهل ثقه. لا، ده العكس هو الصحيح، انا اثق في كل اللي معايا لغايه غلطه واحده مقصوده. يعني انا ده مبدا الحقيقه، انا برضو انا يعني ايه براكتيكالي انا معتقد ان هو يعني صح، لان لو احنا مش هناخدها كده كل واحد ممكن يمثل دور اللي هو المثالي لمده كبيره جدا، وتلاقي فريقك اتكون وعمل. انما لو من الاول خالص بشتغل بطبيعتي وكل الناس بتشتغل بطبيعتها وبثقه وبحب وباحترام، هيبان الديفيشنسيز اللي في كل واحد، ونقدر ان احنا يا اما نعدلها نغيرها نصلحها نظبطها مع بعض، يا اما اللي يلاقي نفسه مش قادر بوضوح، مثلا ممكن يتحط في لوكيشن تاني، يروح على مشروع تاني، يعمل حاجه. يعني المهم ان هو ايه مش هيقدر يكمل مشروع للاخر يعني. وبمنتهى الحب ومنتهى الاحترام ومنتهى الود والقبول الاجتماعي. طيب تذكر، فريق العمل وسيله للعمل الجماعي المنسجم بين افراد متجانسين. شايفين كلمه ايه؟ العمل الجماعي المنسجم بين افراد متجانسين، افراد متجانسين مع بعض. التجانس ده ما يعنيش حد مش متجانسين انا زي بعض، بالعكس متجانسين يعني كل واحد بيضيف. وهنشوف برضو ان في تسع مراكز او تسع مسؤوليات في الفريق، زي بالظبط فريق الكوره اللي هو ايه من الجول كيبر لخط الباكات لخط الوسط خط الهجوم و4 2 4، ويعني تبع ان دي ان كل واحد له رول وله طريق معين. وبذل جهود منسقه لتحقيق هذا المشترك. طيب بناء فريق عمل المشروع، المفهوم تكوين جماعه مندمجه يتوافر فيها الالتزام. يعني ده بقى ايه؟ يعني ايه بناء فريق عمل المشروع؟ تكوين جماعه مندمجه يتوافر فيها الالتزام والقدره على اداء مهام معينه وتحقيق اهداف محدده من خلال انشطه متعاونه ومتفاعله. جماعه مندمجه مع بعض وبيلتزموا كلهم وقادرين ان هم ينفذوا مهام معينه وتحقيق ايه؟ اهداف محدده من خلال انشطه متعاونه ومتفاعله. واضح الكلام؟ يعني احنا كلنا متقابلين نظام معين، متقابلين بروسس معين او بروسيدرز معينه، وايه وناظرين لهدف واحد او هدف معين اللي هو هدف الفريق او هدف كلنا بن ايه باصين له. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. افتراضات بقى بناء الفريق اللي هو بناء فريق الايه يا واحده عشان ما نطلعش بره الايه الموضوع. طيب افتراضات بقى بناء الفريق، كي تزيد انتاجيه الجماعه يجب ان يتعاون الاعضاء وتتضافر جهودهم لانجاز المهام المطلوبه. لازم في تعاون اعضاء، تعاون كامل اللي هو الايه الكوبريشن. اول كلمه بتسمعها في اي ناس غير متكلمه عربيه، متكلمه عربيه بتقول لك التعاون، دي يعني ايه؟ خلاص؟ فايه يتعاون الاعضاء وتتضافر جهودهم لانجاز المهام المطلوبه. يستلزم تحقيق المساهمه الفعاله من الافراد اشباع حاجاتهم الماديه والاجتماعيه والنفسيه. يعني انا واحد عضو فريق، المفروض ان هو يعني هو مش داخل عضو مش عضو فريق كده يعني هوايه ولا ان هو مثلا، لا يبقى لازم حاجاته الماديه، ودي هتكلم عليها ان شاء الله برضه في سيشن لوحده، اللي فيها حاجات الانسان
وهيبقى في هرم ماسلوف بقى والديرجر وكلام ده الاخر، هنتكلم عليه برضه ليتر اون بقى اللي جاي او اللي بعده او قدام شويه يعني، يبقى في بيننا هذا الكلام. طيب اشباع الحاجات الماديه والاجتماعيه والنفسيه، دي ايه الاحتياجات اللي هنتكلم عليها ان شاء الله في ايه في 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 سيشن لوحده، سيشن كامل، سيشن هامه جدا برضه. يؤدي زياده فعاليه الفريق الى تحسين الفعاليه الشكليه للمشروع والمنظمه. يعني انا احنا مجموعه فريق في شركه معينه، دايما هقول لك ايه دول رجالتي طبعا، يعني هي ايه يعني في ناس بتعتقد ان هي كلام مش مظبوط، لا هو مش رجالتي يعني ان انا يعني لا، يعني دول الناس اللي احنا اشتغلنا مع بعض وتوافقنا وكنا كويسين مع بعض والى اخره، وعملنا نتائج مع بعض وهنجتمع كمان على اي موضوع هنعمله. طيب احنا اشباع تحسين الفعاليه الشكليه للمشروع بالمنظمه، وهيبقى شكل الايه المشروع ده شكله حلو، يقول لك ده المشروع ده التيم بتاعه ممتاز ورائع والى اخره. هيبان بعد كده برضو ان التركيبه اللي احنا قلنا فيها 9 ادوار زي فريق كره فيه 11 دور. بناء الفريق لا تفرض اراده الاخرين بل قناعه العاملين ورغبتهم في العمل. وده اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. يعني انا ممكن اداخل مثلا انا قدمت على شغل في مشروع وداخل على اني كونتراكت مانجر. ده ايه مدير عقد. طيب دخلت بدات اشتغل بدات اتعامل بدا يتحرك المشروع مرة في الثانية في الثالثة، لقيت نفسي مش قادر أتوائم مع الفريق. لا يعيبني إن أنا أقول وبالعكس وأحافظ على صداقة الناس وكل حاجة، بس أنا مش قادر أتعامل معاهم بالسيستم ده أو بالطريقة أو إلى آخره، إنما إحنا إخوة وزملاء وكل حاجة. فما نتحركش أبدا، إحنا نقول والله يعني أنا هستأذنكم ومثلا همشي مثلا او مش قادر اشتغل كذا. يعني هنا بقى يعني لا يفرض على حد اراده معينه، يعني بناء الفريق لا تفرض اراده الاخرين بل قناعه العاملين ورغبتهم في العمل. يعني الناس اللي جوه الفريق يبقوا هم مقتنعين ببعض ومقتنعين بالعمل اللي بيعملوه ومحبين له وباصين له بشكل هدف، يعني يتحول الهدف العام اللي هو بتاع المشروع الى اهداف شخصيه. انا عايز الفريق ده ينجح، انا عايز الشركه دي تبقى اكبر شركه في الدنيا. بيبقى حب، بيبقى رغبه في النجاح، بيبقى اثبات ذات زي الكلام كنا بنقول من شويه. يساعد بناء الفريق على فهم السلوك الوظيفي، سلوك التنظيمي الاورجنايزيشن بيهيفير والشخصي للاعضاء، و وضع الخطط اللازمه لتطوير الانجازات. هنا بقى المتطلبات الاساسيه لبناء فريق العمل الفعال. هنا في 4 متطلبات اساسيه. اول حاجه اسلوب العمل. ثاني حاجه المهارات والمعرفه لاعضاء الفريق. كل واحد بيبقى عنده مهارات معينه ومعارف معينه. انا في التكنيكال اوفيس لو انا بشتغل مثلا بالريفت ابقى عارف اعمل الموديل ازاي، اعمل ازاي انا بشتغل مثلا، اول لو انا يعني لو في بيم مثلا وبنشتغل بالدايمنشنز بتاعت الكليه، يبقى كل واحد عارف عنده مهارات معينه ان هو يعملها. لو انا بشتغل مثلا ك ك ك ككونتراكت مانجر، يبقى انا لازم عارف يعني ايه فيدك، يعني ايه انواع عقود، يعني ايه يعني ايه يعني ايه كلام من الاول لاخره. لو انا هشتغل في الكونستراكشن ابقى عارف حتى اللانجوج اللي هتعامل بيها مع العمال وهتعامل بيها مع الناس كلهم وهكذا. يعني كل واحد بيبقى عنده مهارات ومعرفه لاعضاء، مهارات ومعرفه، المهارات بتاعته كابابيلتيز بتاعته والايه المعرفه بتاعته النولج بتاعه بقى لايه اعضاء الفريق كل واحد في مجال اللي هو بيشتغل. طيب بيئه عمل الفريق المحيطه. بيئه عمل الفريق المحيطه
اللي عايز اقول لكم عليه ايه، ان دي عاده بتعتمد على اداره المشروع، يعني مدير المشروع، مدير المشروع هو اللي بيتسبب في خلق بيئه عمل محيط كويس. لو هو نجح ان هو يخلق كل الكلام كل ما اتكلم عليه من شويه بين اعضاء الفريق، بيئه العمل هتبقى ممتازه وطلعت هتبقى كويسه جدا، وعمر مشروعك مع ايه مع حاجه ما فيش اي مشكله هتحصل بره. انما للاسف الناس، في ناس كتير يعني، انا مش بسمي حد بس دي برضه قابلتنا في خلال حياتنا، بيقول لك ايه انا سياستي فرق تسط، يعني اوقع ما بين ناس وبعضها عشان انا بقى ايه اتحكم فيه وانا اتحكم فيه. هذا مبدا خاطئ جدا 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 جدا. ومثلا يعني اللجوء لامور انا مش يعني، يعني انما ما بعمل التحفيز او ما بعمل البوزيتيف كونفليكت، مش كونفليكت اللي هي يعني ان انا اخلي فيه منافسه شريفه ما بين الناس. يعني لو انا كل شهر مثلا بعمل ايه؟ مثلا في المواقع رجل العام او رجل الاسبوع او رجل الشهر، مثلا عامل ده عامل عادي جدا، عامل نظافه في المشروع، بحطه ان هو في تشيك ليست معينه او حاجه معينه، وطلع ان العامل ده هو رجل الشهر، هو احسن واحد كان بيرفورمينج خلال الشهر. خلال الشهر محدش شاف حته ورقه في الارض، مثلا التشيك ليست بتاع تنظيف الحمام بالشكل معين، يعني كان بيرفكت. لا يعيب ان انا يبقى هو ايه رجل الشهر، وبتبقى البيئه كويسه وصحيه، وكل واحد له رول. زي دايما ما بنقول دايما ايه، ان انا اسف يعني ما حدش يزعل مني وانا مش بقصد حد، ان العامل الملتزم الشاطر المتميز المحب الناجح احسن من رئيس مجلس اداره ما فيهوش الصفات دي وفاشل. مين الاحسن للمشروع ومين الاحسن للعمل ومين الاحسن؟ اللي هو بيأدي الرول بتاعه كما ينبغي وكما هو مطلوب منه. هنا بقى القياده والرقابه. فدول اربع متطلبات الاساسيه لمن فريق العمل: اسلوب العمل، المهارات والمعرفه الاعضاء، القياده والرقابه، وبيئه عمل الفريق المحيط. طيب المتطلبات الاساسيه بقى لبناء فريق العمل الفعال، هنتكلم على بقى ان ديتيل. اسلوب العمل، نوع المهمه او المهام المطلوب انجازها، مدى صعوبه او تعقيد المهمه، العلاقه بالمهام الاخرى لنفس الفريق او الفرق الاخرى، مدى توافر المعلومات عن المهمه وكيفيه انجازها، الاساليب المتاحه لانجاز المهمه، تكنولوجيا وادوات العمل. دي اللي بتحدد اسلوب العمل بتاعنا. المهمه اللي عندي شكلها ايه؟ والمهام المطلوبه مني ايه؟ وهل هي موضوع صعب ولا انا على فكره انا لا اؤمن بان في حاجه صعبه. لان اي حاجه صعبه انا لو انا حاجه تكنيكال انا اجيب المتخصص التكنيكال بتاعها، وبجيب مدير المشروع اللي هو القادر على انه هو يجمع كل التيم بتاعه وبيديره بشكل علمي وبشكل عملي وبشكل كويس بتوصل للنتائج. صعوبة تعقيد المهمة، العلاقات، العلاقة بقى بالمهام الأخرى، يعني ممكن في نفس الفريق يعني ده له مهام، ده له مهام، ده البلانر له مهام، الاي كيو سي له مهام، كل واحد له مهام، فيبقى كل واحد دي العلاقة يعني إيه مركبة يعني. او فرق اخرى، يعني ممكن نبقى احنا مثلا جوه مثلا بورتفوليو او جوه بروجرام، وفي فريق تاني مشروع تاني، واحنا بنشترك مع بعض كفريقين في حاجات معينه. ده في مثلا في البروجرام مانجمنت او في البورتفوليو مانجمنت. بدا توفر المعلومات عن المهمه، لازم يبقى معلومات كافيه وواضحه عشان اقدر ان انا ايه انفذ الكلام ده. الاساليب المتاحه بقى لانجاز المهمه، البروسيدجرز بقى والبروسيسز والتشيك ليست والكلام ده كله، تكنولوجيا وادوات العمل اللي هي الادوات اللي في ايدي. هل انا مثلا عندي بريمافيرا وعندي 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 وما فيش تكنولوجي ان انا ما فيش في ايدي، عايز اعمل تاور مثلا كام دور وعايز اعمله مثلا بعروق والاتزانه، وادوات العمل اللي عندك هيبقى لازم عندي ايه؟ التكنولوجيا الصالحه
العمل الانجاز العمل اللي عندي يعني وادوات العمل. طيب المتوسط ايه ده؟ النوع الثاني بقى المهارات والمعرفه لاعضاء الفريق، الاعداد ومستوى الخبرات، يعني اعداد الناس ومستوى خبراتهم اللي هم الفريق، التركيب المهني للاعضاء، لازم يبقى عندي ناس كتير. يعني انا في مشروع كان على البحر الاحمر، اذكر كان الفريق كان 170 واحد، اتنادينا بتتبنى هناك والمدن جميله جدا، مش عايز يعني اقول عليها دلوقتي، ما يعني مش بنعمل دعايه لحد ولا بنعمل، كان 170 واحد. فده من المشروعات الجميله جدا قعدت عليها وعرفت منها ناس، ده الكلام ده بقاله مثلا 15 16 سنه، والناس يعني ما زلنا بنكن لبعض كل ود وكل حب وكل احترام. يعني التركيب المهني للاعضاء، القيم السائده بينهم مهمه جدا، زي ما قلنا الاثكس، والاثكس دي حاجه هامه جدا، يعني مش بقى يعني زي ما بيقولوا فرق تسد او اديله زومبا او الكلام اللي هو ملوش لازمه، اللي بيفسد اي حاجه في الدنيا، وبتبقى حاجات بنعتقد انها صغيره لكن هي مش صغيره. لا، دي احنا لازم نبقى ايه؟ يبقى القيم بينا كل ود وحب واحترام وخوف على الزميل زي ما نخاف على نفسي بالظبط. القدره على العمل الجماعي، في بعض الاكسبشنز بتبقى ناس ما بتحبش العمل الجماعي، يعني في واحد يعني بيحب يشتغل لوحده، ما مش يعني مش تالنتد ان هو يشتغل، خلاص يبقى ده ما ينضمش لجروب بقى. يعني حتى اللي يعني انا اسف، يعني برضه انا اسف برضه، يعني ده لو هو لو بيلعب عود او بيلعب كمانجا او بيلعب قانون او اي حاجه من الحاجات دي كلها من اول لاخرها، كل واحد طبعا بيبقى له بينه وبين نفسه عايز يقعد مثلا لوحده وعايز يعمل هذا الكلام، انما بيبقى اقوى كتير جدا 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 لما يبقى ايه؟ لما يدخل جوه ايه؟ عمل جماعي، اللي هي ايه؟ يتعمل مثلا فريق، او مثلا في الغرب يتعمل فريق مثلا وله ليدر. يعني العمل الجماعي دايما النتاج بتاعه رائع رائع رائع. نمرة 5، الرغبة في التعاون وتبادل الخبرات، يعني لازم انا يبقى عندي رغبة ان انا اتعاون مع اي حد تاني ونتبادل الخبرات، انا ما اخبيش حاجة. يعني انا يعني ربنا رزقني بعلم معين او خبرات معينة وكان معايا تيم، مش كمدير، مش كمدير مشروع، لا انا كبلانر بقعد افهمهم واعرفهم يعني ايه بريمافيرا، او يعني ايه شورت تراك، يعني ايه فاست تراك، يعني لو انا بشتغل بيم اعرف الناس واوريهم واقول لهم واشرح لهم. انا بشتغل مثلا دوكيمنت كنترولر، وعلى فكره دوكيمنت كنترولر برضه هيبقى عليه لقاء رائع هتشوفوه ان شاء الله، بس ده قدام شويه لان هو تقيل حبتين. الدوكيمنت كنترولر برضه يبقى الناس فاهماه وعارفاه. مهارات الاتصال والعلاقات الاجتماعيه مهم جدا واتكلمنا عليها قبل كده. الدوافع والاتجاهات، انا عايز ايه واتجاهاتي ايه، درجه الانتماء او لا للفريق، دي لازم تبقى عاليه جدا جدا، كل ما كانت درجه الانتماء او لا للفريق عاليه وبتبقى النتائج بتبقى بوزيتيف جدا. الروح المعنويه والمشاعر والاحاسيس، دي طبعا تعتمد برضه على قائد الفريق او التيم ليدر او مدير المشروع. طموح الاعضاء والرسمه المستقبليه، يعني انا في مثلا لو الهجر التنظيمي بتاع المشروع مثلا، انا مثلا مهندس تنفيذ، لازم يبقى عيني على الايه، على الهجر التنظيمي ده، وباصص لنفسي ان انا عندي مدير كونستراكشن مانجر، انا عايز ابقى زيه. يبقى انا ايه ده الطموح بتاعي بقى ونظرتي المستقبليه، يعني نظرتي المستقبليه مش انا عايش طول عمري مهندس تنفيذ وبس، لا ده انا هبقى ايه؟ كونستراكشن مانجر. بقيت كونستراكشن مانجر يبقى انا طموح ان انا اعمل ايه؟ ابقى بروجكت مانجر وهكذا. يبقى دايما في طموح وفي ايه نظره مستقبليه للانسان يعني جوه التيم. درجات القوه والتعقد والتاثير على الاخرين. طيب المتطلبات الاساسيه، القياده والرقابه، المهارات الشخصيه، دي في بناء الفريق العام الفعال برضه. هنا القياده بقى، قياده ورقابه بتعتمد على ايه؟ مهارات شخصيه، مهارات فنيه، انماط السلوك، ده بيفرق بيبان، وده
يعني برضه دي حاجات اعتقد احنا اتكلمنا في الكوميونيكيشن فعليها شويه. مقومات النضج الماتيوريتي، الماتيوريتي موضوع من الموضوعات المهمه برضه، القدره على التنسيق وتحقيق التكامل، القدره على بث الثقه والاحترام والتعاون، التشجيع على المشاركه، المحافظه على تماسك الفريق، توفير المناخ الايجابي، يعني ما اسمحش لاي مشكله بين اثنين او بين ثلاثه او بين اربعه الفريق بتاعي يضيع. انا كمدير مشروع لازم فورا، عشان كده هيبان في اخر البرزنتيشن بتاعنا ده ازاي احل الكونفليكتس. كل ما كان حل سريع وعادل وسليم كل ما الفريق بتاعي بيفضل متماسك لغايه اخر لحظه وبنمشي مع بعض حبايب مهما حصل لنا مشاكل خلال المشروع. توفير المناخ الايجابي، تقديم النصح والمشوره عند الحاجه، تدريب وتنميه الاعضاء. برضو انا مش يعني انا عاده بيرسونالي وبنصح برضو اي حد يبقى عنده مشروع ان هو يبقى في اجتماع كونفيدنشال مع الاعضاء كل اسبوع بنتكلم فيه عن نقطه معينه، بنتكلم عن البلاننج، ونخلي مثلا البلانر يشرح لنا الدنيا ماشيه ازاي وبعمل مونيتورنج ازاي وبعمل ريبورتنج ازاي والكلام ده كله ازاي. يبقى كل واحد في الاعضاء بايه بيتعلم حاجه، اللي ماسك الدوكمنت كنترولر بيشرح بقى الفايلنج سيستم ازاي وبيشرح الدوكمنت مانجمنت ازاي وازاي يوجه ده ودي اتعمل ازاي وبتعمل ايه. يعني كل واحد لو احنا كفريق وفي كوبريشن لازم ايه بيبقى فيه نوع من التدريب، كلنا نعرف هذا الكلام عشان في الاخر احنا كلنا بنستفيد. الرؤيه وبعد النظر، تسهيل مهمه الاعضاء، يعني دايما اي يعني ده دور من ادوار يعني التيم ليدر ومن ادوار الفريق. بيئه العمل الفريق المحيطه، احنا كام سلايد كمان يعني اعتقد انا شايف الناس بدات تتحرك، يعني نقدر نعمل 5 دقائق او يعني نعمل بريك يعني بس نخلص ايه المتطلبات السريعه بناء في العمل الفعال. بيئه عمل الفريق المحيطه، اهداف المشروع وانشطته، تركيب فلسفه الاداره العليا، الاداره العليا مهمه جدا. ما تجيش مثلا احنا ماشيين وبنشتغل كويس جدا يجي حد من الاداره يقول له انتوا مشروع فاشل، ده انتوا. لا، نظم التحفيز والمكافاه لازم يبقى فيه تحفيز. احنا حققنا الخطه، يعني لازم يبقى فيه ريورد، في مقابل يبان للناس ومكافأة. أنظمة الاتصالات وتبادل المعلومات، دي بقت كل حاجة دلوقتي، يعني دلوقتي واتساب بقى في أي حتة تلاقي واتساب لمشروع مش عارف إيه يعني وهكذا. فرص التدريب والنمو، لازم برضو كل واحد يبقى قدامه فرصة. كنا بنتكلم شوية إن أنا لوكينج للليفر الأعلى في الأورجنيشن شارت بتاعي، أنا مش هفضل طول عمري مثلا مهندس تنفيذ وبعد كده هبقى مثلا مدير موقع وبعدين هبقى مدير تنفيذ وبعدين هبقى مدير مشروع، فيبقى ايه لازم يبقى فيه تدريب ونمو. نظم تقويم الاداء، تقويم الاداء اللي هو الايه؟ اللي هو الاسسمنت، الاسسمنت بتاع او الكي بيرفورمانس انديكيتورز يعني بتاعت لازم تبقى موجوده دلوقتي، ودي بقت علم وتخصص لوحده وبقى يعني بحر وناس كثيره جدا يعني اساتذه فيه وبقى موضوع كبير يعني اللي هو الكي بيرفورمانس انديكيتورز. نوعيه الخطط والسياسات، مدى توفر الموارد، يعني لازم الموارد تبقى جاهزه، يعني انت ممكن عندك كل حاجه مثلا انت بتعمل خرسانه في الموقع عندك كل حاجه الا الميه وقفت، يعني لازم الموارد اللي موجوده تبقى عند حدود ان ايه ان لازم يبقى الموارد كافيه. طبعا احنا قلنا احنا اتكلمنا على المواد اللي هم الفور ام اللي هي الايه؟ مان باور، ماشينري، ماتيريال، ماني. لازم الموارد دي تبقى موجوده الكافيه لعمل الهدف اللي انا بعمله. يعني مش كل مش اخزن كل حاجه او اشيل كل حاجه لما تيجي وقتها، لا، يبقى انا عندي قدره تمانج الموارد ان انا اجيب الموارد دي ليه؟ في وقت ما انا محتاج لها في البرنامج الزمني. ظروف العمل الماديه دي مهمه جدا. في ناس كتير بتشتغل
وهي معهاش فلوس او معهاش امكانيات او معهاش ناس. وعلى فكرة برضو دي من الحاجات اللي احنا دايما برضو بنختلف فيها مع ناس كتير، مش كتر الفلوس اللي بيحل المشروع او اللي بيحرك المشروع او بيوصله للنتائج، لا، حسن إدارة الفلوس. حسن إدارة الفلوس يعني مش يعني مش الماني يعني يعني ايه المانجينج الماني، هو ده يعني. مش يعني ممكن واحد يبقى معاه يعني 100,000 جنيه يدير مشروع مثلا بمليون، وفي واحد ممكن يبقى معاه 800,000 جنيه وما يقدرش يدير مشروع بمليون. يعني خلي بالنا ان الموضوع حسن إدارة الايه الريسورسز او يعني يعني لو اتكلمنا عن الماني كأحد انواع الريسورسز، يبقى حسن ادارته مش كتره او قلته. بالعكس احنا احيانا لما بيبقى عندي، ودي قابلتني كتير كتير قوي خصوصا في الخليج، ان لو زاد الـ مثلا الاتش ار، يعني لو انا في مشروع المشروع ده محتاج مثلا 50 واحد، لو انا حطيت فيه 100 واحد هيطلعوا انتاج علمي بيعملوا 50، لان ال 50 اللي ما لهمش لازمه دول هيقفوا يتكلموا مع اللي بيشتغلوا وهينزلوا الانتاج ده بتاع الاثنين. فلازم يبقى فيه البالانس والوضوح معروف. العادات والقيم، طبعا كل واحد له عادات وله قيم، ولازم تبقى ايه يعني مرتبطه بالبيئه اللي حواليه. طيب المعوقات الفرديه، نقص الدافعيه للعمل في الفريق، عدم توفر قدره على تحمل مسؤوليات العمل الجماعي، في ناس ما بتحبش تشتغل في العمل الجماعي، نقص التهيئه الذهنيه والنفسيه للعمل في الفريق، عدم توافر التدريب على العمل الجماعي، لازم يبقى في تدريب على العمل الجماعي، وصفات شخصيه سلبيه، واحد عنده انطواء، واحد عنده عدم تكيف، لا يعني ايه اذا اضطريت واحد زي ما يشتغل يبقى يشتغل في حته ايه تحتمل ان هو يبقى لوحده مثلا، او اتصاله بالناس ما يبقاش يعني ايه مستمر يعني. اما لو ممكن هو يبقى بتاع مثلا متخصص قوي في الكمبيوترز، متخصص مثلا في الدوكمنت كنترول، متخصص في حاجات، مش لازم بقى يبقى الكوميونيكيشن بتاعته وعنده يعني حاجه نفسيه. ممكن نفك الانطواء ده وعدم التكيف، ده بيتحل على فكره. يعني الاورجنايزيشن بيهيفير له حلول كتيره جدا، والاتش ار له حلول جدا للكلام ده. انما لو هو خلاص هو ثبت على كده، او في بتبقى الناس بتبقى رافضه ان هي تتكيف او الاخر، فدي نقدر نستفيد بيها لو احنا محتاجين لها، او لو هو يعني مع حابب الفريق وعايز يكمل معاه. تضارب قيم الفرد واتجاهاته مع قيم واتجاهات الفريق. يعني مش عايز اتكلم كلام يعني خارج عن الاصول، لكن لما يبقى فريق بيعمل حاجه غلط، وفي واحد وفي فرد عنده قيم وعنده الكلام ده كله، طبعا مش ممكن يعني ايه هيتفق مع قيم الفريق، والعكس. يعني لو فريق بيقاد بواحد كويس وامين ومخلص والى اخره، ودخل جوه الفريق ده واحد قيمه مختلفه، يعني باصص للامور بشكل مش كويس، طبعا ايه ده مش هينفع مع الفريق ده، مش هينفع. في لحظه من اللحظات يتيجي منه بقى، يتيجي من التيم ليدر او البروجكت مانجر، ان هو يقول له متشكرين جدا منك وما تنفعش معانا. طبعا الكلام كلنا فاهمين يعني. تعارض الاهداف، يعني في واحد له هدف معين وبالتالي هدف ثاني هدف ثالث، دي بتطلع الفريق من انه فريق وبتحوله لايه؟ لجماعه زي ما كنا بنقول في الاول. انخفاض الروح المعنويه، دي برضو بتعتمد على اداره المشروع. مدير المشروع الشاطر هو اللي بيخلي الروح المعنويه للناس اللي عنده على طول عاليه. الناس تقول لك لا ده انا لازم اضغط ولازم اعمل وامشي مش عارف ايه، لا، انت الشطاره، انت مدير مشروع وانت ماشي كلمه الله ينور في بقك تبتدي أو تقول الله ينور، بعدين تقول بس الحته دي فيها كذا كذا، يعني تبتدي تشكر في الموضوع او تشكر في الانسان او تشكر في الشغل بتاعه، بتقول له ايه بس لو الحته دي اتعملت، بس لو مش عارف، يبقى احنا ايه، يبقى ده بترفع الروح المعنويه بتاع الناس وبتشجعه ان هو ايه يكمل ويشتغل ويبقى يعني ايه كويس. نقص القدره على المبادئه والابتكار، دي برضو احد الحاجات ايه احد المعوقات اللي هو يعني ايه يعني زي ما ناس كتير جدا مش بنشوفها وبتقابلنا، يقول لك بس انت مثلا ايه
حل لي مسألة زيها أو قول لي دي هتتعمل إزاي. يعني دي حاجات على فكرة على أعلى مستويات، المهندسين كبار يعني. مثلا طلب مني مرة إن هو عنده أضلاع مثلث ثلاثة، إزاي أحسب المساحة؟ بعت له المعادلة اديتها له، قال لي مش عارف أعرف برضه. رحت استعملها له، قلت له خد اديتها له بعتها له بالأوعات اللي هو عايزها. قلت له رجائي أنت إيه ترين يور سيلف إن أنت إيه تعرف هذا الكلام، لأنه حاجة بسيطة جدا ومهندس كبير. معلش. طب المعوقات التنظيمية بقى، هنا دخلنا المعوقات التنظيمية مش الفردية، الفتكة الفردية. تفشي البيروقراطية، تدني مستوى العلاقات بين الإدارة والعاملين، اللي هي الكوربريت مانجر بقى اللي جايبة التيم، ارتفاع درجة الرسمية في علاقات العمل. بتبقى حاجات رسمية بقى، يعني أنت مثلا إيه، يعني أنا مدير مشروع وتعالى معايا مثلا في الليفل الأولاني في الهيراركي بتاعتي، مثلا مدير مكتب فني، المكتب الفني معاه مهندسين، يقول لك ايه انت المهندس ما تطلعش ولا تكلم مدير المشروع الا عن طريقي كمدير مكتب فني. هذا الكلام مش كويس. يعني العلاقات والامور ما بتبقاش درجه رسميه في علاقات العمل بالشكل ده. يعني الرقابه المشدده والتركيز على الحوافز السلبيه، يعني ده معنى ان انت ايه، لو عملت هعاقبك، لو عملت هخصم منك، لو عملت هعمل فيك، لو عملت مش عارف ايه هكروشك. الكلام ده برضو ده مش كويس. يعني نخلي حاجه نعمل بالبوزيتيف، نقول له لو انجزت هتاخد كذا، لو حققت اللي احنا معنيه هتاخد كذا. يعني يبقى اللانجوج بتاعتي مع ان جنرال في مشروعي ما هياش تهديديه او حوافي او كلام سلبي، لا يبقى كلام بوزيتيف. ده بيشجع الفريق وبيخليه نفس المعنويات المرتفعه. يعني نقص الحوافز الائمه والائمه للعمل الجماعي. العمل الجماعي احنا زي ما بيقول في شركات جميله جدا، يعني تقول لك انت مثلا الريت بتاعك مثلا 100 يونت، لو انت مثلا حققت التارجت بتاعك الشهري بتاخد مكافأة مثلا 30%. لو انت حققت مثلا 120 يونت بقت المكافأة بتاعتك مثلا 40% من المين سالري، وهكذا. فدي لازم في حوافز برضه للناس، ودي هتبان برضه فين؟ في ال ال في 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 لقاء تاني بعد كده هيبقى فيه ايه؟ احتياجات الانسان، وازاي انا ايه اوصل يعني محتاج ايه وعايز ايه عشان تقدر توصل معاه لاحسن نتائج. عدم وضوح الرساله والاهداف والاستراتيجيات دي بتاع الخطوره، نبقى عارفين احنا رايحين فين. لازم المشروع اللي معايا ببساطه شديده المفروض هخلصه يوم كذا في شهر كذا، والاهداف بتاعته ان انا هعمل مثلا الكواليتي كذا وكل حاجه فيه كذا، والاستراتيجيات بتاعتنا استراتيجيه الشركه اللي انا فيها المشروعات اللي زي كده بتتعمل بالطريقه الفلانيه او الريبورت بتاع ازاي وهكذا. ضعف تشجيع الفكر الابداعي، يعني ما يجينيش واحد ده انت حاجات بتبدو بسيطة جدا، تبدو بسيطة جدا جدا جدا. يعني ممكن واحد يكون قاعد بيحفر أو بيشتغل بأداة حفر بسيطة جدا، ويعدي واحد جنبه يقول له يا عم مش كده، أنت امسك مثلا الفاس أو الطورية بالشكل الفلاني واعمل كذا كذا. في حاجات بسيطة جدا. فيعني إيه، لازم تشجع الفكر الإبداعي. ده أنا بتكلم على أقل حاجة، على العامل، ده مش الموظف حتى. فلازم أشجع الناس إنها تفكر وتبدع وتطور من نفسها. نقص المساعدات الفنيه الملائمه، ما يبقاش عندي التكنيكالز اللي هم على مستوى ان هم يقدروا ايه يعني يكمل الفريق، او ان هو يعني لازم عندي يعني عند مثلا المكتب الفني في المشروع بتاع المقابلات ده من اخطر الستبس. يعني انا حتى بقول لهم في اي مشروع بقول لهم يا اخوانا المكتب الفني دوره انه ما يخليش حد في الموقع ناقصه حاجه، ولا يفكر في حاجه، ولا يعدل حاجه. مثلا لما يجي يعمل شوب دروينج مثلا او يعمل ديتيل دروينجز او حاجه من هذا القبيل، المكتب الفني ده مخ المشروع. فدي المساعدات الفنيه دي هامه جدا 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 جدا، وانها تبقى واضحه ومبسطه وايه، وما تخليش اللي هياخد الاوتبوت بتاعه كتكنيكال اوفيس او كتكنيكال بيرسون ان هي تبقى ايه فيها غموض.
يرجع له تاني بالحاجه، لا يبقى انا الدروينج اللي انا عامله او الانفورميشن اللي انا عامله واضح، يخليه يعني يشتغل بدون اي معوق يعني. عن وضوح المهمه المسنده للفريق، غياب المعايير الموضوعيه لتقييم الاداء، ما فيش كي بيرفورمانس انديكيتورز زي ما بقول لحضرتك دلوقتي. موضوع الكي بي ايز ده يبقى موضوع كبير جدا ومتخصص جدا، بس يا ريت كل واحد يبقى ايه عارف الكي بيرفورمانس انديكيتورز بتاعه. النهارده في كتب فيها يعني مش عايز اقول لكم، مثلا يعني انا كنت كان مقابلني كتاب فيه 17000 كي بيرفورمانس انديكيتورز. ففي لقاء من اللقاءات واحد مهندس اعتقد كان عراقي يعني او امريكي حاجه زي كده، قال لي ده الكتاب ده بتاع الفلان الفلاني. انا الحقيقه بعيد عن ايدي دلوقتي او يعني موجود عندي سام وير في الدايليما اللي عندي كذات يعني خلال حياتي. فده بقوا 24000، فبقى علم لوحده كي بيرفورمانس انديكيتورز وتخصص ولازم يبقى يعني ايه موجود يعني. طيب فلازم تبقى ايه بقى المعايير الموضوع تقييم الاداء واضحه ومهمه، بتبقى تشيك ليست برضه ما بتبقاش يعني ما فيهاش تعقيدات يعني. صعوبه التنسيق بين اعمال الفرق المختلفه، يعني انا ممكن في نفس المشروع يبقى عندي فريق مثلا للتكنيكال الكتروميكانيكال، فريق للسيفل، فريق للاركتكشرال، فريق مثلا للاندسكيب، يبقى انا ايه اعرف انسق كويس قوي بين الفرق اللي هي الايه السب تيمز بقى جوه الموضوع. قصور التسهيلات الماديه والتكنولوجيه وانظمه العمل، يعني يبقى في تسهيلات ماديه مش قادر اوفر الامور الماديه بتاعتها، مش قادر ما عنديش تكنولوجيا تكفي، ابقى قاعد في موقع وما عنديش مثلا برينترز وما عنديش كمبيوترز ما عنديش انترنت ما عنديش، واقول انتج المزنوق طبعا هينتج بس هنعمل ايه، بس الانتاج مش هيبقى بنفس السرعه ولا بنفس الكفاءه ولا بنفس الريزلتس لو انت التسهيلات حطيتها انت في العمل وانظمه العمل. طيب عندنا المعوقات القياديه، الاستئثار بالسلطه وفرض النفوذ، يعني واحد مدير مشروع بقى افتكر نفسه ان هو او قائد افتكر ان هو بقى يعني سلطه بقى وان انت تمشي على كيفي وانا كذا وانا بقول كذا وانا اللي بعمل كذا، هذا كلام خاطئ جدا بيؤدي الى ايه؟ عدم البيئه ما بتبقاش صالحه للعمل يعني. طيب تفضيل اتصالات ذات اتجاه الواحد، يعني ده انا اقول لك ايه، انا ما انا بادي اوامر بس وتعليمات وتتنفذ وما حدش يكلمني وما حدش يناقشني، سيئه جدا. افتقاد الثقه في الاخرين، الناس اللي بيشتغلوا معايا انا لا اثق في حد لغايه ما يثبت لي هو ده كلام مش صح. فدي المعوقات القياديه. خلاص محدوديه الخبره في العمل الجماعي، يعني امسك انا مدير مشروع او قائد مشروع وانا ما اعرفش يعني ايه عمل جماعي وما مارستوش قبل كده ومش عارف يعني مش يعني ده يعني ده، فدي معوقات قياديه بقى لما يبقى قائد او تيم ليدر او تيم بتاع وما درسش الكلام ده وما يعرفش. الخلاف في القيم والاتجاهات مع اعضاء الفريق، لازم يبقى فيه نبقى مع بعض، ما يجيش واحد بيفكر بشكل معين. واضحه دي يعني مش عايز ان انا يعني ايه اوضح فيها اكتر من كده، انا اتكلمت عليها برضه انتش من بعيد عشان ما يطلعش مننا الفاظ يعني ربنا يحاسبنا عليها قبل ما تبقى بتاع. ضعف التدريب في مجال العمل الجماعي، لازم يبقى فيه تريننج. اي مكان ما فيهوش تريننج، اي يعني حضرتك لو هتيجي تبص في الشركات الانترناشونال ما بيهمهاش ابدا المهندس اللي بيتخرج اتخرج مثلا اتخرج جديد ومعايا اكسلنت ومعايا تريننج في كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وانا مهندس كبير عندي مثلا 10 سنين خبره في كذا كذا كذا، تلاقيها احيانا واحيانا كتيره جدا بتاخد اللي هو الجديد، مش لمجرد ان الكوست بتاعه بيبقى اقل من القديم، لا 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 بيبقى علشان عنده تريننج، بيحس ان هو عنده تريننج هيعوضه وهيديله اللي الكبير ده مش عنده بشكل معين. ده لان الاسسمنت بتاع الانسان في برضه طرق كتير، الاسسمنت بتاع زي ما في اسسمنت لشركات المقاولات اللي هو تقويم شركات المقاولات ان شاء الله تبقى موضوع برضه من الموضوعات اللي هنتكلم فيها. ف
التدريب. طيب تعريف التدريب برضو ده بالمناسبة، يعني احنا مش بره السياق. التدريب دايما هو ايه؟ الفارق بين ما عندك او ما عندي يعني كواحد بيشتغل وما هو مطلوب مني. يعني هل ينفع انا مهندس تنفيذ يقول لي انت امسك مدير موقع وهو انا مش فاهم يعني ايه اداره؟ ما ينفعش. وده الكلام كنا بنقوله في اول لقائنا، ان لازم كل واحد بعد 4 5 سنين يبتدي يخش في الاداره ويعرف يعني ايه اداره عشان يقدر هو يكمل يعني الحياه ويتطور فيها ويكبر فيها ويصل ان هو يبقى يعني في قمه اي هرم يعني. وصفات شخصيه سلبيه، في صفات شخصيه سلبيه احيانا يعني زي ما قلنا، واحد انطوائي، واحد عدواني، واحد، فدي طبعا ايه مش حلوه يعني بالنسبه دي المعوقات القياديه يعني. نقص القدرات الابتكاريه وعدم تشجيع الفكر الابداعي، ده برضه دي معامله خطيره جدا. يعني ان انت يعني ما نستهوش باي حد. في شباب كتير جدا جدا بيدخل اي مكان وقابلني كتير بهذا الشكل وبقدرهم ولازم يتحط في مجاله ولازم ياخد حقه ولازم نظهر كفاءاته ونعلنها ونقولها، ان لازم في الفكر يبقى في فكر ابداعي وفي ابتكار. لان يعني ايه زي ما احنا بنقول دايما، يعني انا ممكن انا راجل عندي 100 سنه وعندي في بيتي صوره كده معوجه مثلا شويه بقالها 30 سنه متعلقه، بيجي طفل عنده 6 سنين 7 سنين يقول لي بص يا جدو اللوحه دي معوجه، انا مش من كتر ما انا عايش فيها مش شايفها. فما نستهينش ابدا باي شباب يدخل عندك، لازم ياخد يعني ايه يتشجع ونشجعه ان هو يفكر ويطلع منه حاجات كتير. ده احنا واحنا شبابنا برضه حاجات كتير من فضل الله سبحانه وتعالى رزقنا بيها، ولازم يبقى عنده قدره على الايه على الابتكار. نيجي في عدم التوافق بين الشخصيه والاهداف التنظيميه. يعني لازم الاهداف الشخصيه تبقى مع الاهداف التنظيميه مع اهداف المشروع. المعوقات البيئيه بقى هنخلص المعوقات بناء فريق العمل الفعاله، وهناخد ايه 5 دقائق كده ترتاحوا شويه من، يعني انا مش تعبان، انا ممكن اكمل زي كل مره يعني اي وقت، بس عشان برضو الناس تبقى يعني ايه برضو. تعارض قيم المجتمع مع انشطه الفريق، يعني عدم تشجيع العمل الجماعي واضحه سلبيه بعض الامصر وكده افراد المجتمع، فدي احنا برضو شرحت من ضمن اللي احنا قلناه قبل كده. مراحل ودوره حياه فريق العمل. هنا باشمهندس عمر، هل نتوقف شويه 5 دقائق و10 دقائق؟ زي ما حضرتك تحب يا دكتور. لا انا مش انا 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 انت 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 اعتقد انك عرفتني. انا ممكن اكمل. ممكن بشكل او باخر نسال المجموعه. تمام. طيب مراحل ودور حياه فريق العمل دي داخله في خمس مراحل. وهنشرحها برضو دي حاجه جميله ومش محتاجه حفظ ولا حاجه، هتتفهم كده زي ما بقول لك. الطفل ده بيتولد كذا بيعمل كذا كذا، دي دوره حياه فريق العمل. وبعديها هنتكلم بقى على الايه، على الليدر شيب وعلى الايه كونفليكت مانجمنت. ف هل الناس على قدره ان احنا نكمل هذا الكلام، ولا ان احنا ناخد 5 دقائق او حاجه؟ هنا هنتكلم على مراحل ودوره حياه فريق العمل. لما كنا بنتكلم على دوره حياه المشروع وكنا هم ان هم 7 مراحل للمشروع، فاكرينهم؟ بريفيزابيلتي، فيزابيلتي، ديزاين، بروكيورمنت، كونستراكشن، ال انيشال هاندينج اوفر، وبعدين ايه الفاينل هاندينج اوفر في الاخر، يعني كوميشن هاندينج اوفر وبعدين فاينل هاندينج اوفر في الاخر. ده برضه دوره حياه المشروع فيها 5 مراحل بسرعه كده وببساطه شديده ما فيهاش اي حاجه. اول حاجه التكوين، يعني المشروع بيتولد، ففي التكوين اذا كلامك مجموعه ناس مع بعض، انا هتكلم بسرعه الاول هشرح عشان نعرف الموضوع، لا محتاج حفظ ولا محتاج يعني مش محتاج حاجه كبيره، بس احنا كلنا عارفينه
لكن هنتكلم عليه بايه؟ ب ب ب ب ب ب ب مش بتبسيط، بعادي خالص، بيتكون زي اي علاقه في الدنيا. فاول حاجه بيبقى في التكوين، الافراد اتحطوا مع بعض. طيب المرحله الثانيه فيها ايه؟ ستورمنج. يعني انا لما بحط حمض على قلوي بيحصل ايه؟ بيفضل يحصل انفعالات ويطلع حراره ويطلع ويطلع في الاخر ستيبل ملح. طيب انا لما اجيب ناس احطهم مع بعض في الفورمنج هيحصل بينهم ايه؟ ستورمنج. هي ايه؟ هيتفاعلوا مع بعض كل واحد. يعني الامور لو طب بس نعيش بطبيعيه، مش بقى ايه ما مش بنمثل الادوار بطبيعتها. اللحظه الثانيه ستورمنج. ستورمنج ده عباره عن ايه؟ لو احنا بنترجمها بنقول مرحله العصف، بمعنى ايه؟ ان كل واحد بيطلع اللي عنده، بيحاول يقرب من المجموعه ومن الناس ومن اخرها. بعد الستورمنج في ايه؟ يعني اللي هو الايه؟ اول حاجه الفورمينج، وبعدين ستورمينج، وبعدين النورمينج. النورمينج يعني بعد ما اختلطنا بقى ببعض وبقينا الحمد لله يعني خلاص، والتيم بقى تيم وكلنا عارف بعض، مبقاش في اي 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 يعني حاجه مش مظبوطه، بيبقى ايه الايه؟ النورمينج. بقينا نورمال، بقينا نورمال مع بعض، بقت حاجاتنا كلها ايه؟ بقينا كامل الفريق وبقينا ايه؟ بعد النورمينج بنعمل ايه؟ بيرفورمينج. بنتصلح بقى، بنصلح، بنعمل بيرفورمانس، بنعلي الاداء من وجودنا مع بعض. خلاص في الاخر بقى اللي هو الايه؟ الاجورني. خلصنا بقى الشغل بتاعنا، وكل واحد بقى ايه؟ بيطلع من الفريق، او يعني اذا احتاج مشروع تاني، احتاج طبيعه تاني او اي حاجه، او مثلا يبقى احنا بيبتدي المحاضره بتاعت المشروع بالفورمينج، وبينتهي بالاجورني. بيعدي على من الفورمينج للستورمينج اللي هو الاعصار بقى مع بعض، زي الجواز، زي اي حاجه، اي اشخاص بيتكلموا مع بعض، بينهم ايه؟ يعني مناقشات وخلافات والى اخره، وقت ما وصلوا لما بعد كده النورمينج، بقينا نورمال مع بعض. نورمينج وراها الايه؟ بيرفورمينج، ان انا بعمل الاداء بقى بيتحسن، بيبقى عليه نتيجه ان انا حصل لنا النورمينج. وبعدين بقى في الاخر ايه؟ الاتشورمينج اللي هو بنفك الموضوع مع بعض. هنتكلم بقى عليهم مرحله مرحله. الفورمينج المرحله الاولى واهم مرحله، التحول من فرديه الى جماعيه. انا بقى كل فرد بيبقى يعتبر بقى ايه؟ زي جواز. انا قبل ما اتجوز كان اسمي شاب عادي، انا بعد ما اتجوزت لا، انا بقيت عضو الفريق. مرحله استكشافيه للفرد، يتعرف فيها على الانماط، على وضع الاخرين، ونوعيه البيئه النفسيه والاجتماعيه في الفريق. كلنا يعني ايه بن ايه؟ بن بن العلاقات اللي بينا بن بن بنعملها وبنظبطها وهكذا. طيب تتسم بعض تاكل الغموض احيانا، طبيعه الافراد والهيكل والمهام. يعني في ناس يعني ايه بتبقى عندها يعني ما بتقدرش يعني ما بتبقاش تلقائيه، او ما بتبقاش ما بتبينش نفسها بسرعه. يقول لك لا انا افهم الاول واعرف الانفايرمنت الاول واعمل ايه وجهه نظره كده، ان هو انا مش هكشف كل حاجه عني ولا عن شخصيتي ولا اي حاجه، الا لما ايه اعرف الفريق واعرف البيئه، كان ده كله ابتدي ايه ابان بطبيعتي. طبعا دي بتطول شويه مرحله الستورمنج بعد كده، لكن دي شخصيات بقى، احنا مش محمد، ما فيش حد تغيير، احنا ما بنغيرش الناس انماط نعمل، لا احنا بنتوائم مع بعض. مرحله تكشف الفرد على الماضي على نوعيه البيئه مع الفريق، تتسم بعد التاكد والغموض احيانا، طبيعه الافراد والهيكل والمهام. في ناس اول مره تشوف حد تاني، عشان كده انا بقول لكم ايه؟ ان مدير المشروع اللي هو اشتغل معاه ناس، لو تم تكليفه بمشروع يفكر في الناس يشتغل معاها قبل كده، عشان يعني ايه؟ يبقى انت يعني الانتاج بيبقى تو ذا توب بالناس المعروفه. يعني انا بدات مشروع كونستراكشن، هجيب واحد كونستراكشن مانجر كان شغال قبل كده وعارفه وعارفني وفاهمني وعارف احنا بنشتغل ازاي وبنعمل ازاي والنمط بتاع الايه بتاع الى اخره. هجيب دوكمنت كنترولر مثلا اشتغل معايا قبل كده، ده انا بتكلم عن 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 حاجات عمليه. حضرات الافاضل انا عايزكم بس ايه تحطوا في دماغكم، انا بتكلم عن حاجات حصلت معايا بيرسونالي،
ومحدش يفقد الامل يقول ده كلام نظري، ده مش كلام نظري، ده كلام فعلا بيحدث وبيحصل بينا، ومحدش ايه ما ينتبه حته شك ولا حته يأس ولا بتاع ان هو ان الصح مش موجود. لا، الصح موجود، الصح موجود، انت بس انت مش هتقدر تفرض الصح الا لو انت في التوب اوف ذا سيستم. لو انت مدير مشروع هتقدر تفرض الصح مع المشروع بتاعك والاثكس اللي انت حاببها، الطريقه اللي انت حاببها، هتقدر مش هتفرضها يعني عافيه، لا، هيتواجه التيم بتاعك ان هو يمشي بالاثكس وبالطريقه بتاعتك. طيب، يتم تجربه انماط واعمال التفاعل او التي قد تقبل او ترفض. صعوبه المرحله في تباين ثقافات وانماط اعضاء الفريق. دي بتبان طبعا في مجتمعات كثيره بقى يعني، ولو ان انا برضه انا قلتها برضه في لقاء قبل كده، ان انا افضل تماما ان انا يبقى عندي ثقافات مختلفه وجنسيات مختلفه واديان مختلفه. وليه بقى؟ لان انت الاختلافات دي من اول لاخرها هي سبب اساسي في استمرار مشروعك بسهوله. يعني في ابسط حاجه، عندي مسلمين ومسيحيين وبوذيين وهندوس، انا بقول بقى انترناشونال بقى واي حاجه ثانيه واي حاجه تانية. خلاص، دايما بيبقى في مثلا مرحله فيها اعياد، عندي مثلا العيد الكبير او العيد الصغير مثلا بالنسبه للمسلمين. لو انا ما عنديش جميع الحاجات الثانيه، غاب عني في المشروع مثلا سي المسلمين اللي فيه 10%، ال 10% دي بقيه التيم يقدر يعوضها ويمشي المشروع بتاعي سموث، شويه اوفر تايم تخلص الموضوع والمشروع يمشي سموث ولا يتاثر باي حاجه. خلاص، لو غاب عني مثلا اخواتنا مثلا المسيحيين مثلا او غيره او اي دين ثاني او اي جنسيه ثانيه، يعني بتكلم على جنسيه كمان، يعني في اعياد، في اعياد دينيه وفي اعياد متعلقه بالبلد، يعني لما يغيب ببساطه شديده هيغيب بلق او جزء من التيم بتاع البروجكت بتاعك، يبقى انت الميشنز او كانت على الناس اللي غايبه دي بتنقل على طول لمين؟ للتانيين. فالاختلاف اللي بقول عليه ده شرحي، لان ده انا الكلام ده انا مش مقتنع بيه قناعه فكريه، مش فكريه، مش قعدت فكرت، لا، الكلام ده فعلا ده كان مطبق ومطبق هو بالنجاح الحمد لله رب العالمين في قطر، في عمان، في دبي، في ابو ظبي، في يعني في اليمن، في كل الدول اللي احنا اشتغلنا فيها، وفي مصر على فكره برضه. طيب، هنقول ايه؟ صعوبه المعرفه تبان ثقافات واعضاء الفريق، ده انا بقول عليه ان هي دي في دوره اتحاد الفريق. المدير المشروع الشاطر بقى المقتنع بكده هيقدر يجمع الناس، بس اهم حاجه تبقى عادل. والعدل ده انا مع، يبقى انت ما فيش حد اسم يعني ايه؟ لا فضل على العجم الا بالتقوى. التقوى دي طبعا حاجات كتير جدا. لا حد مثلا علشان هو مختلف دينا او فكرا او جنسيات او الى اخره يعني يعامل بيحسن عمله وبيتقنه في المكان اللي هو فيه احسن من اي حد تاني، هو ياخد حقه. في خلاف اي حاجه انا بعمل بتاع ده هيبلغها برضه في اخر البرزنتيشن هنا ده، ان الموضوع هو اللي بي اللي بي اللي بي الـ 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 يعني الايشيو او السبجكت هو اللي بيحكم على الانسان، مش ثقافته ولا فكره ولا دينه ولا جنسيته ولا اتجاهه السياسي ولا او اخره. ده كلام مرفوض وكلام بيؤدي الى ايه؟ الى عدم انتاج كويس للتيم. يعني كان المرحله ان نبدا الافراد في ادراك انفسهم باعتبارهم جزء من الافراد. المرحله دي تكتمل امتى؟ فورمينج، لما كل الاعضاء اللي في الفريق بيحس ان هو ايه، انا جزء من الفريق وماشي، انا فخور بهذا الكلام، انا اشتغلت مع فلان الفلاني، يعني بحس بقى ان ايه بالفخر ان هو منتمي للفريق الفلاني، بيشتغل في المكان الفلاني، الليدر بتاعي فلان الفلاني، ماشي فخور بهذا الكلام وبنقوله كلنا. يعني انا شخصيا لغايه النهارده بفخر بناس اشتغلت معاهم في اول حياتي
الله يرحمهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويسكنهم درجات واعلى من الجنه يعني. يعني اسماء يعني مهندس زكريا، مهندس كتير، ناس كتير قوي، ناس حقيقه كانوا قيم وكانوا ليدرز وكانوا ما بتتنساش. طبعا على النقيض بقى، لو هو يعني مش تمام، مش هيتنسى برضه، بس هيتم تذكره بايه؟ بالسوء. طيب مرحله العصر بقى، المرحله الثانيه كنا بنتكلم عليها من شويه، اصعب المراحل في امور البشر. ليه بقى؟ احنا قلنا يعني في اي علاقه، في اي عنصرين مختلفين، بحط حامض وقلوي زي ما قلنا، بيفضل معاهم بقى تفاعلات وحراره وكل حاجه، وبعدين في الاخر بيبقى ايه؟ بيبقى ملح، اللي هو الايه؟ مرحله الحراره اللي جايه، اللي هي النورمال بقى. فكل عضو الاول بيبحث عن دوره، تبدا بوادر المنافسه والصراع والمواجهه. انا كمدير مشروع بقى، دي شطارتي ان مرحله العصف دي تمر بسلام. انا بذكر برضو حاجه شخصيه، يعني انا يعني اشتغلت في دوله من الدول العربيه، في بي ام او بتاع في الحكومه يعني وكده. اول ما رحت كان التيم موجود بيتكون، رحت بعد التيم متكون مثلا بشهرين. اول ما دخلت كان في ناس معينه بجنسيات تانية، كنت بهاجم بشكل غريب يعني فبعدك زي مش مستحملين كلمه. انا طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان الكلام ده كله انا عارفه ودرس وخبره موجود، فوت هذا الكلام. الراجل اللي كان بيهاجمني كان متخصص جدا وجميل جدا وخلوق جدا ومستواه عالي جدا، بان اكتر من اخوه، اكتر من اخوه، ولغايه النهارده اكتر من اخوه. ليه؟ خلاص انت في مرحله العصف، انت فهمتها، دي مش حاجه خاصه ولا حاجه شخصيه ولا حاجه غريبه. لازم الراجل اللي ما اختلفش مع زوجته اول في اول الجواز، وبنوا الاثنين على حقيقتهم عشان يوصلوا لحل بتاع عمر حياتهم، ما بتبقى مظبوطه. ويفضل ان الكلام ده يبقى فين؟ في فتره الخطوبه يعني. يعني لازم بطبيعتنا ونوصل لمرحله احنا ايه؟ النورمال بعد العصر يبقى تبقى النورمال، كانت مرحله كويسه. فتره اختلافات وجهات النظر، من مجتمع النظر الاعضاء تفضيلاتهم لمهام الفريق ودرجه التزامهم وتعارضهم مع تلك المهام. قد يهدد بعض الاعضاء بالانسحاب، وقد ينسحب البعض الاخر، ثم يتحدى مدى استمراريته في عائله الفريق. زي ما اتفقنا، ومش عيب. يعني انا داخل على فعالتين، والله انا الكيمياء بتاعتي ما جابتش معاه، المفاهيم اللي ماشي بيها التيم دي انا مش مبسوط منها. الترند بتاع الليدر ده مختلف معايا، لا يعيب ولا يقول حاجه. اخوانا هو في دايما عاده بيبقى فيه 3 شهور تجربه للطرفين. انا كويس قوي والتيم كله رائعين وممتازين، لكن انا مش قادر اتجاوب، وانا التيم بتاعتي عايزه تتظبط مع هذا التيم. حفله، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا منسحب من هذا التيم بمنتهى الحب بمنتهى الود. طبعا هذا الكلام ده يبدو نظري، لكن هو مش نظري، ده حقيقي وحصل وبيحصل من الناس اللي فاهمه يعني ايه تيم بيلدنج، يعني ايه اداره مشروعات. طيب مرحله الاستقرار بقى، حصل بقى الكلام كله بقى، والناس اتناقشت واتكلمت وتعرف ان كل واحد بقى ظهر على حقيقته، وتعرف هو من الاخر بيبقى ايه؟ ويدخل في مرحله ايه؟ الاستقرار، النورمينج، نورمينج او يعني مساله النورمينج، يعني ايه نورمال؟ يعني حاله استقرار بقى بيتحقق فيها التماسك والانسجام، بتتسم بالاتصالات المفتوحه وقبول اختلافات وجهات النظر وسيطره التعاون وارتفاع مستويات الالتزام. كلنا بقى خلاص بقينا، كل واحد فينا بقى ممبر في فريق، بقى في بينا حب، بقى في بينا فهم، بقى في بينا لغه عيون ولغه يعني ممكن في التيم بنوصل لمرحله ان انا ببص بصه اللي قدامي بيعرف انا عامل ايه، يعني البادي لانجوج، الاي، الكلام ده كله اللي قدامك بياخد عليك وبيفهم انت ماشي ازاي. يعني هو بيتناقش مع حد بتبص له بصه بيفهم ان انت مش مثلا ما انتش موافق، ما انتش اوكي قوي في معاه، فبيبتدي ايه الفهم، بتبقى يعني ايه بتحصل حاجات كتيره جدا لما بنبقى بنوصل لمرحله ان احنا خلاص بقينا تيم وبقينا فريق وبقينا بنحب بعض وبقينا يعني باصين لهدف واحد. دي في مرحله ايه؟ النورمينج. المرحله اللي بعديها احلى منها كمان هنشوف دلوقتي،
بيتم وضع قواعد العلاقات والمعاملات، بينظر الى الهدف باعتباره دليل عملي لنشاط الفرد. يعني الهدف ده يعني ان انا احققه وانفذه واوصل له. بس نخلي بالنا من حاجه برضو، من المايلستونز دي الناس طبعا مش عارفه تاني، غالبا الناس عارفاه يعني، ده مش انا مش بنتكلم في حاجات. الاهداف المرحليه، كل هدف مرحلي، انا خلصت مثلا وانا بعمل في مشروع خلصت مثلا الخوازيق بتاعته، ادي مرحله مثلا لو على خوازيق بنحتفل بيها وبنقعد مع بعض ناخد شاي سناكس، نخرج بره مع بعض نعمل ميتنج في حته معينه ككتيم، وناخد برضو الناس اللي في الشركه اللي احنا فيها نقعد مع بعض بنحتفل بان احنا عملنا مرحله بنجاح في وقتها او قبله، بالكوست بتاعها او اقل، بالكواليتي بتاعتها او احسن. دول الاهداف بتاعتنا من اي عمل يعني. طيب بيتناسب دور القائد في مرحله النورمينج ايه بقى؟ تشجيع المشاركه بين الاعضاء. خلاص بقى في نورمينج، يعني الناس كلها دلوقتي خلاص بقت يعني ما فيش بقى ايه ده فلان بيعمل وانا رايي كذا وهو رايه كذا، خلاص احنا كنا بقينا يعني ايه حصلنا نوع من الاستابيليتي يعني. تنميه الالتزام الذاتي والشعور بالمسؤوليه، بقيت انا ملتزم وحاسس بالمسؤوليه تجاه الفريق وتجاه الهدف اللي احنا بنعمله. تحديد الاهداف بقى وتوضيحها، هدفنا واضح ومحدد وعارفين احنا هنخلص ايه ازاي وامتى وبايه، وتوفير المعلومات اللازمه. ده دور القائد، احنا الكلام ده كله بيعرفه يعني بشكل ايه، بشكل في انفايرمنت، في هيلث انفايرمنت. طيب تصميم مراجعه خطط وبرامج العمل، دي في ناس كتير ما بتهتمش بالحته دي، يعني تبقى عامل برنامج زمني ويروح حاطه فايلنج. ده انا عملت برنامج بالبي 6 بقى ورائع، وعمله لي مارك فينتل، وعمله لي مش عارف يعني ايه، عامل برنامج زمني وحاطه في الدرج او يعني بس او معلقه على الحته كده منظر وخلاص. لا لا لا، لازم الايه توفير الاهداف وتوضيحها، مراجعه خطط برامج العمل تبقى مراجعه واضحه. انا شخصيا افضل تماما حلو انا مدير مشروع ان يبقى البرنامج بتاعي واضح متعلق موضح لكل الناس. ومن اسعد اللحظات اللي انا شفتها في حياتي ان انا مثلا زي ما قلنا مثلا في شرم الشيخ كنا بنعمل الفور سيزون، كنت بعمل هذا الكلام فروم سكراتش، وما كانش ما اظنش ما كنتش بشتغل في المواضيع ايامها، كنت بشتغل يعني الحسابات بالباك فورورد سبسيشن وباك سبسيشن بايدينا. يعني فرحت جدا لما زرت واحد من المهندسين اللي كان مهندس كبير كان لسه داخل، لقيته عامل هذا الكلام وبيدير مشروعه احسن ما انا بدير. مش عايز اقول ان هو حتى يعني انا فرحت من جوايا، حسيت ان ده ابني ده يعني 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 احد النجاحات اللي ربنا بيرزقنا بيها انك ان احنا نلاقي ناس مش صح، وبقت وانا بفخر بيهم، بفخر بيهم تماما، كتير 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 والله بفخر بيهم وبتكلم فيهم في الاوساط كلها. بس انا مش عايز بس اجيب اسماء ولا اجيب اماكن هنا عشان يعني ايه ما بقاش بعمل دعايه او بقول انا، لا كلنا يعني نفس المستوى، كلنا نفس الفكر، كلنا نفس كل حاجه. وبشكركم جميعا والله على انكم يعني صابرين الصبر ده كله، وبشكركم لان انتوا اللي بتخلوا الكلام يطلع، لان الكوميونيكيشن بنقول ايه ارسال واستقبال، يعني انتوا ما شاء الله يعني جهاز استقبال قوي جدا جدا، وانا ان شاء الله ابقى قوي جدا لما تيجوا في الاخر نتكلم ونسال، هبقى جهاز استقبال برضه قوي جدا بالنسبه لكم. توفير التقدير والتوجيه لازم، اهم جدا 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 سواء في اي مشروع او في اي مؤسسه. طيب مرحله الاداء هنا البرفورمينج، يعني بقى بدلنا للنورمينج اللي هو ايه، انا بقيت كيان ستيبل وخلاص يعني مفيش بقى مفيش القصص اللي كانت بتحصل. اول ما بنبتدي اروح لمدير الفريق اقول له ده فلان عمل، ده فلان فهم غلط، ده فلان مش عارف ايه، في مرحله الستورمينج او مرحله الفورمينج، احنا في مرحله دلوقتي ايه بيرفورمينج، بقينا طبيعيين دلوقتي بنعمل ايه بقى دلوقتي كلنا مع بعض كتيم بنعمل ايه جود بيرفورمانس، بنعلي مستوانا بالمرحله اللي تعمل فيها الجماعه بكامل طاقتها حيث يكتمل الهيكل وتتخذ الادوار ويتم فهم وقبول المهام. تسخر الجماعه كافه جهودها وامكانياتها نحو انجاز المهام التي تم تحديدها وقبولها.
يتفهم كل عضو نواحي القوه والضعف اللي لديه في الاخرين، الاستفاده من الاولى وعلاج الثانيه. ما حدش فينا عنده كل النواحي اللي عنده قوه، لا انا عندي نواحي قوه وعندي نواحي ضعف. انا ما بعرفش ارسم خط بالاوتوكاد، خلاص خلاص دي نواحي ضعف عندي، خلاص يا اتعلمه يا اما اروح المتخصص لو هو حفيدي مش ابني، اقول له وريني كذا اعمل كذا 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 كذا. مثلا انا مثلا ما بعرفش اشتغل على الـ على الـ على البريمافيرا، ما اتفتحش بقى واعمل فيها بتاع، لا اجيب ابني، يعني مش يعني ابني اللي هو يعني احنا ولادنا كل واحد في سكه يعني، لكن قصدي يعني كل اللي اشتغل معايا وهو في سن اولادي ده ابني على طول، ما انا بشوف ابني. المهم يعني ايه، كل واحد بيبقى عنده نواحي قوه ونواحي ضعف، ولا يعيب حد، احنا كلنا عندنا هذا الكلام. الاستفاده من الاولى وعلاج الثانيه، وكلنا بنكمل بعض، والا كان انسان واحد يقدر يعمل كل حاجه، فكانت يبقى الفريق مش خلاص. يمارس القائد دور هذه المرحله كايه بقى؟ عشان دي معموله بالاحمر، دي في البرفورم، خلي بالنا دي اللي هو الاداء بقى ايه؟ بيعلى بقى معانا موجه ومرشد، ويحث الاعضاء على قبول المسؤوليه وممارسه التقديم الذاتي لانجازاتهم وممارسه بعض الادوار القياديه التي قد تتطلبها. المرحله الاخرانيه بقى، هنا بقى ايه؟ احنا خلصنا هنفترق، خلاص المشروع. وبرضو على فكره خلي بالنا من حاجه برضو في دور حياه المشروع، انت لما بتبتدي يعني انا بعمل اورجنايزيشن شارت للمشروع بتاعي، بحط فيه كل اللي بيعمل بقى الاورجنايزيشن شارت، بحط كل الوظائف الموجوده فيه ابتداء من التكنيكال اوفيس، الكيو اي كيو سي، الاتش اس اس اي، الكونستراكشن مانجمنت، الادمنستريشن، الفاينانس، المخازن، كل حاجه موجوده فيه، الناس فيه بالسب اوردرز بكل حاجه. خلاص في بدايه المشروع انا بدخل كمدير مشروع معايا ما يكفي من الناس ان اخلص الجزء الاولاني، محتاج مساح، محتاج مثلا تكنيكال مانجر، محتاج مثلا الكونستراكشن مانجر، يعني ايه 2 3 4 افراد ولا حاجه، ولا 5 افراد. وطول ما انا ماشي بملى الايه البوكس بتاعت الاورجنايزيشن شارت. الاورجنايزيشن شارت اي مشروع بيوصل للبيك بتاعته، يعني بيبقى ايه؟ بيبقى الشكل الكيرف عامل كده اللي هو البيل شيب، عند النقطه اعلى نقطه في البيل شيب بيبقى فيها كل الناس. ماشي؟ بتبتدي بعد البيل شيب دي بقى، خلصنا مثلا اعمال الخرسانات، وانا عندي مثلا 5 سيفل انجينيرز في المشروع، لا بيبتدوا يقلوا بقى خلاص، وبيبتدي يقل كل شويه، يعني خلصنا مثلا الكونكريت خالص، هندخل مثلا على المعماري، هندخل المعماريين بقى بيشتغلوا، خلصنا المعماري برضه المعماريين بيقلوا، لغايه في اخر المشروع بيفضل البروجكت مانجر مع الدوكمنت كنترولر، معاه حد من التكنيكال اوفيس، حد من الكيو كيو سي، حد من الادمنستريشن، حد من الفينانس، يعني في الاخر المشروع في اخر تكوينه ما بيبقاش كل الناس اورجنايزيشن شارت. عشان كده برضو ايه، لما نيجي نقول اورجنايزيشن شارت ما نخافش ان انا الاقي عندي مثلا 100 واحد في الاورجنايزيشن. يعني انا بقول لحضرتك ان في مشروع انا يعني شفته قريب بسترجع في ورق لقيت 170 واحد، يعني هو كان في البيك بتاعته. انما محدش يخاف من اورجنايزيشن شارت، ونحط اورجنايزيشن شارت صح، وما نخافش، لان دي ايه بيزيد وبعدين بيقل. طيب فعلا في المورنينج بقى تتحقق بالنسبه للفرق ذات المهام المؤقته، هو فعلا الفريق له مهام مؤقته، بالنسبه للبعض الاخر قد تتواصل. يعني ممكن مثلا انا في نفس الشركه المشروع بتاعي خلص في مشروع تاني، هاخد الفريق بتاعي ده وربنا راح في ايه المشروع التاني. بالنسبه للفرق من النوعيه الاولى، اما مشاعر ايجابيه بسبب النجاح في المهمه او تحقيق الاهداف، واما مشاعر سلبيه بتحصل امتى؟ بيبقى في اخفاق واحباط. وانا رايي الشخصي والعملي ان الاخفاق والاحباط للفريق بيحدث بسبب مدير المشروع
مدير المشروع اذا ما تمش اختياره وتقييمه بشكل مظبوط واحترافي، نجاح اي مشروع صعب جدا. يعني انا ما اجيبش مدير مشروع عشان هو ابني او عشان حبيبي او ابن حبيبي او هو يعني ايه زميلني او عمل، لا انا اجيب مشروع مدير مشروع كواليفايد انه يدير هذا المشروع. عشان كده مهم جدا 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 الكلام اللي احنا اللقاءات اللي احنا بنعملها دي هامه جدا، وناخدها بمنتهى البساطه وناخدها بمنتهى الحب، ونعرف ان مدير المشروع ده هو اللي يا بينجح مشروعه يا بيفشل المشروع. وان فينال جابوا الفرنساوي. ربما الغضب يعني في انتهاء المشروع بقى بسبب النجاح المهم او تحقيق الاخفاق والاحباط، وربما الغضب وذلك بسبب الاخفاق والفشل في تحقيق النهايه. في نقطه عايز اقولها برضو عشان الناس كلها ما تزعلش مني، انت ممكن انت كمدير مشروع، ودي حصلت برضو وعدت علينا، انا ماسك مشروع ونجحته وخليته في التوب خلاص، جه ظرف او اخر وانا سبت المشروع ده ومشيت خلاص، هيحصل ايه؟ التوب مانجر بتاعك لو هو يعني انا عاده ما حصل معايا بهذا الشكل يعني، لكن التوب مانجر يجي يختار يجيب مدير مشروع تاني كيبابل ان هو يدير الناس دول والمشروع يقع. انا بتكلم على اساس ان ايه؟ ان في سلامه وفي شفافيه وفي اثكس وفي كل حاجه، لكن مدير مشروع جاء مدير مشروع جديد ما قدرش يتجانس او يتوائم مع الفريق، وده على فكره مش سهله، خلي بالنا برضه، لان الناس ما حضرش مرحله الستورمنج مع الفريق، فالفريق ده كل ما اقول اخره في الحاله دي يعني عشان كده بقول لحضراتكم هام جدا جدا مدير المشروع يبقى موجود ويبقى راضي ويبقى كفء كمل مشروع. طيب تتحقق احنا اتكلمنا على المورنينج مشاعر ايجابيه ومشاعر سلبيه لو فشلت، او بقى التوب مانجمنت اللي في الشركه مش مدير المشروع لاسباب لا يعلمها الا الله، دي بقى اللي حصلت معانا كتير وما هو السر من فضل الله سبحانه وتعالى. لو انت مدير مشروع وماشي ملتزم وماشي ما يرضي الله وماشي قواعد صح وبتشتغل في انفايرمنت في باد انفايرمنت وعايزه تنفذ حاجه سيئه بشكل او باخر، مش هزود وهزود في الكلام ده كله، والمكان اللي هو اللي مش كويس ده مشاك كمدير مشروع اوعى يأثر فيك ولا تعتقد ان انت ظلمت، لا انت ربنا بيحبك لان مشاك من السوء، وربنا هيوريك بعد كده ان الصح اللي انت كنت ممشيه وبتعمله وبتديله مشروعك صح، وان اللي مشاك ده هتشوف ان هو هيفشل هيقع هيحصل معاه حاجه. انا بتكلم الكلام ده من وجهتين، من وجهه الهيه ان حرمت الظلم على نفسي وجعلتم محرمه بينكم فلا تظلموا، يبقى انت ظلمت وانت ماشي صح بما يرضي الله، وبسبب شغل ان التوب مانجمنت اللي بيرفض مدير مشروع محترم وعنده ايثكس الكلام ده كله من الاول وبيمشيه، ده الترند بتاعه ما هوش ترند سليم، يبقى عمره لما هيجيب اي حد تاني الدنيا هتبوظ منه. وفي مشروعات موجوده بهذا الشكل كتير جدا، وبرضو انا مش هذكر اسماء ولا هذكر مشاريع ولا هذكر اي حاجه، بس انا برضو دورنا ان انا اقول للشباب اقول لزمايلي اللي معانا اوعوا حد كان فوق منه ليفل فاسد او مغرض او ابعده من الشغل او من 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 المكان علشان هو نظيف و الى اخره، اوعى تعتقد ان هذا المكان هينجح وربنا سبحانه وتعالى هيثبت لك في يوم من الايام ان انت الصح. انا اسف انا ما طلعتش عن السياق، بس انا دي برضه نقطه عشان في ناس كتير جدا مقابلها هذا الكلام او بره او في اي حته.
فكره الحلين يجب على القائد التحليل كذا على العوامل التي ساعدت في تحقيق النتائج، الدروس المستفاده، كيفيه عرض النتائج على المسؤولين، التقويم الكلي للتجربه. احنا قلنا اخر مرحله في المشروع ايه؟ اللي هي ايه؟ final ending handing over and post evaluation. دي بقى البوست ايفالويشن، هو هنا القائد بيحلل الكلام ده كله ويبقى دروس اللي جاي، مش لوحده بقى، مع الناس اللي قاعده معاه. بوست ايفالويشن دي ناس كتير جدا ما بتاخدش بالها منها، وخلص المشروع وفرحانين وماشيين وخلصوا بنجاح وكل حاجه، لكن العوامل ساعدت في تحقيق النتائج. انا نجحت ليه؟ ونجحت في ايه؟ وايه المشاكل اللي حصلت معايا؟ وتبقى دوكيومنتد. النهارده البيم طبعا انا مش بشكر في البيم يعني مجاملة، لا، البيم فيه كل حاجه، المشروع من ساعه ما هو فكره لغايه ما يدخل على الـ على الـ يتسلم للاونر كاوبريشن، كل حاجه فيه، كل حاجه فيه، اللي بيشتغل بيم صح يعني. انا ما بضحكش عليكم، انا ما اشتغلتش بيم، بس انا يعني اوكوران زي ما بيقولوا الفرنساويين بي، وده من اهم الميثودولوجيز ومن اهم الـ 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 الطرق والادوات اللي تنجح لك مشروعك وتسهل لك امور كثيره جدا جدا. هنا الدروس المستفاده، كيفيه عرض النتائج على المسؤولين، التقويم، هو التقييم او التقويم الكلي للتجربه. دي اللي احنا قلنا ايه؟ في الفاينل هاندنج اوفر اند ايه؟ بوست ايفالويشن، تقييم بقى كل الايه؟ التجارب الاخيره. هنا تذكر بقى كذا حاجه. دي حاجه مهمه جدا برضه، مراحل التقويم فرق عامل، هو احنا خلصنا خلاص، بس احنا بقى ايه؟ هنفكر حاجه معينه. ان مفيش وقت محدد لكل مرحله على حدها، مش اقول خلاص بقى ده انا ايه؟ نويت اعمل الفورمينج والفورمينج ده هياخد مني شهر، لا. ممكن ياخد منك اقل من كده، ممكن ياخد منك اكتر من كده. تبقى لطبيعه المشروع ونوعيته وطبيعه انت هاو يو ار كومبوزينج يور تيم، يعني انت بتاخده من اللوكال انت معينه، بتاخد مكان معين وهكذا. لكل جماعه او فريق اسلوبه الخاص في مرور هذه المراحل. ما اقولش برضه فتره الستورمنج الثانيه هي مدتها شهر او شهرين او ثلاثه، لا، ممكن تبقى بسيطه جدا. يعني لو انا استخدمت ناس فريق، عشان كده بقول لحضراتكم مدير مشروع الشاطر يعمل ايه؟ الناس اللي اشتغل معاه قبل كده وكانت كيبل، انا بكلمكم عن التجارب، وفي يعني لو نجحت ان انت تجيب مثلا التكنيكال مانجر اللي اشتغل معاك قبل كده، البلانر اللي اشتغل معاك قبل كده، الدوكيومنت كنترولر، وده من اهم الناس في المشروع نخلي بالنا، وهنتكلم عن الدوكيومنت كنترولر برضه، عندهم كنترولنج برضه في المنطقه بتاعتنا ما هوش مش 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 واخد قدره يعني. لو انت كمدير مشروع عارف الناس دي وعارف اماكنها تقدر تجيبها وتتعامل معاك مشروع جديد، هيبقى سبب اساسي من نجاحك في المشروع وتقليل فرط الستورمنج. تختلف المشكلات او الصعوبات التي تواجهها الفريق في كل مرحله، وبالتالي اساليب الجماعه والقائد التصدي لها. يختلف الاسلوب المناسب للتعامل مع المشكلات باختلاف الفرق والجماعات كذلك. يعني مش كل مدير مشروع او كل تيم بيتعامل مع المشروعات بنفس الطريقه، كل الناس لها لا 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 سيستم معين، ولا فكر معين، ثينكينج معين، ولها تارجت معين، ولا بروسيجر معين. في جميع الاحوال يجب ان يدرك الاعضاء المرحله ونوع المشكلات وان يدربوا على كيفيه التصدي لها حتى تتحقق فعاليه مهمه واهدافهم. يعني لو انا اصلا استغفر الله، يعني انا مش تشكيل في النفس ولا حاجه، انا يعني دايما معتبر نفسي يعني ايه تلميذ نجيب لاي حد بقعد اسمع له، لو حفيدي حد. لو انا جيت لما انا رحت الدوله العربيه دي ودخلت على التيم وهو متكون بقاله شهرين وحصل معايا كلام اخره، لو انا مانيش فاهم هذا الكلام كنت هزعل بقى واتقمص زي ما بيقولوا في البلدي واسيب الدنيا وامشي. مش صح؟ عشان كده الكلام اللي بنقوله ده كله كلام هام جدا جدا، عشان نفهم نتصرف ازاي في اي مرحله، وانا داخل على المرحله على المشروع فين؟ هل هو في مرحله الفورمنج الاولانيه؟ ولا في الستورمنج الثانيه؟ ولا في النورمنج؟ ولا في الفورمنج؟ لو انا داخل في اي مراحل من في نص مشروع، لازم اعرف كويس قوي ان خلاص ان التيم ده وصل لمرحله مثلا النورمنج او البرفورمنج،
ولازم انا دماغي يبقى كبير ان انا هلاقي شويه حاجات شخصيه في الاول عشان انا اندمج بقى مع الايه، مع المجموعه دي، ما اتسرعش في الحكم ولا اتسرع فاتخذ قرار ان انا ابعد او اخسر المكان اللي انا رايح. طيب مراحل تكون في فريق العمل، من تختار في فريقك؟ من تختار في فريقك؟ دي احنا مش بقول دي اهم حاجه، دي احد الحاجات المهمه جدا احنا شايفينها. الكلام اللي بنقوله كل ما اقوله لاخره دي عصاره سنين طويله وقراءات و حضور محاضرات وخبرات ناس يعني علمونا كتير وتعلمهم كتير وبنتعلم لغايه دلوقتي. هذا الجانب اساس نجاح الفريق. انت بتختار مين؟ انا مش هاخد ابني ابدا وهو مثلا غير قادر او غير كفء في تيم انا بعمله وهو مش كيفبل ان هو يشيل هذا الكلام. مش اختار، لازم احط في هذا الكلام، ان انا ابقى عادل جدا وابقى الاسسمنت بتاعي طبقا لكي بي ايز مظبوطه ومرتبطه بنوعيه العمل وبالاهداف. ما تتوقفش ان ده انا ابني ولا نسبي ولا اخويا ولا متوصي عليه ولا ابن فلان الباشا ولا فلان. لا، هذا انسان ينفع الحته دي وهو الصالح لهذا الكلام. تتوقف فعالياتها على مهارات وميول للقائد. يعني القائد نفسه زي ما بنقول هو اللي بينجح او يوقع مشروعه. لازم يكون دارس يعني ايه اداره، وفاهم يعني ايه اداره، وفاهم يعني ايه البروجكت فيزز، وفاهم يعني ايه التيم فيزز، التيم بيلدينج فيزز. كان لازم يبقى فاهمه. اذا ما فهموش وما عرفوش وداخل كده انسى ان هو حاجه تنجح معاها. الكيس الوحيد اقول لحضراتكم، لو البيئه اللي فوقيه فاسده برضو اما بخشش بره السياق. يعني في فتره من الفترات انا كنت ماسك مشروع وانا متاكد وواثق ان البيئه اللي فوقيه مش مظبوطه وكانوا بيعملوا حاجات غلط. قدام بقول ايه حضرات الافاضل، انا مسؤول عن نفسي، مسؤول عن التيم بتاعي، اللي فوق مني ماليش دعوه بيه، يعمل اللي عايز يعمله. فكان يروح يعمل اللي عايز يعمله في الليفل بتاعه وياخد اللي ياخده ويبعد عن المشروع، يسيبني انا اشتغل. لان لو الفساد دخل المشروع مش هيتم، مش هيخلص، مش هينجح. ودي الريكومنديشن بتاعتي لابنائي ولاي حد اشتغل معايا قبل كده. وعلشان تستكمل حياتك كويس، محدش يمد ايده على حاجه غلط ولا يغري اي حتى في يعني بيبقى في بدايه حياته مثلا ويتعرض عليه حاجات كتير، مبالغ كتيره غلط او الى اخره. اذا قبل هذا الكلام انا مش هقول له هتروح النار، لا، انت عمرك ما هتتعلم حاجه. لأن ما يعلمك هو احتياجك انك تدخل الحلال على نفسك وعلى بيتك، وهتفضل هتشتغل شغل كتير جدا، وهنا هتتعلم اكتر من اي حد تاني. والعبرة بالنهاية، ودي حاجات قدامنا حصلت في حياتنا، ان اوعى اوعى في بداية حياتك او في نص حياتك في اي وقت تدخل حاجه غلط في على نفسك ولا على بيتك ولا على اولادك. مش عشان تروح النار، تروح النار دي قصه ربنا سبحانه وتعالى بقى هو اللي، بس هتكلم عليك انت بيرسونالي او عليا انا، هتكلم عن نفسي. عمري ما كنت هتعلم حاجه ولا هعرف حاجه ولا هتطور ولا هعمل. انا اعتقدت ان انا بديني فلوس سهله او بديني حياه سهله بطريق معوج او الى اخره، فبكمل كده وبصل في الاخر ان انا ما بقاش كوم الفو زي ما بيقولوا الفرنساوي. الاختيار عمليه مستمره ومتجدده. تتوقف عليه على مهارات وميول القائد. عشان كده القائد ان الله يدعو بالسلطان بالسلطان
ما لا يزع بالايه؟ القرآن. يعني الموضوع مش كلام، مش كلام، لا. يعني انا مدير مشروع وفاهم اداره المشروعات كويس قوي، وفاهم الناس، وفاهم الكوميونيكيشن، وفاهم التكنيكاليتي، وفاهم بقى من اول لاخرها. اللي انا هعمله وهنفذه لو في، مش ممكن ما يكونش في كتب. يعني الكلام اللي بقوله كتير جدا بقوله ما اتحطش في كتب لسه لغايه دلوقتي. في برزنتيشنز معموله ان شاء الله هننزلها مش موجوده في كتب، ما حدش عرضها في كتب، هنتكلم عليها ان شاء الله، وهننقل كل الكلام ده بمنتهى الشفافيه وبمنتهى الامانه لاساتذتنا وابنائنا واحفادنا والجيل كله اول اخر. تتوقف الات على مهارات ومرور القائد مجموعه مراحل على وجه التالي: تحليل متطلبات العمل، فهم ابعاد المهمه والوظيفه، التعرف على مهارات المرشح، تحديد مفهوم متطلبات العمل في الفريق، التاكد من استيعاب المتطلبات، قرار الاختيار اللي هو تجدد او ما تجددش، تحديد الادوار، توقعات النجاح، الخبره السابقه. طيب خلينا نكمل. ادوار الفريق الفعال، هنا بقى هنعرف ايه على فريق كوره. زي ما كنا بنقول مثلا ايه اللي كنا بنقول لك زمان، كان في مش عارف ايه 4 2 4 مش عارف 4 3 2، يعني اللي ايه انت ادوار الفريق مثلا في الكوره 11 واحد. الليدر بقى اللي هو المدرب بيحطهم زي ما هو عاوز، يحط الثلاث باكات اللي ورا، باك ليفت وباك رايت والسنتر باك، سنتر هاف باك، وخط وفي اثنين قدامه، وبعدين في اربعه اللي هي 4 2 4 مثلا، او باي سيستم هو بيعمله. فهم عندك ادوار الفريق الفعال عموما، مش بتكلم على الكونستراكشن، 9 ادوار رئيسيه. يمكن التميز بين 9 ادوار رئيسيه يمكن لاعضاء الفريق ان يتخصصون القيام بها وتوجد في فريق العمل المثالي. نلاحظ الاتي عند تحديد الادوار: وجود مزيج من الاشخاص الذين يقومون بادوار متميزه في الفريق الفعال. يعني كل واحد تم اختياره بالفريق. عشان كده حضرات الافاضل، الخطا، وانا بدعو جميع الشركات والمؤسسات والهيئات اللي عايزه تشتغل صح، اول واحد تختاره الليدر بتاع الفريق او مدير المشروع، مدير المشروع او الليدر بتاع المشروع. ولازم هذا الانسان تسهيلا للشغل وتسهيلا للاعمال والكلام ده كله الاول والاخر، ان يحصل ايه؟ ان هذا المدير هو اللي بيختار ناسه. مش مطلقا برضه، يعني برضه خلينا نقول في عنصر بشري. انا يعني مدير المشروع اللي عايز ينجح ما بيحطش اي فاكتور غير الكواليتي اوف بيبل والتخصصات بتاعتهم وخبراتهم عشان مشروع ينجح، لان لو نجح وفشل المشروع في وشه هو. وجود مزيج من الاشخاص اللي يقومون بادوار متميزه في الفريق الفعال، يعني انت حق الادوار 9 ادوار رئيسيه. نمرة 2: لكل واحد من الأشخاص دوره في الفريق، ولكن واحد قوة وضعف. زي ما قلنا، أنا مش مدير مشروع يبقى أنا إيه أفهم بقى في التكنيكال أوفيس كله، ولا أفهم في الكونتراكتس كلها، ولا أفهم في الـ في الـ في الكواليتي في الكيو أي سي كلها، ولا أفهم كلها كلها، لا. أنا كمدير مشروع أبقى عارف كل ده، وعارف الإن والأوت بتاعه، وعارف الدنيا ماشية إزاي. وبعدين برضو بالمناسبة دي برضو أنا عندي فضل الله سبحانه وتعالى، واحد من اولادي اترقى مسك اريا مانجر في حته معينه بتاع البترول. قلت له اوعى تسمح لنفسك ان حد تحت ايدك يتعلم حاجه انت ما تعرفهاش. فانت كمدير مشروع كل اللي عندك لازم تبقى عارفه، وعارف امكانياته، وعارف الان والاوت بتاعه كله، ابتداء من التكنيكال اوفيس لغايه الدوكمنت كنترولر، لغايه المخازن، لغايه كلام الاخر. يبقى انت عندك الخبره وعندك المعلومات ان الكلام ده كله هتديره ازاي. وباذن الله ربنا احيانا وان شاء الله ودانا القدره على الاستمرار، هذا الكلام كله هيتحط، بين ايدين كل الناس اللي هتحضر هذه اللقاءات ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله ربنا افضل. القاعده العامه: لا يجب ان يكون لك قصور في بعض الادوار او تكرار بعضها الاخر.
قصور في بعض الادوار ان انا ما يعني ما جبتش ناس فيها كاركترستكس معينه لحدان دلوقتي، او بجيب ناس من نفس بيعملوا نفس الادوار كذا واحد مثلا مع بعض، انا كاداره مشروع او ك ك ك كاداره تيم ما احسنش اختيار. طيب دي ادوار الفريق الفعال، 9 ادوار الرئيسيه. اول دور اللي هو ايه؟ الملهم. في واحد بتلاقيه دايما ايه؟ التالنتد، بيبقى ايه؟ مبدع، بيبقى دايما مبتكر في تفكيره، في انشطته، دماغه ما وقفش، مش مجمد فكره على حاجه معينه، مش انا بقى انا بقيت شيخ المهندسين ولا انا اللي بشتغل بقالي مش عارف 100 سنه ايه هي كده، لا فكره بيفكر. واحنا لو فكرنا وقف، احنا بدانا نشتغل وكان سلايد رول، يعني الكالكوليس ده شفناه سنه رابعه مع 2 ولاد دكاتره، لو احنا وقفنا على هذا الكلام كان احفادنا ضحكوا علينا. فلازم نطور نفسنا كل يوم كل يوم. يعني زمان كنا بنقول، زمان قوي زمان كنا بنقول اللي يقعد شهر ما يقراش في المجال بتاعه يقع. النهارده لو عدى مش عايز اقول اسبوع يبقى الله 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 العلي العوض. يعني الشخص المبتكر هو مصدر الابداع في الفريق، يمكنه ايجاد حلول غير تقليديه للمشكلات ولكن لو ضيقوا بالتفاصيل. دي نوعيه مين؟ الملهم. مش عايز يخش بقى في التفاصيل، يقول لك والله المشكله الفلانيه دي حلها بالطريقه الفلانيه او اعمل كذا 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 كذا. ما تدخلوش بقى في التفاصيل بقى، ده احنا هنجيب ايه؟ وازاي؟ هنعزم مين؟ وهنجيب ايه؟ وهنشتري ايه؟ وهنعمل ايه؟ يبقى مش مستحمل. دي بالظبط بتفكرني دلوقتي بايه؟ بالناس المعماريين الكبار قوي. بتلاقيه يعمل لك الكونسبشوال ديزاين ويلا بالسلامه، انا لا داخل في الديتيل ديزاين ولا داخل في مش عارف على تنفيذ ولا في اي حاجه. فدي بيعمل حلول غير تقليديه زي المعماريين الكبار، بيعمل فورمز معينه شكل معين بهذا الشكل وايه، ويسيب بقى ايه بقيه الانجينير الاركتكس والانجينير كانوا يكونوا هم تانيين بقى غيره يعني يعملوا ايه التفاصيل. بيسبق الاعضاء الاخرين ويجد صعوبه في الاتصال به. دي مشكله دايما، ودي احنا يمكن برضو عرفناها من ايام شبابنا. يعني انت لما تبقى بتشتغل في حته ما تسمعش اللي قدامك كتير، يعني انت داخل على شركه مقاولات صغيره ما تقول لهمش بقى هاتوا لي تاور كرين علشان مثلا اطلع اشغل المشروع ده، لا هاتوا لي مثلا مكتب فني في مثلا كل الاختصاصات برضه، لا يعني لازم ان انا ما اسبقش المكان اللي انا بشتغل فيه بمسافه تفصلني عنه. خلاص دي واحده. الحاجه الثانيه برضو لو ربنا اداني امكانيات معينه اللي هو الانسان الملهم ما اظهرهاش دايما بشكل مفخره او بتاع، لا تاخدها بمنتهى التواضع، لان الملهم ده دي حاجه يرمى عند ربنا، واحنا فكره ربنا يخلينا كلنا ملهمين، بس في حاجات احنا بن ايه بن بن ما بنستعملهاش بتروح مننا. يعني الفكره في حاجه ان انا ما اعملش فارق ما بيني وبين اي حد تاني بسبب ان انا عندي الهام من الله سبحانه وتعالى، او عندي صفه الالهام او صفه الابتكار. الباحث عن الموارد ريسورسز انفستيجيتور، ده الدور الثاني بقى، يعني زي فريق كوره بالظبط، هم 9 ادوار هيبانوا دلوقتي. يمتلك طاقه غير عاديه خاصه في بدايه المشروع، لو بيعرف كويس قوي الموارد فين، ممكن يبقى شاب صغير خالص وشاب مشروع اكثر نفس الحته دي، وعارف بقى النجار فين والحداد فين والسباك فين والاسمنت فين وكل واحد فين، ملهاش علاقه بقى بايه، لا بشهادات ولا بتاع، فبيبقى عنده ايه طاقه غير عاديه في بدايه المشروع. ذو قدرات اتصاليه هائله ويمكنه اقناع الاخرين برعايه ودعم المشروع. البحث عن الموارد، الموارد دي احنا قلنا ايه؟ الاربع حاجات، مان باور، ماتيريال، ماشينري، ومان. زودنا الاي دي في الاخر، في ناس زودت حاجه ثانيه عن كده بس يعني ايه
هو دول تراديشنال، انا بتكلم على تراديشنال. وقدرات الصليه هائله وكيف اخر بالعالم ده، يمد الفريق بالمعلومات ويعمل على ترسيخ فهم الاهداف، يعمل على تأييد وتشجيع الاعضاء، يقل اهتمامه بمجرد الاطمئنان لحسن دي لحسن مش لحين لحسن سير العمل بالمشروع. يعني مجرد المشي السير في 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 البرفورمينج بقى، اللي هي المرحله اللي بعد الفورمينج، فورمينج ونورم او ستورمينج ونورم، البرفورمينج بقى اللي هي المرحله ما قبل الاخير، اللي هي الناس وصلت لاقصى بقى اقصى 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 اوتبوت وانجح اوتبوت، بتلاقي يعني خلاص يعني الدنيا ماشيه وبقت كويسه وبقت فله، الا اذا حاجه حصلت في السكه يحب ان هو يعني ايه يطبقها. كوردينيتور، وعلى فكره الناس دي كلها ممكن في بينها وبين بعض شويه ايه كونفليكتس يعني، او حاجات يعني دي ادوار مختلفه. يعني المنسق كوردينيتور ده الدور الثالث، شخصيه محوريه في عمل المشروع، يمتلك مهارات قياده الاجتماعات ومساعده الاعضاء على فهم المهام والاهداف. عشان كده بقول لحضراتكم حاجه، مش شرط ان اللي بيدير الاجتماعات مدير المشروع، ومدير المشروع الناصح الفاهم الخبير ما يعمل يبقاش هو رئيس كل الميتنجز، لا يكلف بقى الايه الناس بتاع كل واحد ميتنجز معينه سواء الاسبوعيه او الشهريه او الى اخره. يتولى تنسيق مساهمات الاعضاء، يلخص الاراء ويعرض بينها تمهيدا لاتخاذ القرار، يحقق التوازن بين ادوار الاعضاء اللي هو المنسق كوردينيتور. طيب الموجه، الموجه ده بقى ده جميل قوي، ده بيعمل ايه؟ ده شخصيه ديناميكيه تمتلك القدره على تحديد الاهداف واسناد المهام. على فكره عايز اقول لكم على حاجه، يعني لو مدير المشروع في التسع ادوار دول كويس جدا، بس هو مش هيقدر يقوم بيها كلها، يعني ممكن يبقى عنده الكلام ده كله اخره، يعني يبقى مدير مشروع يعني ايه يعني محب وبيجري وبيتعلم واشتغل كتير، بيبقى عنده الكاركترستكس دي، لكن لازم يبقى فيه الادوار دي موجوده في ناس موجوده جوه التيم بتاعه. الشخصيه دي انا ممكن ده خدها تحقيق الاهداف واسناد المهام، يدفع الفريق للعمل ويمدهم بالحماس والتوجيهات، ضعيف الحساسيه لمشاعر الاخرين كثير من انتقاد لادائه. اللي بيبقى كده ما هو يعني هي دي مشكله بقى، يعني اللي بيبقى موجه ده بيبقى يعني ايه عنده احساس ب ب ب بحاجه معينه، ان هو بيقول للناس ما بيبقاش سنسيتيف للرياكشن بتاع الناس التانيين. يعني اجي مثلا ممكن انا واحد من الناس دول اقول لمدير المشروع يا باشمهندس او يا فلان بيه موضوع كذا كذا والمفروض يتعمل كذا كذا كذا، مدير المشروع بقى اللي مش واثق من نفسه هيعمل ايه؟ هيزعل منه بقى، يعني ده بيبقى اسمه ايه؟ ضعيف الحساسيه لمشاعر الاخرين كثير الانتقاد لادائه. لان هو الحاجه اللي عنده مش بقول ايديال، يعني اقرب ما يمكن من الصح. دي ليه المفروض ايه؟ يحدد اجراءات الرقابه ويدير المناقشات والاجتماعات. المقاوم هي الايفالويتر او المونيتورنج او ايفالويشن. المقاوم دي مش يعني لا المفروض ان هي المقيم، بس هو يعني جرى العرف ان كلمه المقيم دي بنحولها ايه للمقاوم. يمثل العقل المفكر للفريق، يحلل الموقف بهدوء ويصل الى احكام جيده. الكلام كله ايزي ما فيهوش مش محتاج شرح ولا حاجه، بنستعرضه مع بعض. ينطلق من منظور استراتيجي ويمتلك المقدره على اتخاذ قرارات في صالح المشروع. منظور استراتيجي يعني ايه؟ يعني هو جايب في مكان معين له بوليسي معينه، لما بيفكر او بيتحرك او بينفذ الباك جراوند بتاعه عن استراتيجيه المكان اللي هو جاي له او بيشتغل معاه واضحه قويه ومعروفه، ويقدر ياخد قرارات في صالح المشروع. بيمتلك معايير مهنيه مرتفعه، ومن ثم دائم الانتقاد لعمل اخرين. ده برضه بينتقد، بس زي ما بقولنا قلنا برضو قلناها يمكن في 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 في, في, في السياق اللي قبل كده، لما اجي عايز اصلح حاجه في مشروع او في حد، ما تقولش اقول له انت ده وحش وده وحش وحش، لا اقول له الله ينور يا باشمهندس
الموضوع ده ممتاز وجميل والله يفتح عليك، واضح ان انت كذا 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 كذا، بس الحته الفلانيه مطلوبه كذا حاجه معينه. طبعا انا مش بقولكم يعني ان انا مزاجي ولا مثالي وما بعملش غير كده، لا، احيانا يعني في ناس بتخليك تخرج عن طوعك، فنخلي بالنا. يعني اذا نجحنا ان احنا اللي هو ايه، قوه الكلمه زي ما بيقولوا، دايما بعرض فيديو عن قوه الكلمه، كان عايش محمد القحطاني سعودي وخدها على العالم كله بالانجلش. الكلمه اللي انت بتقولها للي قدامك تاثر كتير قوي، لها قوه، يعني قوه جامده. طريقه نقل المعلومه وطريقه الانتقاد عايزه حكمه وعايزه خبره وعايزه ايثكس. ينصت الاخرين ويعطي ملحوظات بناءه. قد يدخل في صراع مع الموجه والباحث عن الموارد، ده اللي كنت بقوله دلوقتي. يعني هتلاقي دايما المقاوم ده او الناس اللي بتقيم دي دايما في ايه كونفليكت كده ما بين مع الموجه اللي هتكلم عليها قبل كده والباحث عن الموارد برضه، لان هو ايه له وجهات نظر وله عايز. تمام. طيب الاجتماعي، الاجتماعي ده برضه ده انسان لذيذ قوي، بيشعر بالسعاده باعتباره عضو في الفريق. مجرد ان انا دايما بقول انا ايه، انا بشتغل مع المهندس مثلا زكريا مثلا، سعيد جدا انا بشتغل مع المهندس زكريا، فدي ببقى سعيد جدا ان انا في الـ في الـ في الله يرحمه، يعني الله يرحمه من اعظم الناس اللي اشتغلت معاهم، يعني حط فينا اساس من صغرنا يعني. فبيشعر بالسعاده باعتباره عضو في الفريق، ده اجتماعي. بيرى الاخرين بطريقه ايجابيه، يعني هو اجتماعي اصلا، يعني حابب الناس وبيحب المجتمع، وده من اجمل الانماط اللي هي بتبقى موجوده في التيم. بيسعى لتحقيق الانسجام للفريق وتسويه منازعاته، دايما بتلاقيه هو الايه؟ الجود فاذر، يعني في 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 حد ما يتناقش مع حد بالجامد، يدخل بقى يطر مسائل، يضحك يعني كده، هذا الكلام. يقدم التأييد المعنوي المطلوب للاعضاء. لا يحب الجدال ويتجنب المواقف المتشدده، يعني لما بيلاقي ناس بقى بتتخانق بتعمل الكلام ده كله لاخره بتشدد، بيحب بيبعد عنها عشان يعني تعدي، لان اي غضب اي مشكله اي حاجه تبتدي كبيره قوي، ولو صبرت عليها شويه تهدأ المساله. يصعب ان يكون قائدا ولا يتسم بالمبادره في اتخاذ القرارات، ده ما بيبقاش ليدر. يعني انا مش مع الراي ده قوي، لكن ان جنرال ما بيبقاش ليدر، لان بيبقى ايه، بيبقى هو بيحب الجروب وما بيحبش المشاكل، ما بيحبش يعني هو اجتماعي، يعني انسان اجتماعي حبوب، فيعني ايه ما بيبقاش قائد قوي، وما بيبقاش ايه ما بيخدش قرار بمبادره يعني. بس هو بيبقى انسان لذيذ جدا وجميل في ده، واي اي تيم في الناس اللي بتبقى كده لذيذه كده بتبقى جميله قوي. الامبلمنتر بقى ده المنافس، يتسم بالايه؟ الاعتماديه والكفاءه وتحويل الافكار الى واقع. ده عاده بيبقى مدير التنفيذ. يعني مدير التنفيذ ده ممكن ما بيعرفش يعمل شوب دروينج، ما بيعرفش يعمل مستخلصات، ما بيعرفش يعمل مثلا بلاننج، ما بيعرفش اللي هو الكونستراكشن مانجر، خلاص. انما اديله رسم قول له نفذه، هينفذه لك، او لو قلت له على حاجه هينفذها لك بالحرف، وهينفذها لك احسن ما انت راسمها واحسن ما انت فكرت فيها. يمتلك مهاره علميه في مجال محدد. شوف انا يعني ايه، يعني دي جت اللي انا كنت لسه بقوله دلوقتي، يعني ما يعني عنده يعني في مجال علمه، يعني هو في الكونستراكشن، في التكنولوجي اوف كونستراكشن، في المعدات، في اماكن المقاولين، في التصرف في العده، في لو انا بتكلم على الكونستراكشن برضه اللي هو اقرب حاجه لينا، يعني يركز على تحقيق النتائج بجوده عاليه، غير مرن عموما ويتردد في قبول افكار جديده. ده خلاص بيبقى ايه؟ قطر ماشي على ايه؟ على قضبان، وهيوصل للنتائج بتاعته كويسه. المتمم الكمبيوتر بقى اللي هو بيتمم اي حاجه، يخش في تفصيل المشروع، ممكن في ناس بتزهق من التفاصيل في الاخر، فده الكمبيوتر ده بيعمل. يقوم بالاعمال التفصيليه للمشروع، دائم القلق بخصوص اتمام المهمه،
يراقب تقدم الفريق ومدى اتباعه لمعايير الأداء، يعمل على اكتشاف الأخطاء وسرعة معالجتها. آخر واحد بقى هو الأخصائي السبيشالست، اللي هم إيه؟ يمتلك معرفة فنية متخصصة وإن كانت في دائرة ضيقة. واحد بلانر، واحد كواليتي كنترولر، واحد كواليتي اشورنس، واحد يعني متخصص في المخازن، واحد متخصص في الكوست كنترول. ده بيبقى ايه؟ اخصائي. يمد الفريق بالنصيحه والتوجيهات في القضايا ذات الصلابه المهمه. يعني واحد بتاع كوست كنترول اما هيقعد في ميتنج يقول لهم يا اخوانا تيك كير، الموضوع الفلاني في مثلا انتوا زودتوا الكوست بتاع الهيومن ريسورس، انتوا الكوست بتاعكم بتاع الماتيريال زاد، انتوا يعني بيتكلم عن الحته بتاعته. اللي ماسك الدوكمنت كنترولر مثلا ده متخصص، حضرات الافاضل انتوا مثلا اللي ما بيجينيش التقارير اليوميه بتاعتكم ولا الشهريه والدوكمنتيشن بتاعكم اللي انتوا بتودوه للناس ما بيتحطش في اللوجينج وهكذا. بيبقى بيدي نصيحه في قضايا الصلب المهمه بتاعته. لا يهتم بالمشروع بقدر الاهتمام بالطلب على خدمات المتخصص. يعني هو ما هو التارد بتاعه او الريسبونسابيلتيز بتاعته جوه التخصص بتاعه، ما تخرجش عنه. يعني عندكم الكنترولر اللي خلي بالنا، عندكم الكنترولر ممكن يوقع مشروع، خلي بالنا الكيو اي كي سي يوقع مشروع، الشؤون الماليه توقع مشروع، خلاص. ف يعني لو هي مضاره بشكل غلط. فعشان كده بقى ايه؟ بقى الاخصائي في الكلام ده نخلي بالنا. ليه يهتم بالمشروع بقدر الاهتمام بالطلب على الخدمات المتخصصه؟ لا تتوقع منه مساهمه كبيره في مشروع الفريق بوجه عام. يعني ده ما تتوقعش منه اكتر من المجال بتاعه. يعني ما تجيلوش تقول له مثلا تعالى وانت مثلا مهندس مثلا كونستراكشن مانجر او كونستراكشن انجينير، تقول له تعالى مثلا المكتب الفني اعمل حاجه معينه، او تعالى مثلا في كواليتي اشورنس سيستم ودير مثلا حاجه معينه. لا، ما تتوقعش منه مساهمه في ايه؟ مشروع الفريق بواقع. دول 9 ادوار. اقول ليدر بقى الكلام ده كله دي عباره عن حاجه ايه؟ شويه كاركترستيك كده دي عشان نقول ان احنا ايه؟ نخش بقى على قائد الفريق. تمثل قيادة فريق العمل احد المحددات الحاكمه لتحقيق فعاليه اداء المهام وانجاز الاهداف. عندنا المهمه بقى بتاعت ايه قائد الفريق؟ التنسيق وتوفير الظروف الماديه والمعنويه. مهمه ايه قائد الفريق؟ ده سؤال يعني ايه ساعات بيبقى في انترفيو في حاجه، فدي نقط يعني هيدز. يعني توفير الظروف الماليه الماديه والمعنويه، التشجيع على المشاركه، نشر المعلومات، تمثيل الفريق امام الاخرين، المحافظه على تماسك الفريق، حل الصراعات وتصفيه النزاعات. يعني دي 7 رولز كده ايه اساسيه لايه؟ لقائد الفريق او البروجكت مانجر. النجاح بقى بتاعه بيجي ازاي؟ هيبان يعني في التنسيق، بيبقى قبول وتأييد، فهم المهام والواجبات. يعني انت ايه؟ الناس كلها فاهمه المهام والواجبات بتاعتها وقابله ومؤيده. توفر الرؤيه والصوره الشامله عند الناس كلها. استخدام الفعال للتوجيه، انا لما بوجه او بعمل كده بقول لاخد مع الناس فاهمه وعارفه ان هي مش عمليه ان انا بقول عشان انا المدير او عشان الرئيس، لا ده بقول عشان المصلحه العامه ومصلحه الفريق وتحقيق الاهداف. استخدام نمط القياده المناسب. طيب فن خيار طريق العمل في 10 نصائح مزدوجه، اعمل ولا تعمل؟ احنا قربنا على فكره. اعمل، حدد الاتجاهات وزود الاخرين بالارشادات. لازم لا تعمل، ما تصدرش اوامر، لا نخلينا ايه زي ما كنا بنقول دلوقتي. ساعد الاخرين على تخطيط عملهم، ساعدهم، انما ما تحملش واحد فوق طاقته. يعني واحد ما عندوش فكره عن التخطيط ما تقولوش اعمل التخطيط، لا انا اساعده على التخطيط في ايه؟ في المجال بتاعه ويعمل ايه؟ قم بالمساعده عند الحاجه اليها، لا تقعد نفسك في تفاصيل العمل. انا عندي مثلا تكنيكال اوفيس، انا مش هدخل التكنيكال اوفيس في تفاصيل شغله. انا ساعده لما اقول لي مثلا باشمهندس انا مثلا الحاجه الفلانيه فيها ايه، اعمل اخر ايه، اساعده او اوجهه للي مين هيقدر يساعده في التيم.
شجع فريق العمل على تصدي المشكلات بانفسهم، لا تحل كافه المشكلات وتصدي كافه الاجابات. يعني كل واحد يحل مشكلته، ما هو انت ما عندكش فريق في عمل عشان انت كمدير المشروع تقعد تعمل كل حاجه، تقعد تعمل البيانات وتقعد تعمل دوكمنت كنترول وتعمل وتعمل وتعمل. احيانا في مشروع صغير في اوله انت ممكن تعمل الكلام ده كله، انما في الاوبريشن لازم يبقى عندك كل كل واحد كل المتخصصين. اجعل الفريق يتحمل مسؤوليه عن الاداء، لا تمارس دور القاضي بحكم على اداء الفريق، دعم احترام الذات والاساس بالنفس الى اعضاء الفريق، لا تحرم الاخرين الاساس بانفسهم. الراجل بيجيب القهوه والشاي جاي كده الصينيه كده حلو كده، وعليها فنجان القهوه وجنبه كوبايه ميه نظيفه كده فيها ميه ساقعه ومشبره، وماشي لابس مثلا اللبس بتاع الشركه مبسوط بنفسه. اوعى تقول له انت ماشي كده ليه، ولا انت عم فاكر نفسك مين؟ لا 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 بصعب اشجعه، انا اشجعه ان هو يعني ايه معتز بنفسه. حاول تاكيد استقلاليه وتركيز الفريق، لا تتعصب بحق الاعتراض في كافه المسائل ولا حاجه. جاهز الناس من اي اعتراض من اي حد، وجاهز ان انا نقعد نتناقش بمنتهى الوضوح وبمنتهى الشفافيه وبمنتهى العدل. شجع الافراد الاكفاء، لا تهاجم او تقامر غير المميزين، ودي غلطه بغلطها ناس كتير قوي. يعني ممكن انا مثلا في فريق وجاني واحد ممتاز ممتاز وشاطر، وانا شايف ان ده امتيازه، انا معتقد انه هياثر على وجودي او ممكن ياخد مكاني. هذا كلام خاطئ، هذا كلام خاطئ. بالعكس، انت لما تكبر الناس بتوعك انت اللي بتكبر، مش هو اللي بيكبر. يعني انا عندي مكتب فني هايلي كواليفايد ممتاز، واظهره في الميتنجز، اقول فلان ده اللي عمل وده اللي سوى كده. يعني لازم اظهر ان انا مش بتكلم، انا بكلم احنا كفريق وانا مدير مشروع. شجع افراد الاكفاء، لا تهاجم او تقام افراد المميزين، واجه الصراعات وحاول الحد منها، لا تتجاهل الصراعات وتحاول تلاقي حلها. هيبقى لنا في كام سلايد اللي جايين. كافئ الجهود المميزه، لا تبخس الناس مساهمتها. كيف تحصل على الصلاة المفتوحه دي؟ ايه دي السرعه دي يا مع القائد؟ احنا اتكلمنا الكلام ده في البرزنتيشن اللي فات، واحد من اللي كان في الاتصالات، بس دي ملخصه قوي. اول حاجه، ما هي المعلومات التي احتاجها من الاداره؟ اين ومتى اتلقاها؟ انا محتاج معلومات معينه من الكوربوريت مثلا بتاعي، فامتى بقى لازم اعرف ايه المعلومات اللي انا عاوزها وامتى هاخدها امتى؟ ما المعلومات التي ان اقدمها لرؤسائي ومدى الاختلاط بها؟ يعني اللي انا عايزه اخده امتى، واللي انا اقدمه امتى. ما هي المعلومات الاداريه التي تمدني بمعلومات عن السياسات واللوائح وكيف احصل عليها وما متوقع مني ان اطالبها؟ لازم ابقى عارفها. طب ايه بقى ايه؟ ما هي المجموعات الاداريه تعتمد عليا في اداريه بالمعلومات؟ يعني انا ممكن في الشركه ماشي او المؤسسه بتاعتي اللي انا فيها، في ناس بيبقى عايزه مني معلومات في تخطيط المتابعه العامه، في الاي كيو سي، في المخازن، في يعني بيبقى في ايه؟ امتى بقى امدها بالمعلومات، وامتى اسلمها المعلومه، وامتى اديهم المعلومه، وازاي اقدمها؟ ما هي المعلومات اللي يجب ان احصل عليها من المرؤوسين، الرؤوس بقى اللي هم بيشتغلوا معايا؟ يعني انا مش بقول مرؤوس يعني هو ده انا مديرهم، انا ببقى يعني ايه، انت مش مديرهم عشان تبقى يعني على راسك ريشه قدامهم، لا، مديرهم انت شايل المسؤوليه اكتر منهم كلهم، او انت المسؤوليه، انت ايه المسؤوليه ايه؟ لا تفوض، انت بتعمل ديليجيشن للناس اللي معاك وانت مسؤول عن شغله. فما هي المعلومات اللي يجب ان احصل عليها من المرؤوسين، وكيف احصل عليها، وما مدى تكرار طلبها، وماذا افعل بها؟ المعلومات التي يريد المرؤوس والمرؤوسون بقى الرؤساء اللي عاوزينها مننا، وكيف اقدمها لهم؟ هل يمكن ان افوض ذلك الى احدهم؟ ده لسه بقوله انا، اللي هو الديليجيشن، ان انا ايه بفوض حد. يجب ان يكون القائد ايه بقى؟ يقظ دائما ولا يضيع الفرص، يعتمد على نظام فعال للمعلومات وفن الاستماع وتقديم التعليمات. هناك علاقه وثيقه بين جوده الاتصالات من ناحيه وايه؟ خلي بالك جوده الاتصالات بتعمل ايه بقى؟ عشان كده بنقول مدير المشروع 70% من جهده ووقته بيشتغل في ايه؟ الاتصالات، كوميونيكيشن، تحسين انتاجيه، حل مشكلات، حل الصراعات، تحسين اساليب العمل، تحسين علاقات العمل، الرضا عن العمل.
هنا بقى الكونفليكت مانجر هم اثنين سلايدز ولا حاجه يعني، مش حاجه، احنا خلاص شرفنا على الانتهاء عشان بس الناس ايه، كتر خيركم بصراحه ان انتم بتستحملون الكلام في المواضيع دي كلها. لابد ان ننشا صراع في اي مجموعه بشر، ولابد من حل الصراع بسرعه واسرع ما يمكن وبصوره بناءه، والا ستخسر المجموعه. كيفيه ترتيب الصراع وانشاته ازاي بقى؟ بيبقى عباره عن ايه؟ تتولد ازاي؟ اول حاجه تعارض في الاحتياجات والاهداف القيم. يعني بيحصل صراع من ايه؟ تعارض في الاحتياجات والاهداف القيم، ده إيه؟ واحد. الحاجه الثانيه ايه؟ سوء فهم للكلمات او المواقف او التصرفات او الدوافع. واحد قال للتاني كلمه مش حلوه، بشكل اخر التاني فهمها بشكل، يا اما فهمها بشكل مكبر او الى اخره، او كلمه ما تفهمتش صح، او الالقاء بتاعها ما كانش صح. تفاوت بين التوقعات وبين ما هو مطلوب وما هو غير مطلوب. يعني كانوا متوقعين حاجه وفي تفاوت بقى بين الايه، بين المطلوب مني وبين التوقع اللي كان معمول. عدم الرغبه في العمل من خلال شروط محدده. في ناس ما بتحبش تشتغل خلال شروط محدده يعني. ويصبح الصراع خطرا اذا تم تجنبه او النظر اليه كموقف مكسب وخساره. ويتولى عنه الحقد والضغينه، مما يتسبب في تناقص فعالية الاتصالات داخل الفريق ومقدار الثقة بين أعضائه. ولكن إذا واجه الفريق الصراع كان ذلك فرصة طيبة لظهور أفكار جديدة، زي ما بنقول عليه بقى اللي هو إيه؟ اللي هو البوزيتيف كونفليكت، وتدعيم للثقة والانتماء داخله. أساليب حل الصراعات، خمس مداخل رئيسية لحل الصراعات. الأسلوب، يعني إيه دول خمسة ولا آه 2 3 4 5. السلوك اللي وصل على هذا الاسلوب بقى، الاسلوب الاول التجنب. يعني واحد بقى ايه، مش عايزين وجع قلب بقى ولا دماغنا كل شويه في مشكله، لا بقى ايه، ما بيواجهش، عدم مواجهه، عدم المشكله، عدم المواجهه، انكار وجود مشكله. هو ما في مشكله، ما فيش مشكله، نو بروبلم. كلمه نو بروبلم دي مش مش مش, مش ما تعنيش ما فيش مشكله، لا، يعني البروبلم سهله وبسيطه وتتحل. يتجاهل المواقف، ده السلوك اللي بيظهر من هذا الاسلوب اللي هو التجنب. التبريرات بقى اللي بيستخدمه بيقول ايه؟ دي حاجات بسيطه، دي حاجات مش ممكن تتحل. ممكن اقول ايه؟ اللي مش ممكن تتحل، لو حلتها يقول لك ايه؟ رب ضاره نافعه، تجد صراع اشد. الخلاف لا يستحق وقف العلاقات، الحلول تجلب الصراع اشد، وهكذا. التوفيق بقى اللي هو وافق بين الاثنين، طب حب عليك حب عليا، اللي هي الكلام اللي هو ايه؟ اللي هو يعني بحاول اوفق بين المختلفين او بين الصراع. الحصول على التسويات، قله الايجابيه، التعاون حتى على حساب المصالح الشخصيه. يعني بيبرر لنفسه ويقول الخلافات ما تستحقش ان اوقف العلاقات والكلام ده من الاول لاخره. هنوصل في الاخر لحل المشكلات فعلا حاليا، هو اميز اسلوب لحل الصراع. المكسب والخساره، المواجهه الايجابيه، فرض الاعتراف على الاخرين، بافرض على الاخرين والواحد بقى بتاع، والانتصار باي تكلفه. ده كلام برضو ايه، مش مظبوط قوي. انا بقول لك التبريرات اللي بقول لك البقاء للاصلح، الاحترام بينتزع من نفوس الاخرين، ده كلام مش مظبوط. الاغلب دائما على الحق، ده كلام طبعا، دي اللي هي الايه، التبريرات اللي بيقولها اللي ماشي بالاسلوب ده. يعني عنده البقاء للاصلح، يعني انا عندي مهندس شاطر قوي لكن ظالم، فبأيده في ظلم، ده كلام مرفوض تماما. يعني بقول لك الاحترام منتزع، لا، الاحترام مش منتزع، الاحترام ده بيفرض بشكل ودي، يعني الناس هتحترمني اما اكون انا محترم نفسي ومحترم كل الاطراف اللي عندي. هنا بقى ايه الطريقه الرابعه اللي هي التسويه، تحقيق اهداف جميع الاطراف، ضمان حسب العلاقات، التعاون وان كان بالضغط على بعض الاطراف. يعني التبرير بتاعته يقول لك ايه، لا يوجد طرف واحد له الحق، هناك اكثر من طريق للوصل او للوصول لاي نقطه. تقدم بعض التنازلات، تحصل بعض التنازلات، يعني ايه، عليك شويه وعليه شويه والكلام ده كله. فدول ايه الاربع ايه طرق. الطريقه الخامسه بقى لحل المشكلات، ليه؟ احتياجات كل طرف شرعيه. يعني احنا اثنين راعيين مختلفين قدام مدير المشروع، كل واحد فينا طالب شرعي، الا اذا كان حد افترى بقى مفتري، وانا عرفت كمدير مشروع المفتري ده ما يستاهلوش. انما اتنين اختلفوا على حاجه معينه، يبقى ده طلب شرعي، ده طلب شرعي.
ده مثلا في مثلا شفت الصبح هتيجي بالليل، ده شفت بالليل هتيجي الصبح، ده مثلا اخد بونص ده ما اخدش، بقى ايه كل طرف له شرعيه ولازم تدير صح. احترام متبادل بين الاطراف، يعني احنا مش جايين مختلفين ان احنا غلطنا في بعض او تجاوزنا مع بعض، لا ده احنا جايين مختلفين بإثكس. احنا واقفين في الحته الفلانيه مش مهندس دي المشروع دي مشكله، منتهى الاخلاق، منتهى الاخلاق ومنتهى الشفافيه، متعاون وايجابي. يعني السلوك بيبقى ايه؟ متعاون وايجابي. اللي يلجأ للحته دي عنده ايه؟ الثلاث حاجات دول. التبريرات بقى اللي بيستخدمها ده بيتحاور مع كل الاطراف بحريه، والوصول الى حل يرضي جميع الاطراف بدون تنازل كبير من احد. انا شاكر جدا 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 على يعني صبركم. انا مش عارف بقى يعني انتوا بصراحه اللي بتفتحوا نفسنا ان احنا يعني ايه نسترسل، وبشكركم جدا، وبشكر الباشمهندس عمر الحقيقه على صبره وعلى يعني تقديمه للكلام ده وحسن ادارته هو والفريق اللي معاه. وبنشكر الباشمهندس محمود، بشكركم كلكم على يعني الحضور وانتوا السبب الرئيسي في نجاح اي لقاء، مش اللي بيتكلم، دايما المستمع هو اللي بينجح اللقاء، وانتوا الاساس ان شاء الله في نجاح لقاءاتنا. وبشكرك جميعا، واحنا جاهز لاي سؤال وتحت امركم. وبشكركم شكرا جزيلا، وهنقول لكم في الاخر بقى نستودعكم الله، بس احنا دلوقتي مرحله ان احنا يعني ايه نتناقش في اي حاجه، لو في اي سؤال في اي حاجه. اتفضل باشمهندس عمر. الف شكر لحضرتك يا دكتور، جزاكم الله كل خير، محاضره ممتعه كالعاده واستمتعنا جدا بها. الله يخليك، الله يخليك. لو في حد عنده اي اسئله، الله يكرمك، اي اسئله، اي تعليق، اي فكره عايز تقليها، اي حاجه قابلته عايز يا ده اثراء بقى للمناقشه. يعني مهندس روماني بيقول لك كتر خيرك يا دكتور، وحضرتك بتجاوب على الاسئله اصلا اول باول في اثناء المحاضره، فتقريبا مفيش دكاتره، مفيش اسئله دكتور. لا 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 لا، ده الكلام ده لما بنبقى في الـ في الـ في الـ في الـ في الفيس تو فيس. بس احنا خلاص، احنا ربنا كاتب علينا دلوقتي ان احنا نشتغل بالزوم. والله يعني كل طريقه لها برضه لها مزايا وكل لها عيوبها. بالظبط، كل حاجه لها يعني المزايا دي ان كل واحد قاعد بقى في يعني مركز تماما ومريح، ويعني ايه ويعني غير ما يبقى قاعد بقى بس ميزه بقى اللقاء البيرسونال ان البادي لانجوج يعني افكتيف، بنحس بال طبعا انت استاذ يا باشمهندس عمر. لا لا، تلميذك يا دكتور، الله يكرمك. لا استغفر الله، بنحس، لا حضرتك استاذنا، الله يكرمك استاذ، بنحس بالحضور، اللي بدا يحط ايده كده، واللي بدا يسرح، واللي بدا عينيه تقع، يعني فاهم حضرتك ازاي؟ فدي الميزه بقى في الـ في الـ في الـ في الـ لما تبقى الموضوع بيرسونال، يعني اللي هو الفيزيكال اتندنس يعني. طيب في مهندس روماني بيسال حضرتك، لو في مدير ضعيف الواحد يتعامل معاه ازاي؟ او مش سند للناس اللي تحتيه؟ ما هو المدير الضعيف يعني لازم تلاقي طريقه ان انت تتعامل معاه. يعني انا هقول لحضرتك عشان بس نبقى في الصوره، يعني زي ما اتفقنا ان اللي بيفشل اي مشروع، وهقولها بصراحه، يا اما مدير المشروع يا اما المالك يا اما الاستشاري. المقاول عمره ما بيفشل المشروع، المقاول دايما بيحاول ان هو ينجح مشروعه، لان هو فيزيكالي هو اللي بيكسب. ماشي الحال؟ ف المدير الضعيف انت ربنا كاتب عليه بقى تشتغل مع مدير ضعيف، حاول ما تظهرش قدراتك كلها قدامه، وحاول تبقى فيري ديسنت معاه، وتعامله وتكلمه دايما في الحدود اللي هو يعني بيحبها وبيؤيدها، عارف الترند بتاعه ازاي.
انا دلوقتي ده رد تلقائي او فوري يعني، يعني ما تبينلوش ابدا ان انت احسن منه في حاجه، ولا تبين له اي قوه عندك ما هياش عنده، ودايما يعني شكر له في الحاجات اللي عنده. ده رد تلقائي دلوقتي يعني، يعني انا ما فكرتش فيه قوي، بس انا شايف برضو من خبره الحياه ان هو ده دي الحاجه الامثل يعني، وبتبان. بس في الاخر برضو المشروعات اللي بتبقى كده ما بتبقاش يعني ناجحه قوي. بعد ذلك كان في كتاب اسمه 48 قانون للقوة تقريبا، حاجة زي كده. كان في الكلمة حضرتك قلتها، ما تلمعش أكتر من مدير. بالظبط، بس هو احيانا دي قابلتنا كتير، احيانا ما بتقدرش يعني، بمعنى ايه؟ ودي حاجات حصلت معايا بيرسونال يعني، ان واحد يجي يعمل لك انترفيو وياخدك بروجكت مانجر عنده في الشركه، وهو اصلا موظف برضه، تمام؟ تمام. تدخل الشركه مش بمزاجك يعني، انت دلوقتي في ناس تانية، في مهندسين تانيين، في جهاز اداري، في كام من اخره بيكتشفوا، ودي حصلت معايا بيرسونالي وعملت مشكله في الاخر، انا مشيت. مشيت بقى يعني، فاهم قضيتك ازاي؟ فتلاقي الناس ايه، تقول لك ايه؟ ايه ده انت اللي المفروض تكون انت اللي جوه قاعد هنا جوه. يا اخوانا لا، ده احنا غلابه، فاهم قضيتك ازاي؟ فالموضوع مش سهل يعني، حضرتك طبعا الكلام اللي بنقوله ده يعني، انت عند سن معينه ما بتقدرش تخبي اللي عندك، او ما بتقدرش ان انت تداريه قوي، واخد بال حضرتك ازاي؟ فلما يبقى المدير ضعيف او مش قوي، بتبقى مشكله كبيره يعني. انا مش بهوي المشكله اللي قالها زميلنا واخونا روماني، لان دي مشكله اما بيبقى مدير المشروع. وعلى فكره برضه ما بيبقاش مدير مشروع فاهم، لان ده انا قوتي في اللي معايا، انا يعني انا ليد تيم ليدر، قوتي كوميليشن بتاع كل التيم اللي عندي، مش قوتي مش فيا انا، قوتي ان انا ازاي اخد من كل واحد منهم اقصى ما عنده وانجح مشروعي. انما بقى اللي بياخد موضوع بيرسونال انسى. انا اسف يعني، بس انا بتكلم بتلقائيه وبطبيعيه يعني، ارجو ان يكون يعني ايه الاجابه يعني ايه كافيه يعني. تمام يا استاذنا. في باشمهندس ملاك، اتفضل باشمهندس ملاك. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا حبيبي. معلش يا دكتور، انا بس ايه يعني، ممكن ما سؤالي بعيد شويه عن موضوع المانجمنت يعني، انا بس كنت يعني محتاج يعني اسال حضرتك عن حاجه، ان انا ما اعرفش هل في حد زيي ولا لا، بس يعني هو موضوع الكورونا طبعا، وانت عارف اللي حصل، في ناس كتيره رجعت من الخليج، فانا حاسس ان سوق العمل هنا يعني ده حالي يعني، الكيس بتاعتي يعني كانت بعيده خالص عن يعني عن يعني مجال شغلنا هناك يعني، ما يمكن انا كنت شغال في وزاره، فكان معظم الشغل مالوش يعني شبه حكومي، فاهمني حضرتك؟ ايوه. فمش عارف يعني، انت رايك الواحد يبتدي منين؟ انا حاسس ان انا تايه يعني، حاسس ان انا يعني ممكن يعني يعني هل اصل انا في وسط كلام حضرتك، انت قلت اللي ما يعني اللي ما قراش او ما قعدش كتير في يعني زمان كان لمده شهور يعني، النقطه دي يعني هزتني قوي يعني، دلوقتي اليومين دول اللي ما تابعش وما قراش لمده ساعات بيبقى ضاع، فانا حاسس ان حالا انا كده ضايع ولا يعني. لا 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 مش ضايع. بص هقول لك على حاجه، يعني خلي بالك انت اصلا لازم تحدد انت خبرتك فين، تمام؟ لازم تفهم الترند في السوق ماشي ازاي النهارده، مش اللي جاي من الخليج بس، مصر فيها مشروعات لم تحدث في تاريخها، ما هو ده اللي انا حاسه، مشروعات كتير جدا، وفيها مهندسين لم يحدث في تاريخ مصر ان قعد هذا الحجم من المهندسين في بيوتهم، لم تحدث. خلي بالك انا بتكلم على تاريخ. للاسف انا ما يعني ايه يعني دي ظاهره موجوده يعني، انت حضرتك انا فاهم حضرتك. يعني انا قصدي ايه، ما
معلش خليني انا هركز سبيسيفيكلي معاك. انت اصلا كنت شغال تكنيكال اوفيس، ولا كنت شغال كونستراكشن، ولا كنت شغال بروجكت مانجمنت، ولا كنت شغال مثلا ادمنستريشن، كنت شغال ايه؟ هو احنا كنا انا كنت شغال في وزارة الأشغال، كان طرق بس كان إشراف، فين؟ مش في الكويت. الكويت. ايوه فكان معظم يعني كلها أعمال مكتبية، ومش يعني عارف حضرتك، يعني الواحد ايه يعني بعد خالص عن يعني انا حاسس ان انا فاتني كتير قوي يعني يعني معلش، بس خلي بالك، معلش بس اللي فات يتلحق، خلي ما بالك. هو يعني احنا نفسي حد دايما يعني جايد مي، تبقى يعني ايه ان انا احط ايدي على يعني ابتدي ازاي. انا حاسس ان انا انت لازم تقرر حاجه. هقول لك على حاجه حاليا، بعد اذن الباشمهندس عمر، انا مش بعمل له دعايه. لو انت شايف نفسك في تكنيكال اوفيس، وان انت يعني كمبيوتر وايز يعني انترستد، ادخل على البيم تمام وتعلمه كويس قوي. تمام يبقى انت ايه، تخصصت في حته مطلوبه في السوق، ممتاز خلاص. تمام ادي واحده، يعني دي حاجه، يعني ادخل في تخصص مطلوب. انما وضع بالسيستم اللي انت فيه، عايزك تتابع معانا، يعني ما تفوتش. ما انا انبسطت يعني جدا، احنا انا كلامنا حقيقي بيقول انا حقيقي اول مره احضر، لان كان يعني انا اسف للجماعه، يعني انا عارف ان دي مشكلتي الشخصيه، فانا مش عايز اضيع وقت الناس، وممكن الناس عايزه تمشي، وبرضه عارف ان وقت حضرتك ثمين، فمش عايزه لا يعني لا 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 لا، بص اقول لك على حاجه. احنا بنتكلم بمنتهى الحب وبمنتهى الشفافيه. واللي عايز يمشي انا عادي، ده انا ما ببقى بدي محاضره عاديه خالص، او حتى في حتى لو بعمل تريننج بيد، بقول لهم يا اخوانا احنا مش في فصل ولا احنا في مدرسه. صح. اللي عايز اي حاجه يقوم ينزل، عايز يقعد، عايز يطلع ياخد فنجان قهوه ويطلع ماشي، اللي عايز يتهوى ويرجع، اللي عايز يتصل تليفون ويرجع، احنا وي ار فيري فري. يعني ما احنا مش قاعدين، احنا مش في مدرسه ولا في كليه ولا لا 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 لا. حضرتك انا ازاي بقول لك على حاجه؟ اولا بالنسبه للي فات ده ما فتكش. حضرتك لو دخلت على في البشمهندس، بعد اذن البشمهندس محمود، لو دخلت حضرتك على اعتقد على البيم، على البيم البيم مع البشمهندس عمر، صحيح هتلاقي اعتقد المحاضرات كلها موجوده، صح صحيح يا باشمهندس عمر؟ مش كده برضو؟ طبعا يا دكتور، طبعا يا دكتور موجودة كلها موجود مسجلة. ان شاء الله. عايز حاجة أخف شوية، وده أنا بنصح بيه طبعا، بس باشمهندس عمر ما يزعلش مني. يعني أنا شخصيا بدخل على البيم وبدخل على هنا أو على هنا. في عندك الباشمهندس محمود، كتر ألف خيره، محمود ابننا محمود المعتز، قسم اللقاءات اللي فاتت، الخمس لقاءات اللي فاتت، إلى حتة، إلى أجزاء، أجزاء صغيرة، عشان برضه ما تزهقش. صحيح لان برضو الحضور المباشر غير ما انت داخل على النت. لو انت صحيح لو انت دخلت على السايت، انا يعني مش عارف اقول لك ازاي. بالمهندس محمود هم جماعة موفرين كل اللينكات، ويعني لا الشغل محترم جدا يعني. تمام، خلاص. يبقى انت ادخل وخدهم واحده ورا الثانيه، يعني زي ما هي ماشيه كده، تمام ويعني واعتقد هتتبسط، وهيبقى عندك اساس برضه. تقدر برضه، لان انت برضه طريقه عرضك لنفسك مهمه. لما تدخل انت بالفوكابيلاري، سواء انجلش، احنا لسه بقى في الانجلش، لسه برضه ما دخلناش قوي، لكن بعض المحاضرات او اللقاءات بتبقى انجلش، وبنشرح بالانجلش وبالعربي. يعني تمام انت ممتاز اسمعها، مش ما تفتكش ولا حاجه، شوفها وكمل معانا. وفي نفس الوقت تخصص في حاجه بقى من الحاجات الجميله بتاعت دلوقتي. البيم انا شايفها ان هي اهمهم، وفي نقص كتير كبير جدا في الناس المتخصصه في البيم في الشركات الكبيره دي. واحده. ممتاز ممتاز هقول لك بقيه الحاجات، يعني في حاجات، يعني تخصص في حته ضيقه، فاهم قصدي حضرتك ازاي؟ لان برضو انت فهمت شايفه حضرتك، يعني جزء من الاجزاء زي ما حضرتك قلتها، اللي هم شخصيات مدير المشروع، يعني ممكن واحد من الـ9 اشخاص اللي هم يعني تحت الليدر شيب. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك.
مش لازم ميرلي تخش كده متعب. تقريبا كده تقريبا كده. بس انا بقول لك البيم ليه؟ لان البيم اولا انا زي ما بقول لك انا يعني ايه مش جوه دي، فدي دي مطلوبه مطلوبه في السوق في الناس اللي هي تمام. واخد بالك ادي واحده. طب هو معلش يا دكتور، هو البيم انا زي انا اخدته مثلا ككورس، مش هيطلب مني ان انت تكون اوريدي مثلا كنت مدير مشروع في مكان هنا؟ يعني ممكن زي انا هناك ما كنتش مدير مشروع مثلا، ما لا مش كانش في شرط مجال مش شرط. لا التجاره البيم البيم انت المتاحه دي. يعني انت هتعرف يعني ايه اداره مشروعات من الكلام اللي احنا بنعمله مع بعض. هل سوق العمل هيقبل بيا بدون خبره سابقه ما في يقبلش بيك المجال ليه؟ يعني؟ يا حبيبي اللي بيعرف بيم النهارده بيتخطف. ما هو البيم ده فيه رابط عشان الديزاين، المهندس عمر استاذنا كلنا يعني يقدر يشرح الموضوع ده. انت هتدخل في حته من الـ من الـ من الـ من البيم. من يعني تمام في ناس تمام بيعملوا الموديل الاول، وناس بتربط بيه بعد كده المعماري والانشائي وكل حاجه من اول لاخرها، وبعدين بيدخل معاه تمام فور دايمنشن مثلا البلاننج، يدخل بعد كده الدايمنشن تاني كوست كنترول، يدخل بعد كده الدايمنشن تالت بعد اذنك يا باشمهندس عمر. لا تفضل. انا يعني انا ماليش يعني ايه يعني انا البيم ده يعني الريفت ده اصله طالع من 2006 2007 قبل كده يمكن كمان يعني شفته انا في ابو ظبي زمان وكان عند ناس ومش حاسه بيه. فده البيم ده الماظه لو خدت وركزت فيه هيفيدك جدا. بقيه الاقسام بقى لو انت يعني بتفضل كونتراكت مانجمنت خش على كونتراكت مانجمنت، عايز تدخل على البلاننج تتعلم بريمافيرا بس تتعلمها صح. برضو اعتقد ان في نقص شويه بالنسبه للبلانرز يعني مش كتير يعني. فانت بس انت حدد لنفسك بقى حته التخصص، ما تدخلش بقى كبروجكت مانجر دلوقتي الا لما تكون يعني ايه دخلت وقدرت دخلت في مشروع ولا حاجه او دخلت في شركه وكسبت ثقتها وخدت مشروع واتبعت بقى الكلام اللي احنا بنقوله ده ونجحت فيه. فاهمني حضرتك؟ يعني رسالتي وصلت ولا في حاجه مش واضحه؟ لا كده زي كده ممتاز لحضرتك يعني، يعني نقطة دفع قوية جدا يعني. أنا كنت يعني ما اوعى تيأس. وهقول لك على حاجه تانية يعني مهمه جدا كانت برضو. يعني لي مش يعني أنا بقالي شهر أو شهرين راجع، بس يعني عارف في النفس فاهمني يا دكتور يعني، يعني الموضوع كان عامل زي ما يهمكش كده يعني، واي حاجه خش والدنيا عندي معاك على على الانترنت على الواتساب على حاجه خدها وانا تحت امرك في اي حاجه. واوعى تستسلم لحد. الانجليش بتاعك شكله ايه؟ يعني. لا هو متوسط يعني، ادفانتج مش عالي قوي ولا هو واقع جدا يعني. لا يا حبيبي عليه ما دام انت فاضي دلوقتي خش على البيم. تمام. لو انت حبيت البيم، البيم جميل وانا رايي ان هو يعني افيلابل، وهو ده اكتر اول حاجه مطلوبه، اكتر حاجه مطلوبه دلوقتي ده بعد اذن باشمهندس عمر. واللانجوج بتاعتك شدها عشان تساعدك ان انت ايه تتطور كده تبقى يعني تبقى ايه حاجة كويسة واحد دكتور، تلامذة الباشمهندس عمر كده واتباعه الجمال يعني. ماشي؟ ربنا يخليك يا دكتور. لا تحت ماشي امرك يا دكتور، تحت شكرا يا امرك. دكتور، شكرا جدا لوقتكم يا جماعة، ربنا يخليك. لا تحت امرك. دكتور هو تأسفين يا تقريبا، باشمهندس عمر معلش على التطويل بس لا العفو يا دكتور، الله يكرمك يا دكتور، جزاك الله كل انا خير يا حاسس استاذ، بالشباب يعني الله حاسس يكرمك يا استاذ. دكتور تغريد، السلام عليكم الصوت واضح؟ وعليكم السلام ورحمة انا الله وبركاته. بصراحة الدكتورة تغريد الجوهري. صراحة يعني الواحد يعجز عن الشكر على هالمحاضرة الرائعة. أنا من جد من أول محاضرة ماني قادرة أفوت ولا دقيقة صراحة. استمتعنا كثير بهالمحاضرة الدكتور حسين، محاضرة جميلة الله الله يديك يخليك. العافية. أنا كان عندي استفسار بسيط وكمان طلب يعني حاجتين. استفسار في حال أنت أموري. انضميت لفريق عمل في وقت متأخر، طبعا أنا أستاذة التخطيط والتنمية الإقليمية بجامعة طيبة في المدينة المنورة. أيوه. في حال أنك انضميت لمشروع في وقت متأخر، أيوه. يعني اندماجك مع الفريق يعني قد يكون دقيقة بس. تفضلي يا حبيبي. طب باشمهندس محمود ابراهيم،
ميس مود. السلام عليكم. وعليكم السلام. الو الدكتوره صوت واضح؟ في مشكله تقريبا عندها بس مشكله وترجع تاني ان شاء الله. طب ماشي انت يا عمر. اتفضل امرني. شكرا جزيلا يا جماعه. بس كان في سؤال، لو انا الشخصيه الحبوبه ازاي اكون الشخصيه مش حبوبه؟ يعني انت قلت كده في النص الشخصيه الحبوبه الاجتماعيه زيادة على اللزوم. يا اللي احيانا بتهرب. لا بس مهندس ده مش سؤال ده. يعني ما هو لدرجه حسيت والله ان انا دخلت هندسه غلط، كنت بالذات في مجال مقاولات فكرت كنت مدرس فيزياء ولا حاجه. الهندسه الهندسه ومش قصه حب ولا قصه تعصب، اشرف مهنه. يعني في الناس يعني سبحان الله، يعني في ناس زمان قوي احنا صغيرين كانوا بيسموا الله سبحانه وتعالى جل جلاله المهندس الاعظم. المهندس عنده ميزه، مش عايز اقول الخلق برضو، يعني مش بقولك خلق كخلق بشري او لا، يعني انت كمهندس المفروض ان انت بتصنع الجديد وبتضيف، والمنتج بتاعك بيسعد. يعني انت ما انتش طبيب. طبعا كل الوظائف وكل الناس وجودها هام جدا، لكن انا في رايي ان يعني من اجمل المهن واشرفها المهندس، لان انت ما تقولش غلطه، ده قدر ربنا سبحانه وتعالى عليك، بس انت يمكن ما عرفتش ان انت ايه او لما يحدث بعد ان انت طورت بقى وظبطت نفسك طب باشمهندس عمر، هل نلغي الستوب شير؟ ماشي لحضرتك حاجه، مفيش مشكله يعني ولا ايه يا حضرتك؟ زي حضرتك حاجه، مفيش مشكله يا استاذ. طب السكيه عشان انت تمام طيب ماشي الحال. ف اللي عايز اقوله لحضرتك ايه؟ يعني الهندسه قصه حب انت دخلتها وحبيتها، ما تبعدش عنها ولا تكرهها ولا تقول انا غلطت، لا خلينا ايه تطور نفسك وحاول تشوف انت فين، لان هي المشكله اصلا احنا مرتبطين بسوق، مرتبطين بسوق ومرتبطين براسماليه ومرتبطين باتجاهات كتير. ف وقبل ده كله توفيق ربنا سبحانه وتعالى، يعني حتى لو ربنا مثلا يعني حطينا في موقف ان احنا مثلا قعدنا شويه من غير شغل او الى اخره، ده يعني نقول اختبار، نقول اي حاجه، حبيت ان انت تغير تمبرري كده، يعني تعمل تجرب اي بزنس تاني برضه هيحتاج اداره، خلي بالك. مهندس محمود ابراهيم ممتاز، يعني الصراحه تعليق دمه خفيف جدا يعني. المهم فبشمهندس يعني انا مش عايزك تاخد الترند تقول الهندسه دي وحشه ولا لا انت شوف توجهك لايه، او زي ما كنا بنكلم البشمهندس قبل كده، وطور نفسك وما توقفش وتابع معانا، تابع معانا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون متابعتنا مع بعض لها فايده للناس كلها يعني. ما تحطش نفسك في موقف انك تزعل او تكتئب او اي حاجه يعني، او يعني ما تزعلش نفسك، ما تزعلش نفسك. تمام يا باشمهندس؟ طيب دكتورة تغريد ايوه معاكم. من اجمل عذرا بس دخلت بنتي الصغيره عشان كذا. ربنا يبارك فيها، ربنا يبارك فيها يا رب. الله يسعدك يا رب. ادعوا لنا بقى وانت في اطهر مكان. اللهم امين لكم اولادكم. ادعوا لنا وانت في اطهر. الله يسعدك يا رب. والله صراحه يعني انا يعني اول ما مرة أحضر لك، لكن أمانة أنا حريصة بعد كذا أي محاضرة حتكون للمهندس حسين حكون أول الحاضرين بإذن الله، لأنه محاضرة قيمة جدا، محتوى ومضمون وأسلوب ما شاء الله تبارك الله، يعني الواحد ما بيمل أبدا، ساعتين لنا تقريبا ما حسينا أبدا ولا في ثانية ملل.
أنا كان سؤالي في حال يمكن كثير من الزملاء انضموا لهيئات وأمانات ووزارات يواجهوا مشكلة إنه لما يدخل في فريق قائم أساساً هو ينضم في مرحلة من مراحل المشروع لهذا الفريق، الانسجام مع الفريق الجديد يمكن كان يسبب لهم إشكاليات كثيرة، وبعضهم ما استمر في المشروعات بسبب عدم الانسجام مع الفريق القائم، خاصة إنه لما يوصل في فترات يكون في نص المشروع أو قرب نهاية المشروع لما بيستعينوا برأي المخطط في المشروعات العمرانية. الطلب الثاني، أنا أتمنى فعلا الاستفادة من كفاءة زي الدكتور حسين، المهندس الدكتور حسين، في تقديم دورات حتى لو بمقابل مادي، بحيث إحنا نوجه طلابنا للاستفادة من هذه الدورات، لأن صراحة يعني كفاءة صعب ما يستفاد منها بالشكل الله يبارك المنتهي. فيك، الله يبارك يعطيكم العافية، وألف شكر لبي إم على بيم على هالمحاضرات القيمة، سلسلة ممتعة. المهندس عمر مبدع صراحة في انتقاء الأشخاص والمحاضرات، الله يديكم العافية، شكرا للجميع. شكرا جزيلا. انا بس في نقطة صغيرة شخصية. الو دكتورة تغريد. طيب ماشي دكتور تغريد، خلاص. أيوة تفضل. انت حياتي، انت تعرفي الدكتور عبد الرحمن بقيس؟ أسمع فيه أكيد، ده يعني ده احد بس ما أعرفه معرفة شخصية. لا، ده من الانسان العظام جدا، وكان في المدينه المنوره، وده من اجمل المديرين المشاريع اللي انا يعني اشتغلنا معاهم. كان المدير بتاعي يعني، كان شاب جميل ومن اجمل المديرين. فتحيه لحضرتك والارض الله الطيبه، يسعدك يا رب، وارجو وأنا لا مستشار في تحرمينا هيئة من تطوير دعائك، منطقة المدينة المنورة. لا تحرمينا من الله دعائك يسعدك يا رب، وأنا المعارف. مستشار في هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في مركز دعم واتخاذ القرار في المنطقة. فصراحة يعني يسعدنا كثير إنه نستفيد من هذه القدرات حتى في إعطاء محاضرات لمنسوبين الهيئة. تحت امر حضرتك، انا تحت امر حضرتك في اي وقت، في اي وقت الله وفي اي يسعدك، اتجاه. وانا الله يحفظك، انا اديت على فكره دورات شكرا تدريبيه في لك. السعوديه كتير، يعني دي بروجكت مانجمنت ودي فاينانشال مانجمنت، بس كان في المنطقه الشرقيه يعني مع الهيئه، مع هيئه المهندسين يعني. فتحت امر حضرتك في اي الله اتجاه، يديك تحت العافية، امر حضرتك. وشاكر جدا جدا على شكرا لكم، يعني على شكرا. ذوقك وعلى كلامك، وربنا يبارك فيك يا رب. اهم حاجه بس ما تنسيناش من الدعاء في المدينه المنوره، واي وقت باشمهندس عمر موجود، البيم موجود، احنا يعني تحت امرك في اي وقت وفي اي اتجاه، واي خدمات تحت امرك يعني حضرتك او لاي حد من طرفك يعني. شكرا يا دكتوره، شكرا يا دكتور عمر الله باشا. يكرمك يا استاذ، جزاكم الله كل خير. الله يكرمك. يعني الحمد لله الاسئله كلها تم الرد عليها، والناس كلها بتدعي لك والله يا دكتور. الله الله يعطيك يبارك فيك العافيه، يا حبيبي، الله يكرمك الله يبارك استاذ، فيك يا عمر باشا. جزاكم الله كل خير. طب في أي حاجة تانية؟ في اي حد عنده اي اسئله؟ تمام يا استاذنا، وان شاء الله منتظرين حضرتك بقى الاسبوع الجاي في محاضره شيقه كالعاده يا استاذ. الله يكرمك استاذ. إن شاء الله ربنا يبارك فيك السلام عليكم يا دكتور. صحة، عليكم ماشي السلام. كل مساء خير. محمود، ازي حضرتك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ أنا باشمهندس محمود، ده بارك المبدع. الله حضرتك والله يا دكتور، والله يعني محاضره جميله جدا جدا جدا. انا كان عندي بس سؤال صغير خالص، يعني وأمرني. اداره المشاريع هل هي طبع ولا هي علم؟ لا دي واحدة، خلي بالك. هو احنا قلنا الكلام ده قبل كده، خلي بالك يا استاذ محمود. ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان عنده التالنت بتاع الاداره، مش الانسان بس. ولو تفتكر قلت لكم ايه؟ الطيور اللي بتسافر من قاره لقاره وماشيه كده على هيئه سهم، دي بتدير. طبعا القطيع بتاع اي نوع من انواع الحيوانات اللي ماشي من قاره لقاره او بلد لبلد، ساعة وراء الرزق او ساعة وراء بيئه اصلح، ده بيدير. الطفل الصغير المولود اللي هو على السرير ومش عايز يقع على الارض يتعور، يروح سدد مخدات كده رميها وبعدين يروح ينزل وراها، ده الكلام ده احنا شفناه في احفادنا واولادنا، ده بيدير. هو الانسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه متكامل ويعرف يدير. بس المشكله فين بقى؟ ان انت تحول التالنت ده لاساليب علميه بقى ومتطوره، واخد بالك ازاي؟ يعني في ناس
يعني في ناس كتيرة جدا جدا انا اعرفها شخصيا ما بتعرفش تقرا وتكتب. انا مش ببالغ، ما بتعرفش تقرا وتكتب. انا شفتها في مواقعها، شوف بتديرها ازاي. هنا داخل اسكندريه، وحضرتك ازاي؟ فالاداره دي موجوده عندنا، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيها ورزقنا بيها. احنا بقى اللي الدور علينا ان احنا ايه، نطور هذا الكلام زي ما بقول لحضرتك كده، ان نعمل الكلام ده ازاي والاسس بتاعته ايه. خد بالك يا باشمهندس محمود، دي مالك بالظبط؟ انت عايز حضرتك زي ايه بالظبط؟ يعني زي بالظبط ما واحد اتولد مثلا في الغابه وتاه عن امه وابوه، خلاص، وعاش في وسط مثلا اي نوع من انواع الحيوانات مثلا 10 15 سنه، هتلاقيه ما بيتكلمش، مش كده؟ الكلام ده هو الكلام ده مشكله؟ ربنا خلقنا بيتكلم. احنا اذا ما استخدمناش التالنت اللي ربنا اداهولنا وحطيناه في اسلوب علمي واسلوب متطور، يعني الاداره النهارده غير اداره من 10 سنين، غير من 20 سنه، غير من 30 سنه، غير من 50 سنه، صح؟ بالظبط. فانا لازم وبعدين برضو حاجه ثانيه برضو، ده موجود عند الناس كلها، خلي بالك عشان ما حدش يقول بقى ايه ده واحد مولود مدير واحد مش مولود مدير. الكلام ده مش صح، الكلام ده مش صح. عندك اي انسان عنده ربنا خلقه بالتالنت بتاع المدير جواه، المهم هو طوره بقى ولا ما طوروش، استفاد منه ولا ما استفادش بيه، عاش بيه ولا ما عاش بيه، هي دي النقطه. تمام. يعني نصيحة حضرتك يا دكتور ان الواحد ينزل سوق العمل يتعلم فيها اداره المشروعات، وهو بيتعلم اداره المشروعات يتعلم الساينس نفسه بتاع البروجكت مانجمنت. طبعا طبعا. ده انت يعني، بس انا هقول لك حاجه يا محمود، انت برضو ايه، يعني انا معاك في هذا الكلام، يعني انت بتتكلم صح، بس انت دلوقتي انت لما بنحكي مع بعض ونتكلم مع بعض وهو الى اخره، بتاخد نولج اللي معانا من فضل الله سبحانه وتعالى. احنا بندي التجربه الحقيقيه بقى، التطبيق الفعلي لاداره المشروعات. احنا لسه لا اتكلمنا على كوست مانجمنت ولا على تايم مانجمنت ولا على اس كيرف ولا على ايرنز فاليو ولا اتكلمنا على اي حاجه خالص. كل كلام لغايه دلوقتي كله كلام اللي هو الاساس بتاع مدير المشروع. الكلام ده هنتكلم عليه بعد كده، ولا انك تخطط مشروعك ازاي، كل ده موجود وهنتكلم عليه ان شاء الله. احنا يعني ربنا توفيق ربنا معانا ايه؟ ان احنا بندي الاثنين مربوطين ببعض. اللي هو الخبره في اداره المشروعات مع الترند اللي ربنا عطاه لنا. معايا يا محمود؟ تمام. انت الظروف اللي انت فيها دي انا فاهمها. انت يا رب كده ما يحرمناش منك يا رب، وتفضل مع بعض على طول، وبتبني المجهود بتاعك معانا، وان شاء الله هتلاقي نفسك برضو احنا مع بعض، هتلاقي نفسك حتى في اي انترفيو في اي حاجه. انت طبعا ما شاء الله عليك، انا عرفتك يعني لما هيبقى معاك الكلام اللي احنا بنقوله ده بالفوكابولاري بالانجلش بالبرزنتيشن بالوسامه بتاعتك اللي انت يعني عليها. ربنا يبارك عليك يا دكتور، ربنا يبارك فيك. ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيوسع عليك وهتفرق معاك كتير جدا باذن الله تعالى. باذن الله باذن الله. ما تقلقش. ربنا يبارك حضرتك ان شاء الله. يعني ربنا هيرزقك الخير كله باذن الله تعالى باذن الله. الله يكرمك. في بس سؤال اخير يا دكتور، عدم تاقلم لعنصر جديد في وسط مجموعه في وسط او نهايه المشروع، يعني في عنصر جديد دخل في الجروب بس هو مش قادر يتاقلم معاهم. دي هقول لحضرتك المشكله دي، ما هو مش قادر يتاقلم معاهم، يعني اصل مجموعه تاقلمت مع بعض، دي تعتمد مدير المشروع شكله ايه، الترند بتاعه ازاي، عادل ولا مش عادل. هو طبعا خلي بالك دي صعبه جدا، دي صعبه، دي مش سهله، مش سهله. خلي بال حضرتك، انا بقول لك انا بكلمك عن تجربه شخصيه. يعني دخلت كان المشروع بقى له شهرين ثلاثه، وكل الناس بقى داخله ومتسابقه، ده مين ده اللي جاي ده. بعد فتره
بقينا حبايب مع كل الناس، فدي بتعتمد على اللي داخل هو عنده استعداد ان هو يعني حتى ايه زي ما بيقولوا ايه يعني يحب، يعني يحب الناس اللي حواليه، يعملهم بشكل معين، يعني يفرض خلق معين، الا اذا كان فيها حاجه، الا اذا كانت المجموعه فيها حاجه مش خلقيه، فطبعا ده 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 انا ما يعني انصحه ان هو يسيب المكان خالص. يعني ما يعني الواحد ما مش بحجه ان الدنيا ماشيه كده غلط ان هو يمشي مع الغلط. نيفر نيفر، انا بقول لك على 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 خبره حياه، نيفر ان انا يبقى في مكان مثلا الناس كلها غلط انا اقول الدنيا كلها غلط وانا بمشي بقى غلط. نيفر، دي 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 نهايه، نهايه سيئه يعني. فاللي دخل في مشروع واشتغل اوريدي يعمل كل جهده، لان هو هيبقى ايه يعني عنصر داخل بقى، فيدخل بالراحه ويتكلم بتاع، يبقى مع مدير المشروع مثلا يعمل علاقته بيها كويسه، يشوف اقرب الناس ليه مثلا، انت منين، احسن ناس، الكلام بتاعنا الايه الجميل ده اللي احنا بنقول عليه، لو هندي يتكلم معاه باسلوب معين لذيذ كده، يعني نقدر يعني هيعتمد عليه هو، ده دور هو بقى يكسب الناس. انا بكلمك عن تجارب شخصيه. تمام. يعني لو هو راح لسه راح في الاول في مرحله الستورمينج، عشان كده فاهم التيم بيلدينج فيزز مهم جدا. لو ممكن راح في الفورمينج او في الستورمينج، لو راح في المرحلتين دول مش صعب ان هو يتاقلم، هتبقى الناس كلها قريبه من بعض. انما لو راح في النورمينج بقى او في البرفورمينج، ده عنصر جديد خالص، ولازم بقى ايه يعني يبقى حكيم جدا، ويبقى عنده من الخبره ومن الصبر ومن الرغبه ان هو ايه يتوائم مع الفريق، ويلجا لمدير المشروع برضه يعني يستشيره اذا كان يعني. فده القصد في الموضوع يعني. تمام يا دكتور، جزاكم الله كل خير، الف شكر حضرتك، واحنا اسفين سهرنا لك النهارده ان شاء الله. الله يكرمك يا دكتور، جزاكم الله خير. الله يكرمك، ماشي، شكرا جزيلا. باذن الله مع الدكتور ان شاء الله برضو كل يوم احد الساعه 7 ان شاء الله.